أعزائي المشاهدين على قنوات كاس الرياضية، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر مع نهائي كأس تونس لكرة القدم، نهائي منتظر لعدة اعتبارات. أولها أنه رهان كبير سيكون نهائي كأس تونس لكرة القدم، وثانيا باعتبار أنها مباراة ديربي في هذا النهائي ستجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الإفريقي. عديد المعطيات الهامة في هذا اللقاء، أولا الحضور الجماهيري الغفير تقريبا لن تعود في السنوات الأخيرة باعتبار الظروف السياسية في تونس، لم نتعود على حضور جماهيري سيتجاوز بعد قليل 40,000 متفرج في الملعب الأولمبي برادس. على كل نتمنى أن تكون فرجة راقية ورائعة مع أفضل المباريات تقريبا في الدول العربية. نهائي من الطراز الرفيع سيجمع الترجي بالإفريقي. مباراة كبيرة، مباراة هامة جدا كما قلت من البداية. رهان كبير سيكون رهان رياضي لكرة القدم التونسية من أجل التأكيد على قيمة كرة القدم التونسية. الدوري التونسي أفضل دوري إفريقي وثاني أفضل الدوريات العربية، سيكون التأكيد على قيمة هذه الأشياء وهذه النقاط. أيضا سيكون رهان بالنسبة للأمن التونسي باعتبار تقريبا منذ سنوات، تقريبا باستثناء مباراة تونس والكاميرون في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، المباراة الوحيدة التي ستكون بجماهير كبيرة جدا، تقريبا ممكن تصل ل 50,000 متفرج باعتبار المعطيات الحالية تقول أكثر من 40,000 متفرج، ولكن نعلم جيدا أنه بعد قليل ممكن سنشاهد 50,000 متفرج في الملعب الأولمبي برادس. على كل سعيد جدا أن يكون معنا ثلة من أفضل الضيوف والمحللين في تونس، سعداء جدا بداية أن يكون معنا المدير الرياضي السابق أم المتواجد الحالي في نادي الصفاقسي، سنوضح الرؤية بعد قليل، ولكن يبقى من أفضل حراس المرمى في تونس، مدير الرياضي السابق لنادي الرياضي الصفاقسي كابتن ناصر البدري، وأيضا المحلل الرياضي في احدى القنوات الخاصه كابتن ناصر البدوي. اهلا وسهلا. هلا هيكل، مرحبا بالحضور، ان شاء الله قضيه مباراه ممتازه على قناه الكاس. صحيح كما قلت انت مباراه مهمه، نرجع لك بعد شويه، بعد نرجع لك. نرحب بكابتن ربيع وكابتن نادر ونرجع لك. ايضا معنا المحايد، ولو انه اليوم الاستوديو كامل محايد ان شاء الله، كابتن ناصر، كابتن نادر داود، كابتن ربيع، كل الاستوديو كان محايد، ولكن دائما متواجد معنا وصاحب التوقعات الخطيرة جدا باعتبار تقريبا في كل مرة توقعاته تكون قريبة جدا من الواقع. كابتن ربيع العفوي، سعداء جدا بوجودك معنا من جديد، محلل قنوات الكاس الرياضية. مساء الخير أخي هيكل، ومساء الخير بالضيوف الكرام. أيضا طبيعي أيضا من أفضل المحللين في تونس، المدرب مساعد المدرب الوطني السابق للمنتخب الكويتي والمحلل الفني الحاضر لقنوات الكاس الرياضية، شاهدته في الدوري البلجيكي، الآن سيكون متواجد في الدوري التونسي لكرة القدم مع مباراة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. كابتن نادر داود، سعداء جدا بوجودك معنا. تحيه اليك هيكل، تحيه للاخوه في البلاتو، وتحيه لكل مشاهدي قنوات الكاس. نرجع لنصر. نرجع له نصر. اي كابتن ناصر البدوي، مدير رياضي ولا انا تعرف كيف جيت نقدمك، حلت مدير رياضي سابق، مدير رياضي مازال متواجد. اول حاجه انا مدير رياضي سابق، عندي عام غادرت الفونكسيون تاعي معناتها كمدير رياضي بصفه رسميه، وتعرف اللي طارق سالم هو اللي تولى اشراف على النادي الصفاقسي نفس الفارت، لكن يمكن ما رجعت انت بعد طارق سالم وقت لا في فتره ما انا بقربي الرئيس النادي السيد لطفي عبد الناظر، انه بعد ساعات بعض الملفات اللي وقت اللي يقتضي باش نكون فيها متواجد ونعاون الفريق نتاعي، ما نشوفش مانع على خاطر الفريق يتعدى من المرحله الانتقاليه، وخاصه ما يلزمش يكون تخدم فريقك يلزم يكون عندك منصب. انت الوظيفه نتاعك في نادي الصفاقسي شنو هي؟ ما عندكش لا الى حد ما عنديش. والانتدابات مين قام بها؟ اللهو الخفي يعني ولا؟ لا هو رئيس النادي والناس اللي قاعده تخدم في الفريق، بالطبيعه انا عاونت شويه بالقدر المستطاع.
كابتن ناصر بده يواضح على كل باب. في بعض الاحيان في بعض النقاط لازم توضح بالنسبه للراي العام نظرا لقيمه الانتدابات الموجوده حاليا في النادي الرياضي الصفاقسي. نرجع للحديث عن مباراه الترجي والافريقي، ولكن قبل هذا ان امكن نشاهد الكباشن الخاصه بهذه المباراه، مباراه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. اذا قلت مباراه اليوم ستكون ملعب الاولمبي بيرادس انطلاقا من الساعه 7 مساء. هذا بالنسبة للكابشن الخاص بالمباراة أو بطاقة المباراة. إن أمكن نشاهد بقية الكابشن الخاصة بالإحصائيات الخاصة بهذه المباراة، مباراة الترجي والإفريقي. تابع عدد المواجهات في 122 المواجهات كاملة، يعني 48 فوز للترجي، 29 فوز للإفريقي، 149 هدف مسجل للترجي مقابل 114 للإفريقي، والتعادل 45. نكملوا إن أمكن عدنا نكملوهم كل الكابشن اللي عنا حتى بعد قليل نمشي للتقارير ونمشي نتحدث عن المباراة هذه الخاصة بمشوار الترجي في الكاس. فاز على اتحاد قصور السيف على سهم قصر قفصة على النجم الرياضي الساحلي في سوسة، ثم الملعب الجيبسي 2-1، مباراة كانت منقولة على قنوات الكاس الرياضية. هذا بالنسبة لمشوار الترجي. نشاهد الآن إن أمكن مشوار أيضا النادي الأفريقي في الكأس. النادي الأفريقي فاز على اتحاد بن قردان 2-1، فاز على هلال مساكن 2-0، على النجم المتلوي 2-0، وايضا فاز على مستقبل مرسى بالركلات الترجيحيه. هذا بالنسبه للكباشن الخاصه بالمباراه. نبدا الحديث الان عن مباراه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. نبدا كابتن ناصر البدوي. قلت من البدايه مباراه هامه باعتبار انه منذ فتره لم نتعود ان نشاهد مباراه امام هذه الجماهير الغفيره، تقريبا باستثناء تونس كاميرون كانت امام جماهير تقريبا 50,000 متفرج في ملعب الاولمبي بيرادس. اليوم سنشاهد جماهير غفيره ستتجاوز عتبه ال 40,000 متفرج، ممكن عامل ايجابي بالنسبه لكره القدم التونسيه وحافز للترجي الرياضي التونسي وللنادي الافريقي. هو يمكن امتحان هام خاصه بعد الحكومه الجديده اللي البارح تولت المهام نتاعها في تونس بصفه رسميه، اخذت السلطه. يمكن زاد امتحان هام بالنسبه للامنيين وبالنسبه للكره التونسيه تنجم ترجع للبلاد في مرحله عاديه اللي طالت الفترة نوعا ما، عندنا 5 سنوات وما زلنا إلى حد الآن ما نجمناش نرجعوا للمعهود اللي تعودنا به. اليوم فرصة كبيرة برشا، مباراة كبيرة برشا ضد فرق ممتازين، النادي الإفريقي والترجي، امتحان كبير على جميع الأصعدة رياضيا ميدانيا جماهيريا، معناتها باش يكون امتحان كبير للناس الكل. ان شاء الله ينجحوا معناتها الكلنا معناتها رياضيا وجماهيريا باش نرجع لبلاد عاديه، خاطر طولت المرحله برشا اكثر من 5 سنين واحنا نعانيوا من حاجات هذوما معناتها اللي قاعده صارت، التجاوزات اللي صارت في الميادين. ان شاء الله معناتها اليوم هذه فرصه باش وخاصه في بدايه الموسم يرجع الشعاع ويرجع الجماهير من زوج فرق وتكون موجوده في الميادين. طبيعي على فكره هناك بعض الصور اللي واصله ان ملعب الاولمبي بيرادس لما تيجي هذه صوره مباشره عدنان، هذه صوره مباشره من الملعب الاولمبي بيرادس. طبيعي تبقى الاولويه دائما للصور الاولى القادمه من الملعب الاولمبي بيرادس. كابتن نادر داود نشاهد في حضور امني متواجد، واضح انه الامور تسير على احسن وجه على حد الان، ولو انه في عمليه اقتطاع التذاكر من البدايه كانت هناك بعض المشاكل، ولكن الان تبدو على كل في الملعب الاجواء تبدو جيده نسبيا مقارنه يعني بالاشياء المنتظره. مشكلة اقتطاع التذاكر ونشاط نشاط السوق السوداء يعني هذا معروف ومعهود منذ سنوات، والحل الوحيد هو الطريقة الآلية، هذا أكيد. وهناك بعض التصريحات من الأخوة في الجامعة التونسية القدم أنه يعني في القريب العاجل سوف تكون الطريقة الآلية موجودة ونرتاحوا من الموضوع هذا نتاع السوق السوداء والتذاكر. إن شاء الله الجماهير تتحلى بروح رياضية، تكون هناك عقلية حضارية أن يقبلوا الانتصار، نقبلوا الهزيمة، يعني نقبلوا كل ما يأتي من الرياضة في الأخير رياضة كرة قدم. لكن احنا بصراحة بعد كل البعد في الفترة هذه على الأجواء الحميمية والأجواء الأخوة في كرة القدم، بالنسبة لنا الجماهير أن تلعب من غير جماهير هو هروب إلى الوراء وليس بحل، وبالتالي يجب اللعب بالجماهير والأمن يتحمل مسؤوليته ويقوم باللازم، والمخطئ يجب أن يكون هناك قوانين رادعة وصارمة لكي يجازي من أخطأ حتى تسير الأمور للأفضل في قادم الجولات. وإذا من نتمنى على فكرة كرة القدم التونسية في العادة أن مباراة الترجي والأفريقي يجب أن تدور أمام 60,000 متفرج، يعني 60,000 متفرج يجب أن تكون متواجدة في الملعب الأولمبي بيرادس نظرا لقيمة هذه المباريات ولقيمة كرة القدم التونسية وحتى في قنوات الكاس الرياضية. صراحة بقيادة السيد عيسى بن عبد الله الهتمي مدير قنوات الكاس الرياضية سنكون حريصين إن شاء الله على أن تجربة الدوري التونسي لكرة القدم على قنوات الكاس الرياضية تكون متواجدة
في قادم السنوات نظرا لقيمة ما شاهدناه، وإن شاء الله نشاهد صور أحلى، لأنه اللي شاهدناه في مباراة الترجي والنجم النادي الساحلي مثلا مؤخرا يعني صورة بعيدة كل البعد عن المطلوب، وعن المطلوب يعني بعيدة عن كرة القدم التونسية، خلينا نكون واضحين، وبعيدة عن صورة مدربين كبار ومسؤولين كبار وأندية كبيرة. لهذا إن شاء الله تتصلح هذه الصورة انطلاقا من مباراة اليوم بين الترجي والإفريقي. كالعادة المحايد ربيع العفوي دائما نرجع لك في الأخير حتى تكون حاصلة لكل النقاط اللي تحدثنا فيها. ربيع، اليوم مش يكون تحدي كبير للجماهير، للأمن، وأيضا للفريقين. وهناك نقطة ربيع بالنسبة لهذه المباراة، الإحصائيات تلعب لمصلحة الترجي الرياضي التونسي. ثمانية كؤوس، ثمانية أدوار نهائية، الترجي فاز في ستة، النادي الإفريقي فاز في اثنين، آخر نهائي فاز فيه الترجي الإفريقي على الترجي منذ 40 سنة، سنة 76. أنا حاب نعرف رأي ربيع العفوي في هذه الإحصائيات، أنت كلاعب لما كنت مع الوداد، لما تلعب ضد الرجاء، هل ترى تعطي أهمية كبيرة لهذه الأشياء؟ هل تأثر عليك نفسيا، تأثر عليك معنويا، أم أن الأمور تكون بصفة عادية عادي جدا، هي مباراة كرة قدم وبعيدة عن لغة الحسابات وبعيدة عن لغة الإحصائيات؟ والله شخصيا ممكن يكون عندها تأثير من الناحية الذهنية، وهذا بطبيعة الحال رجع لشخصية اللاعبين، لكن أنا نشوف شخصيا بأن الجاهزية اللي يكون عليها الفريق والثقة بالنفس اللي تخليك دائما أنك تكون أمام استحقاق مهم، وخاصة أن اليوم تلعب نهائي كأس تونس، أعتقد بأن لا مجال للتفكير في الإحصائيات، وبالتالي يكون إثبات الذات والفوز باللقب، لأن الفوز باللقب يكون أو يدخل ضمن مسيرة أي لاعب. طبعاً ربيع، أنت تتحدث فقط نشاهد في بعض الإحصائيات الخاصة بالترجي الرياضي التونسي، ثم نشاهد إحصائيات النادي الإفريقي الخاصة بكأس تونس لهذا الموسم. صحيح، ولا تكلمنا يعني في السابق بطبيعة الحال كان الترجي لأنه كان هو المسيطر وكان يضم أغلب اللاعبين وكان يضم يمكن العمود الفقري للمنتخب، مقارنة يمكن مع 20 سنة الأخيرة اللي غاب فيها النادي الإفريقي عن منصة التتويج، ما عدا يعني الموسم ما قبل الماضي لما فاز بالدوري. بالنسبة لهذه المباراة أعتقد بأن رجوع الجماهيري فهو كان من المفروض أنه يتواجد بكثرة، أولا لتسويق الدوري التونسي ونسيان الماضي، المشاكل اللي كانت تعيشها دولة تونس. يمكن بالنسبة للترجي التونسي نعرفه بأن هناك استقرار على المستوى الفني مقارنة مع النادي الإفريقي، نتائج يمكن تكون جيدة وممتازة في رأي الشخص المتواضع مقارنة مع حصل يعني الموسم الماضي بانتداب العديد من اللاعبين وكذلك انتداب مدرب جديد. بالمقابل فريق النادي الإفريقي يمكن نقول بأنه في نهاية الموسم يمكن رجع لسكة الانتصارات، وتعاقده مع ابن الدار اللي هو يعني اليعقوبي، قيس اليعقوبي، أعتقد بأنه عارف كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي بداية بشجع عليها هذا المدرب. أنت فتحت المجالات العديد من النقاط باش نتحدث فيها بعد قليل، بالنسبة للاستقرار الفني للترجي، بالنسبة للانتدابات، هذا كله باش نتحدث فيه بعد قليل، ولكن بعد أن نشاهد التقرير الأول الخاص بهذا الأستوديو، وهو تقرير استعدادات كل من النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي لهذا الدور النهائي. قبل الاستعدادات نشاهد تقرير تاريخ النهائي بين الفريقين، ثم نرجع للاستعدادات الخاصة بالترجي والنادي الإفريقي. شكرا كابتن أحمد هاشم، نتابع التقرير. على الملعب الأولمبي بضاحية رادس بالعاصمة ينطلق نهائي كأس تونس بين فريقي الترجي والإفريقي، وبكل المقاييس تعتبر مواجهة الفريقين هي الأقوى والأكثر جماهيرية في تاريخ كرة القدم التونسية، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفريقان على كامل تراب الجمهورية التونسية. وفي آخر مواجهتين بين الفريقين تغلب الترجي على غريمه التقليدي في الأولى بهدفين نظيفين في ذهاب الدوري الموسم الماضي بفضل هدفي فخر الدين بن يوسف وإدريس المحيرسي، وكرر فوزه في لقاء العودة بهدفين سجلهما شمس الدين الدوادي وهيثم الجويني مقابل هدف للإفريقي سجله غازي العيادي. الفريقان وصلا إلى نهائي الكأس التونسية بعد نجاحهما في تجاوز أربع مراحل بدأت في دور الاثنين والثلاثين، عندما فاز الترجي على فريق اتحاد قصور الساف من الرابطة الثالثة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، وفاز الإفريقي على اتحاد بن قردان الناجي من الهبوط الموسم الماضي بهدفين لهدف. وفي دور 16 تجاوز الترجي فريقا مغمورا آخر هو سهم صرقفصة وفاز عليه بخمسة أهداف مقابل لا شيء، بينما تجاوز الإفريقي نادي هلال مساكن أحد أندية الرابطة الثانية وفاز عليه بهدفين نظيفين.
وفي دور الثمانية تقابل الترجي مع فريق النجم الساحلي حامل لقب الكأس في النسختين الأخيرتين وبطل الدوري الموسم الماضي، فاز عليه بصعوبة بهدف نظيف، في حين واجه الإفريقي صاحب المركز السادس في الدوري فريق نجم المتلوي صاحب المركز الرابع في دوري الموسم الماضي، وفاز عليه بهدفين نظيفين، وأضاع لاعبه وسام بن يحيى ضربة جزاء. في دور نصف النهائي واجه الترجي نادي مستقبل المرسى صاحب المركز التاسع في الدوري وفاز عليه بهدفين لهدف، بينما فاز الإفريقي على الملعب الجابسي صاحب المركز العاشر بضربات الجزاء الترجيحية. شاهدنا تقرير خاص بهذا الدور النهائي، بعد قليل إن شاء الله سنشاهد تقرير خاص باستعدادات الفريقين، ثم سنشاهد أيضا تقرير خاص بجماهير الترجي والإفريقي وأغاني الترجي وأغاني النادي الإفريقي أيضا. نرجع للحديث عن هذه المباراة، نرجع مع كابتن ناصر البدوي. كابتن ناصر، الترجي الرياضي التونسي، نبدأ بالترجي، حلوا الترجي، نعمل ثلاثة أسئلة هكا حلوين على الترجي ثم نرجع نتحدث على النادي الإفريقي بعد التقرير. نبدأ بالترجي، الترجي عامل الاستقرار الفني كابتن ناصر البدوي، الجميع يتحدث، حتى ربيع منذ قليل قال أنه ممكن يشكل عامل مساعد وعامل إيجابي بالنسبة لبقاء الإطار الفني بقيادة عمار السويح، ولو أنه مساعد المدرب تغير وأصبح معين الشعباني في بعد نهاية الموسم الماضي. هو مهم برشا معناتها أنك تحافظ على الإطار الفني نتاعك، يعطي استمرارية للفريق معناتها، ونزيد على هذا معناتها فما انتدابات صارت قيمة في الترجي، معناتها انتداب العديد اللاعبين، أسماء اللي بكل صراحة تنجم تعطي الإضافة، وهذا زاد ما يخلي الترجي اليوم تكون مباراته أصعب وأثقل معناتها من الناحية المعنوية ومن ناحية حتى نقولوا احنا كيفاش الاستقرار باش ينجم يصير في المرحلة الجاية بعد نقولوا احنا الانتدابات اللي صارت لكل الفريق. نجح في الامتحان الأولاني ضد النجم الساحلي خاطر كان كل الانتدابات كانت تستنى في الامتحان الاولاني ضد النجم الساحلي، ما كانتش مباراه سهله ضد فريق تحصل على البطوله. انت راضي على الانتدابات في الترجي؟ هو عديد اللاعبين فرجاني ساسي وماليك ومعناتها انيس البدري معناتها زعيبيه، هذوما كل لاعبين هو الانتدابات. سؤال اخر، انت لو كان كنت في نادي صفاقسي كنت تندب هؤلاء اللاعبين ام لا؟ وش يقول لك الانتدابات ما يلزمهاش تصير معناتها انك تكون في نادي صفاقسي ولا تكون في الترجي، تنتدب على حسب الحاجيات اللي انت يستحقها الفريق نتاعك، على حسب الشهور، على حسب اللاعبين اللي ما عطاوش اضافه بالنسبه للترجي. نتحدث في هذا الاطار، هذا هو في الاطار هذا. مثلا انتداب محمد زعبيه بوجود عندك الخنيسي وعندك هيثم الجويني بوجود تقريبا افضل مهاجمين في تونس، كنت تتدب مع محمد زعبيه؟ هو وقت اللي باش تلعب على اكثر من واجهه يلزمك يكون عندك اكثر من زوز وثلاثه مهاجمين، انك باش تعرف انه التنافس يكون مهم برشا، انه اللاعبين معناتها باش يلقاو طون دو جو معناتها مهم، انك في فريق وثاني تبدا عندك امكانيات، تبدا عندك اكثر في كل مركز. هو كيفاش يتم الانتداب وكيفاش يتم الاستقرار بالنسبه للاطار الفني ولا بالنسبه للفريق، هو في فما مراكز اللي لازم تكون متواجدين فيها فيها اكثر من ثلاثه واربع لاعبين. نادي الديوت واضح الاحماليه. لا فهمتك. المهم انت راضي على عمليه لا على انتدابات حسب لا راضي على عمليه انتداب الترجي الرياضي التونسي لمحمد علي منصر؟ بطبيعه الترجي من الفرق اللي تعرف تعمل، هو من السنه الفارطه كان يحب ينتدب محمد علي منصر، ما توفقش، لكن السنه هذه تم انتدابه بصفه رسميه. نتمنى له حظ سعيد. انت راضي على الطريقه اللي معناها كان نادي صفاقسي مستفيد والترجي مستفيد؟ بالطبيعه ما دام الصفقه زوز اطراف مستفيده معناتها مش تكون صفقه مهمه بالنسبه لزوز اطراف. نمشي نادر في هذه النقطه، وبالنسبه للترجي الرياضي التونسي وبالنسبه انا تحدثت مع ناصر في الانتدابات، باعتبار نعرف ناصر البدوي متخصص من افضل الناس اللي قامت بانتدابات في السنوات الاخيره للنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا صحيح. كان الافضل دون شك، تقريبا افضل حتى اللاعبين الاجانب اللي دخلوا لتونس في السنوات الاخيره تقريبا 50 60% كان ناصر البدوي مساهم في عملية دخولهم، وآخرهم كان جونيور لاعب النادي الرياضي الصفاقسي اللي معناها في صفقة كانت قياسية تقريبا 6-7 أشهر، النادي الرياضي الصفاقسي تقريبا من 400 ألف دولار، صفقة وصلت لأكثر من مليون ونصف أو أكثر من 2 مليون دولار. 2.5 أي 2.5 يصلح لي ناصر البدوي يورو، يعني هذا يؤكد قيمة هذه الصفقات. ما شاء الله ما شاء الله قيمة ناصر البدوي. نرجع للترجي الرياضي التونسي، الانتدابات، انت علاش سالت ناصر البدوي منذ قليل عن الانتدابات في الترجي الرياضي التونسي؟ لانه الانتدابات كثيره، ولكن لما نشوف التشكيله الان نشاهد فيها ثلاثه لاعبين بالقربي، فرجاني ساسي وانيس البدري، وانيس البدري ستكون في تجربه اولى، معناها ممكن بعد يبقى اساسي ام لا على حسب ما سيقدمه في هذه المباريات. هي مباشره الاجابه على سؤالك، لانه توقيت الانتداب كان متاخر،
يعني باستثناء فرجاني ساسي اللي كانت الامور واضحه بالنسبه لي، البقيه يعني كانوا متاخر نسبيا يعني، وبالتالي هناك عدم جاهزيه لعده لاعبين. محمد علي منصر بعد الزواج نتاعو وبعد يعني الاشكال الكبيره اللي صار في التنقل نتاعو من الصفاقسي للترجي، يعني التحق مؤخرا بالتمارين وحاليا في مرحله التاهيل البدني وبدا يقض نوعا ما. نفس الشيء بالنسبه لايمن بن محمد القادم من الدوري الايرلندي، ولو انه اللاعب هذا اللي فاجئ نوعا ما لانه نشط ثلاثة مواسم متتاليه في الدوري الايرلندي، لعب اكثر من 59 مباراه، الموسم الفارط لعب 17 مباراه سجل هدفين، لعب اربع مقابلات في شهر جويليا مع فريقه الايرلندي اللي كان فيه. يعني الفريق نتصور انه اللاعب هذا جاهز، قام بتحذيرات مع فريقه الايرلندي، لعب اربع مقابلات، عنده حتى نسق المقابلات، وبالتالي لماذا غير موجود؟ هذا السؤال يطرح على الاطار الفني للترجي. البقيه غير جاهزين بدنيا، هناك بعض الاختيارات كذلك بالنسبه لعمر الصويح، ايمن بن محمد كيف يعني، انيس البدري لاعب اعتقد انه قادر انه يقدم الاضافه للترجي، لانه الترجي ثلاثه لاعبين غادروا الفريق، اليعقوبي وقع تغييره بهشام بالقروي، وهنا نقطة استفهام، لأنه الترجي هو بالثلاثي اللي عنده الموسم الفارط في حاجة إلى تدعيم. دائما نقول أنه الترجي يعني أهدافه كبيرة وفريق كبير وعريق وأهدافه إفريقية أكثر منها محلية، هذا نقوله بكل صراحة، والسنوات الأخيرة أكدت هذا الكلام. الترجي من 2011 في تراجع وتدهور مستمر على المستوى الإفريقي، من فوز برابطة الأبطال الإفريقية معنا بن معلول إلى عدم الدخول حتى إلى دوري المجموعات في الكاف، هذا يعتبر فشل. وبالتالي الترجي كان في حاجة إلى لاعب محور دفاع من الطراز العالي مثل بانانا، في ذلك الوقت كان يعني بصراحة مدافع أعطى إضافة كبيرة. بعد خروج اليعقوبي جاب القروي، تخيلت أنه يكون لاعب ثالث، حاليا ثلاثة لاعبين فقط في محور الدفاع. خرج حسين ذاكر، جاء فرجاني الساسي بخصال مختلفة، وهذا شيء إيجابي جدا لأنه كوليبالي وذاكر كان بنفس الخصال، أكثر منها دفاعية أكثر منها هجومية، فرجاني قاد على عطاء النفس الهجومي واللمسة الفنية في وسط ميدان الترجي. بالنسبة للهجوم أنا زعبية أكيد أنه هداف الدوري الجزائري ب 13 هدف، لاعب ممتاز بدون ضربات جزاء، لكن أنا أعتقد أنه في وجود الجويني والخنيسي اللي هو حسب رأيي أنا المتواضع من أفضل المهاجمين في تونس على مستوى الخصال اللي غير موجودة كثيرا في تونس، كان الترجي يعني في ليس في حاجة لهذا الانتداب على مستوى الرواق. اللاعب ايمن محمد منتجده انه الترجي في اي اكيد في ايرلندا، لانه اللاعب كان عنده ساقي صار يعني حلوه وقادر يعطي اضافه، لانه الترجي ما عندوش لاعب على الرواق الايسر برجل يسرى خصوصا بعد اصابه فرجاني فخر الدين بن يوسف. وبالتالي كي نشوف الرصيد البشري حاليا للترجي نلقى ثراء على مستوى الكم والكيف وعلى مستوى الخصال المختلفه لدى العالم، وبالتالي المطلوب من المدرب ترى على مستوى الكم والكيف على من من, من وسط الميدان فما فوق هذا يقول فوق. ولكن في الدفاع في مشاكل. الترجي الرياضي التونسي عنده لاعبين فقط في المحور ولاعب ثالث، ولو يصاب شمس الدين الذويدي او بالقلب لا قدر الله الترجي سيجد مشاكل كبيره ما عنده على مستوى الدفاع. ما نزيدش ننساو زاد احنا رانا في بدايه الموسم، اللي تعرف احنا مباراه الكاس هذوما بداية موسم، لكن هي الكأس نتاع السنة الفارطة. تعرف هو بعض ساعات انك تنتدب نادر، تعرف بعض اللاعبين الجاهزية البدنية نتاعهم ما تكونش حاضرة، لكن فما الوقت الكافي باش ينجموا يكونوا حاضرين في الـ في الـ في المباريات الجاية. معناتها هذاك علاش نقول احنا الانتدابات معناتها يلزمها تكون حينية وتكون زادة تحضر في الـ في لا انا نقصد التفكير في الانتداب المفروض ان يعني يكون من خلال من يعني نجم نقول من شهر يناير في الموسم الفارط يبدا التفكير بعد ساعات. بعد ساعات الظروف ما تواتيكش راهو الانتداب، انه بعد ساعات تعمل مشروع انتداب وبعد ساعات تلقى العراقيل وبعد ساعات ما تمشيش فيه وبعد ساعات معناتها الانتداب راهو بعد ساعات فيه اشكاليات كبيره باش ناخذ راي ربيع العافي. ربيع شاهد الترجي وتابعته تقريبا منذ الموسم الماضي، وكان هناك تململ بالنسبه لنتائج الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي هذا راي ربيع انا نعرفه جيدا كان في الاستوديو، انه الترجي ممكن حقق نتائج ايجابيه ولكن لم يكن مقنع في الأداء سواء في كأس الاتحاد الأفريقي أو في الدوري التونسي لكرة القدم. ربيع بهذه الانتدابات بهذه التغييرات، قبل السؤال فقط يقولوا لي ياسين بورقيبة من أرضية الميدان جاهز، ثم مباشرة نرجع ربيع العفوي. ياسين بورقيبة من أرضية الميدان من الملعب الأولمبي بيرادس. ياسين أهلا وسهلا، وتبدو الأجواء رائعة جدا في الملعب الأولمبي بيرادس بهذا الحضور الجماهيري، تبدو الأجواء رائقة لدور نهائي من الطراز العالي جدا.
وكذلك هيكل تحية ليك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا الكرام على قنوات الكأس الرياضية. بالفعل ديربي العاصمة وكذلك هو نهائي كأس تونس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. هذا الديربي هذا النهائي يحضره لأول مرة منذ الثورة جماهير الفريقين، جماهير النادي الإفريقي وجماهير الترجي الرياضي التونسي التي تحضر حاليا بكثافة وبأعداد كبيرة في مدرجات ملعب رادس، حوالي 16,000 تذكرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ونفس العدد بالنسبة للنادي الإفريقي، وقد نجد أكثر من هذا العدد قبل المباراة. هيكل، لن أطيل، أمر مباشرة إلى مساعد مدرب الترجي التونسي معين الشعباني، معين واللاعب السابق للترجي الرياضي كذلك والمدرب السابق لنادي حمام الأنف. معين، عشت أجواء الدربي، لكن هذا الدربي بطعم خاص لأنه نهائي كأس. كيف أعددتم لهذا الدربي وما المطلوب في دربي وفي نفس الوقت هو نهائي الكأس؟ صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف اللي أول حاجة مباراة نهائي الكأس هو عرس كروي. الحمد لله في الفترة هذه في المباراة هذا في التوقيت هذا نلقاو جماهير، معناها زوز فرق، وخاصة كي يكون دربي معناها زوز جمعيات عندهم تاريخ كبير. بالنسبة لنا احنا ان شاء الله يكون عرس كروي ناجح بأتم معنى الكلمة. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ماهوش جديد عليه النهائيات ولا البوديوم. ان شاء الله يكون من نصيبنا اليوم الكاس، حضرنا مليح، جوارتنا ان شاء الله حاضرين مليح، كونسنتري، مركزين، ان شاء الله التطبيق يكون فوق الميدان ان شاء الله. هناك حديث في اوساط الترجي عن غياب مؤثر في الترجي، فوسيني كوليبالي، هل سيؤثر فعلا على وسط ميدان الترجي في ديربي وفي نهائي كاس؟ بالطبيعه كوليبالي قيمه ثابته، عنده امكانيات محترمه جدا، ولكن في الترجي الرياضي التونسي تعرف اللي فما 24 لاعب يلزمهم يكونوا حاضرين في كل وقت. ما ننساوش من اللي خرج كوليبالي وقت اللي خذا غيلان فرصته في وسط الميدان، شفنا اكثر خروج بالكره، فما سوبليس اكثر في لعب الكره. كل واحد عنده لي كاليتي نتاعو، كما قلت لك اي جوار يلزم يكون حاضر في اي وقت وفي اي مباراه. شكرا معين الشعباني مساعد مدرب الترجي الرياضي التونسي. هيكل، ننتقل الى النادي الافريقي والى مساعد مدرب النادي الافريقي لطفي الرويسي. نحن في انتظار لطفي الرويسي للالتحاق بنا. هيكل، هذا النهائي سيحضره رئيس الجمهوريه وكذلك اعضاء الحكومه التونسيه، ومعلومه اخرى الكاس في نسخه جديده هي يعني تزن 15 كيلو جرام هيكل وطولها 78 سنتيمتر، يعني صممت خصيصا لهذا الدور النهائي الذي سيجمع بعد قليل بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي بحضور جماهيري مكثف في انتظار كذلك دخلت الجماهير الفريقين، دخلت الترجي الرياضي التونسي ودخلت النادي الافريقي. ولطفي يلتحق بنا، لطفي الرويسي مساعد مدرب النادي الافريقي. لطفي، النادي الافريقي نعرف انه مر بموسم ماضي للنسيان حقيقة، فرصة متاحة للنادي الافريقي اليوم للتتويج بكأس تونس ولاستعادة ثقة جماهير النادي الافريقي. والله عمناو الموسم الفارط كان موسم صعيب ياسر على النادي، لكن كي نجيو توا في من بعد شهرين ولا شهر ونص معناتها من العمل والجدنا نلقاو روحنا في نهائي، معناتها أحسن فرصة وأحسن حافز معناتها باش نبداو الموسم جديد بروح جديدة بعقلية جديدة. كما قلت لك السنة معناتها قاعدين نكونوا في فريق جديد، فريق صغير، فريق معناتها يتكون من أكثرية أغلبيته من أبناء النادي، ما عملناش انتدابات كبيرة كما الترجي ولا كما النجم ولا كما الصفاقسي، لكن عندنا ثقة في المجموعة هذه وعندنا ثقة في أولادنا اللي كونوا معناتها باش يعملوا كل مجهوداتهم اليوم باش نفوزوا بالكأس هذه. ومبروك معناتها من تو للفريق اللي باش يفوز، لكن أهم حاجة كون الروح الرياضية هي تفوز في المقابلة هذه ويكون خير مثال معناتها باش نبداو به الموسم الجديد نتاعنا في الكرة في تونس إن شاء الله. شكرا لطفي الرويسي مساعد مدرب النادي الافريقي. بالفعل تتمة لحديث لطفي الرويسي هيكل، يعني منذ اسبوع على صفحات التواصل الاجتماعي هناك دعوات من جماهير الفريقين حقيقة، جماهير النادي الافريقي والترجي الرياضي، الى يعني احترام الميثاق الرياضي، لاحترام الروح الرياضية، الى التشجيع في كنف الروح الرياضية، يريدون يعني انجاح هذا العرس. لماذا هيكل؟ حتى يعود الجمهور الى مدرجات الملاعب في تونس، حتى يعود جمهور كلا الفريقين لمدرجات الملاعب في تونس، ونحن في انتظار دخلت جماهير الترجي التونسي وكذلك دخلت جماهير النادي الافريقي. في حقيقة الأمر سيكون مهرجان حقيقة اليوم في الملعب الأولمبي برادس. شكرا جزيلا زميل ياسين بورقيبة، وحمد لله على سلامتك بعد حادث يوم أمس. حمد لله ياسين بورقيبة.
سالما معافى ومتواجد معنا على قنوات الكاس الرياضيه، ودائما نتمنى لك الشفاء ياسين. والسبعين سنعود اليك ان شاء الله بعد نهايه هذه المباراه، بعد تقريبا قبل التتويج سنحاول ان نحاور بعض اللاعبين قبل التتويج الخاص بهذه المباراه. فقط نذكر انه بالنسبه للدخله ان شاء الله نتابعها كامله على قنوات الكاس الرياضيه، يعني الدخله على فكره اهم منا احنا، اهم من هذا الاستوديو، اهم من البلاتو، لان نعرف انه الناس تحب تشاهد الدخله. الدخله مش نعطيها لكم كامله ان شاء الله، وعدنان متواجد لهذا الغرض ان شاء الله بعد قليل، لان نعرف قيمه الدخله في تونس، ونعرف لانه في بعض الاحيان حتى في المقاهي. وناصر انت تعرف، نرجع للربيع بعد قليل، تعرف لما تكون الدخله متواجده ويرجعوا يوليوا لوجهي ولا وجه نادر ولا لا، يا عم خلينا الدخله، يقول لك الدخله اهم. انا مش نقول لك جماهير نادي افريقيا عاملين زوز دخلات اليوم، دخله في الشوط الاول ودخله في الشوط الثاني. يا عدنان حتى يكون عندك علم، او كان عندك دخله في الشوط الثاني ايضا. نرجع للربيع ونرجع للترجي الرياضي التونسي، ونرجع لك حتى تعقب على ما قيل بالنسبه للانتدابات وبالنسبه لعامل الاستقرار الفني بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. صحيح، هي بخصوص سؤالك بان الترجي التونسي لم يكن مقنع، وانا متفق معك في الطرح، هو شيء طبيعي لما يتغير مدرب. لا، انا قلت ربيع قال انه مش مقنع الموسم الماضي. لا، انا قلت على لسانك فريق، لا فريق الترجي. اي بالعكس، انت قلت السنه الماضيه قلت مش مقنع في الاداء. لا بالعكس، انت قلت لا لا بالعكس، قلت في الكره العربيه قلت انا ما كانش مقنع. لا مش انا اللي كنت مقنع، سامي اللي قال غير مقنع. تسجيلات لا، انت سامي اللي قال غير مقنع. انت قلت انه مش مقنع وينتصر، مش مشكل. أنا سامي قال بالنسبه للترجي مش مقنع، ويبقى دائما الترجي لازم يكون مقنع وينتصر. اذكرك انا باللي صار. لا لا، هو قال بانه غير مقنع وانه يشوف الترجي مش احسن. مش مشكل، عاد انت تجيب لنا الحلقه. وقلت بان النتائج اللي حققها الترجي في راي الشخص المتواضع نتائج جيده ومشجعه. لماذا؟ صحيح، انتداب مدرب وانتداب العديد من اللاعبين. اذا من حيث النتائج قلت، ولكن من حيث المردود قلت شيء ثاني. قلت انه لا، حتى من ناحيه المردود لم يرتقي الى مستوى كبير. ماشي، طبيعي انه ما يمكنش يرتقي للمستوى المطلوب، لان انت مطلوب اليوم لما يكون تبغي اداء كما كان في السابق بالنسبه للعديد او الاسماء اللي مرت على الترجي، يبغي هناك يعني العديد من السنوات على اساس انهم يلعبوا مع بعضهم البعض، ثم المدرب يكون هناك استقرار على المستوى الفني. صحيح، يعني شفنا مثلا نادي الرياضي صفاقسي لما توج يعني باللقب حتى الاداء كان مقنع، كان هناك لاعبين لعبوا مع بعضهم البعض، نتكلموا على ندونك، فخر الدين بن يوسف، فرجاني الساسي، وسيم كمون، الحناشي، لاعبين لعبوا معهم بعض، بالتالي يكون تفاهم وانسجام داخل ارضيه الملعب. نفس الشيء بالنسبه لنجم رياضي الساحلي اللي في السنتين الاخيرتين كاداء مقنع وحقق نتائج والقاب مقارنه مع النادي الافريقي، رغم انه فاز قبل يعني الموسم ما قبل الماضي، لكن اداؤه لم يكن مقنع لهذا السبب. الجماهير متواجده بكثافه في هذه صوره مباشره بكثافه. ثم النقطه الثانيه هي مساله الانتدابات. يعني احنا دائما في الشائع لما الفريق ينتدب خمس ست سبع لاعبين، يمكن المشاهد او المتتبع يقول بان هؤلاء اللاعبين سيكون رسميا، مش من لازم. يعني انت لما تقوم بخمس ست لاعبين من اجل انك تكون مجموعه قويه، مجموعه يكون داخلها تنافس، لان ما يكون لاعب عارف بان اللاعب المعوض جنبه حتى هو في مستوى جيد يحاول انه يبذل مجهود كبير بانه يبقي كلاعب اساسي، وبالتالي هذا يخدم الفريق ويخدم صحيح. كذلك المدرب. صحيح، ولكن مش نجيب لاعب محترف باش ينافس لي ويخلق جو تنافسي. انا لما نجيب لاعب محترف باش يكون لاعب اساسي، لما نحب نقنع تنافس نجيب لاعب من تونس متكون في نادي اقل قيمه ويكون لاعب ممتاز باش يخلق جو تنافسي، ولكن نجيب لاعب محترف ونصرف عليه دولارات وعمله صعبه باش يصنع لي جو تنافسي يقعد في البيت، ما في حاجتيش بيه جو تنافسي. لكن احنا عنده يعني. لا، لكن يعتمد على الصفقه كيف تمت، هل الصفقه كانت تقتضي اموال كثيره او لا. بالنسبه لوضعيه زعبيل ما نعتقدش بانه صرف اموال كثيره، يمكن اللاعب جاء بصفقه حره يعني بدون دفع شرط جزائي او مبلغ الانتقال، وبالتالي اعتقد بان الراتب اللي تقاضاه زعبيل اعتقد بانه راتب قادر على ان فريق الترجي التونسي انه يدفع له بدون اشكاليه. ثم اليوم تشوفوا الترجي سوف يلعب على الكاس، سوف يلعب الدوري، وهناك استحقاق مهم اللي هو دوري ابطال افريقيا بحكم انه احتل المركز الثاني. صحيح. وبالتالي اعتقد بان انتداب العديد من اللاعبين اللي اليوم يمكن لاعبين يشاركون كرسميا وممكن لاعب ثالث اللي هو انيس البدري، ننتظر يعني ما ستؤول اليه الامور في الايام المقبله، وبالتالي يعني المغزى من الانتدابات وهو خلق مجموعه قويه والتنافس حتى كل اللاعبين يؤدون بشكل جيد. واضح كابتن ربيع، العفو، هذه صوره مباشره من ملعب اولمبي بيرادس والتواجد الجماهيري الغفير جدا. قلت ممكن يا 40,000 متفرج، ولكن هناك امكانيه كبيره ان تصل الى حدود ال 50,000 متفرج بملعب الاولمبي بيرادس. نكتفي بهذا القدر الامكان عدنان،
وسنشاهد التقرير الخاص باستعدادات كل من الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. استعدادات كبيره كانت لهذه المباراه، استعدادات كبيره كانت لفاينل الترجي والافريقي. موقعة نهائي الكأس ملأت الدنيا وشغلت الناس في تونس بما أنها ستجمع بين قلعتين من قلاع كرة القدم التونسية، النادي الإفريقي والترجي التونسي، موقعة سيدخلها الأفارقة بنية اقتلاع لقب الأميرة الغائب عن خزائنهم منذ فترة طويلة، بغية نسيان موسم مخيب للآمال في الدوري والانطلاق في موسم جديد بمعنويات عالية في ظل وجود إطار فني جديد بقيادة ابن النادي قيس اليعقوبي الذي يسعى إلى ضخ دماء جديدة في الفريق والعودة به إلى سالف الإشعاع والتألق. نتمنى أن نكون موفقين في الحفل الختامي هذا، أهم شيء أن نوعده أن الفريق سيكون منضبط فوق الملعب، أنه سيضمن بإذن الله على الأقل نتاج فرجوي معقول ومحترم من بعد النتيجة. النتيجة الأفضل هو اللي باش ينتصر بطبيعة الحال، نتمنى أن نكون احنا الأفضل. دربي العاصمة الحمد لله معناتها زوز مقابلات اللي فاتوا كانوا صعاب وصعاب ياسر، الحمد لله معناتها ترشحنا للنهائي، ان شاء الله ان شاء الله نتوجوا بالكاس هذه ونفرحوا جمهورنا ونسيوا في العام الخايب اللي عديناه نتاع عمناولة. اما الترجي التونسي وصيف بطل الموسم الماضي والذي اجرى انتدابات وصفت بالكبيره والاستثنائيه فسيسعى الى تخطي عقبه غريبه التقليدي وجاره العنيد الذي حقق عليه الفوز ذهابا وإيابا في دوري الموسم المنقضي من أجل تجديد العهد مع التتويجات، خاصة بعد أن تمكن من إزاحة طرفي نهائي مسابقة الكأس في نسختها الأخيرة، النجم الساحلي والملعب الجابسي، وسيعمل على الحفاظ على صدارته في عدد التتويجات بلقب الكأس في تونس. ديما حاضر ذولي كي تلعب كونتر اي فريق لازم تكون حاضر، مقابل هذه بتكون ديربي وفينال كوب ذولي 50% 50% ليكيب الزوز، سي ان ديربي ذولي عمره ما واحد ينجم يتكهل بنتيجه ديربي قبل ما يتلعب، ان شاء الله نكونوا حاضرين نشوفوا مقابلات، عملنا مقابلات كبار عملناها ضدهم، ان شاء الله ناخذوا عليهم ونكملوا نواصلوا النتائج الايجابيه اللي قاعدين نحقق فيهم على النادي الافريقي. وان شاء الله نتوجوا بالكاس اللي هي ان شاء الله تخلينا نعملوا انطلاقه نتاع البطوله نتاع الموسم الجديد في احسن مستوى ان شاء الله. وتبقى موقعه دربي العاصمه في نهائي الكاس غير قابله للتكهنات ولا خاضعه للاحكام المسبقه، ينطلق فيها الفريقان بحظوظ متساويه، خاصه انها ستشهد حضور جماهير الفريقين لاول مره بعد الثوره والتي ستضفي على المواجهه طبعا خاصا. فهل ستكون الأميرة الثانية عشرة للأفارقة أم أنها ستختار باب السويقة معقل الترجيين للمرة الرابعة عشرة؟ ياسين بورقيبة، قناة الكأس، تونس. إذا شاهدنا تقرير استعدادات الفريقين مثل ما تحدثنا على الترجي الرياضي التونسي، تحدث عن النادي الإفريقي كابتن ناصر البدوي وتغيير المدرب وقيس اليعقوبي، وأخيرا في النادي الإفريقي باعتبار الموسم الماضي قيس اليعقوبي كان على قاب قوسين من أن يتولى مقاليد الأمور الفنية، الآن من جديد يعود قيس اليعقوبي، رأيك في هذا التغيير في الإطار الفني ورأيك في ما جد في النادي الإفريقي في المباريات الأخيرة وتأولي إلى الدور النهائي بقيادة قيس اليعقوبي؟ والحاجة اللي يجب نحطوها في إطارة هو قيس اليعقوبي والتغيير الاستراتيجي اللي صار في النادي الإفريقي. تعرف وقت اللي لما جاء سليم الرياحي أنه الانتدابات اللي قام بها والأموال اللي ضخت في النادي الإفريقي كانت أموال كبيرة برشا، معناتها تحطت فيها برشا فلوس وتمت بانتدابات لعدد كبير من اللاعبين. أثناء تحس النادي الإفريقي غير أسلوبه سواء في طريقة العمل نتاعو طريقة الانتداب. في انتداب القيس اليعقوبي هو تبين الفكر نتاع الرئيس النادي شنو هو التوجه نتاعو الرياضي اللي حاب يحطه في النادي الافريقي، انه باش يعمل على اللاعبين اللي موجودين، مش تتم عديد الانتدابات. تعرف اللي النادي الافريقي انتدب اربع خمسه لاعبين على اقصى تقدير، معناتها فما زوج لاعبين جزائريين اللي ما تمش التاهيل نتاعهم بن عثمان ومختار، معناتها هذوما اللاعبين عندهم زوز مشاكل اداريه ما تمش تاهيلهم في النادي الافريقي. فخر الدين الجزيري هو لاعب محوري كان يلعب مع قيس اليعقوبي في قفصه تم انتدابه، جاك بيسون زاد كيف مهاجم كان يلعب في قفصه وكان سجل.
صابر خليفة استحفظ عليه النادي الافريقي على خاطر عنده ثوابت كبيرة بالنسبة للنادي الافريقي. هذا من كله يبين انه فكر النادي الافريقي باقل مصاريف ممكنة انه يحب يعمل على الفريق نتاعه. وظهر لي النجاح اليوم النادي الافريقي وصول دور نهائي هو نجاح هام في المرحلة هذه، اكد انه النادي الافريقي مشى في توجه صحيح في انتداب الاطار الفني الجديد في 3 مباريات يلقى روحه يلعب في دور نهائي ضد ترجي، حاجة هامة بالنسبة للنادي الافريقي. ترجي للنادي الافريقي كابتن نادر داوود، فاروق بمصطفى، بلال لعيفه، فخر الدين الجزيري، اسامه حدادي، حمزه العقربي، وسام بن يحيى، احمد خليل، بسام الصرارفي، صابر خليفه، ابراهيم شنيحي، جاك بيسون. بالنسبه في هذه التشكيله قراءه هي مش تكون في 3 مقابلات الاخيره في لقاءات الكاس، ظهر بالكاشف انه قيس اليعقوبي استنادا الى خصال اللاعبين وامكانياتهم اختار ان يلعب بالرسم 4-4-2 بوسط ميدان في شكل معين. تغيير وحيد منذ مقابله المتلوي الى مقابله المنصه، ثم اليوم عاد الى تشكيله نفس تشكيله مقابله المتلوي. هذه الهويه الجماعيه بالنسبه اعتقد نادي الافريقي الترجي. نشيكوا عليه. الافريقي المفروض تكون العقليه يعني مش الهويه. اي حكينا على انتدابات الجزيري مع العيفة، الجزيري خذا مكان تقى ويتفقوا لزوز فرق كانهم الاثنين عندهم 3 لاعبين في المحبه فقط، يعني الجزيري وتقى والعيفة، وهناك نلقاو المشاني والذوادي وبالقروي، يعني دائما هناك نقص على مستوى محور الدفاع. العقربي في انتظار تاهيل بالخيث اللي هو لاعب نادي العلم او لاعب عنده امكانيات من خلال التحضيرات اظهرها، قادر أن يعطي الإضافة. العقربي يعود بعد إصابة بليغة، كيف الحدادي على الرواق الأيسر، يعني الدفاع عادي بالنسبة للأفريقي. الجديد هو وسام يحيى في خطة جديدة كلاعب ارتكاز محوري، وهذا جديد لأنه يحيى عنده خصال هجومية أكثر، رغم أنه الأفريقي يملك لاعبين عندهم خصال دفاعية مثل الوذفي أو الغندري أو خليل. نلقاه على اليمين وخليل، على يسار الشنيحي. هنا نشاهد فقط في بلتي بتيشيرت الترجي، ما شفتش الناس، شفت مع بين التيشيرت الافريقي وليد التونسي. وليد التونسي. وليد التونسي طبيعي فنان معروف، يعني فنان شعبي وفنان راب، يعني من افضل. اعطينا الصوت انا امكن، اعطينا الصوت عدنان. تقريبا هذا الماكسيموم، يعني هذا الماكسيموم الصوت اللي وصلنا من الملعب الاولمبي برادس. بلطي وليد التونسي، اجواء كبيره حلوه اللقطه، يعني تيشيرت الترجي وتيشيرت الافريقي، يعني حلوه، يعني وزوز فنانين محبوبين برشا يعني في تونس، يحبوهم الجمهور الكل، وكأني لقطه باش الناس تحب بعضها وباش الجماهير تحاول تنسج على منوال الدخله هذه الفنيه. نواصل على المستوى الفني، الصراف في كاس صانع العاب خلف خليفه وبيسون. صابر خليفه في دور جديد اللي كان دائما يحبذ اللعب على الرواق الايسر في 4-2-3-1، اليوم مهاجم ثاني. وبيسون هداف الدوري التونسي من ناحيه الاجانب الموسم الفارط ب 12 هدف، سجل هدفين مع البنزرتي و10 اهداف مع قفصه، وهذا استحقاق انه في فريق انزل الى الدرجه الثانيه يسجل 10 اهداف في مرحله الاياب بالتمام والكمال. هذا يدل على امكانيات هذا اللاعب. نقدر نقول انه في النادي الافريقي رغم خروج بالعيد وتوزغار وديارا اللي هما لاعبين عندهم مهارات عندهم امكانيات، لكن الكم الهائل من لاعبين خصوصا على مستوى وسط الميدان، هناك ثراء على مستوى الرصيد البشري يخلي اي مدرب يكفي انه يوظف اللاعبين في اي رسم تكتيكي يقدر انه يلعب بهم. نلقى يعني على مستوى وسط الميدان فقط، نلقى لاعبين وسط ميدان دفاعي بصبغه دفاعيه مثل الوذفي او الغندري، لاعبين بوسط بنسبه مئوية نص نص دفاعي هجومي وسام يحيى غازل عيادي خليل، ولاعبين مثل الوسليتي نفس الشيء بنسبه هجوميه ونسبه هجوميه 100% نلقاو الشنيحي والصرافي. واضحه على كل اللي ممكن التقرير ناجله شويه باعتبارنا نشاهد في صور من الدخله الخاصه بالترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. ممكن قمنا بقراءه سريعه في بالنسبه للنادي الافريقي، نعطيكم التشكيل ايضا الخاص بالترجي الرياضي التونسي بالنسبه لهذا اليوم. الترجي الرياضي التونسي سيلعب أمام النادي الإفريقي بالتشكيل التالي. ترجي قلنا بن شريفية، الترجي بن شريفية بالقروي، شمس الدين ذوادي في المحور، سامح الدربيلي خليل شمام والمباركي، ثم نجد في محور وسط الميدان طبيعي في فوات، يعني كل من فرجاني ساسي وأيضا شعليلي، ثم البدري للمرة الأولى في تشكيل الترجي التونسي، رجيبي، سعد بقير وياسين الخنيسي. تشكيلة مثالية تقريبا الموسم الماضي هذا اللي شاهدناه
اللهم بعد يمكن بعد إصابة يمكن خليل الشمام كان حسين الربيعي اللي كان يعوضه، ثم الانتدابين البلقروي والساسي اللي أخذوا مكانتهم. أعتقد بأنه التشكيل يعتمد بالأساس على صناعة اللاعب، محاولة دائما الاستحواذ على الكرة بتواجد لاعبين من الناحية المهارية جيدة، نتكلم هنا على الثلاثي الساسي والشعلالي وغير، ثم الانتداب الجديد اللي اليوم سيبتدئ المباراة اللي هو سين بدري، نعرفه يلعب مع موكرون كان في الدرجة الثانية وصعد مع الدرجة الممتازة للدوري البلجيكي، من خلال يعني الكواليس لاعب سريع ينشط يعني أقصى اليمين أو أقصى اليسار. الرقيبي صراحة للمدرب ثم في وسط الدوري يمكن فقد مكانته ثم رجع بقوة، والخنيسي صراحة الخنيسي قوة ضاربة في هجوم يعني الفريق الترجي، واللي تكلمنا عليه قبل صراحة من خلال التنافسية شفنا أن الخنيسي في بداية الموسم بدأ بداية جيدة وممتازة، ثم كانت هناك مرحلة فراغ اللي من خلالها يعني خدام مكانه جويني، وجويني كذلك أدى بشكل جيد، ثم الخنيسي يرجع وأكد من خلال تسجيله في ثلاث أهداف من خلال المبارتين سيكون أعتقد ورقة رابحة من خلال هذه المباراة. واضح على كل شيء هدنا دخلت الترجي ودخلت الإفريقي على فكرة التلفزيون الإشارة نخذها من التلفزيون التونسي والتلفزيون التونسي، يعني هذا الصور المقترحة بالنسبة للدخلة. على كل الآن نشاهد ما قالته جماهير النادي الإفريقي وما قالته جماهير الترجي هذه التونسي وتوقعاتها بالنسبة لهذه المباراة، ثم مش نرجع مع توقعات كابتن ناصر البدري كابتن نادر داود وما أدراك ما توقعات كابتن ربيع العافية. على فكرة في ناس ما تحبش تسمع توقعات كابتن ربيع. على كل نشاهد التقرير الخاص بتوقعات الجماهير. الدربي بإذن الله التكهنات تصعب فيها، المكثورية ديما 50-50 تحط 50 هكا و 50 هكا فهمني، وعلى حسب ما نعلم توا معناتها النادي الإفريقي معناتها ولاد باهين وكذا معناتها ويستحقوا معناتها باش يربحوا ماتشهم فهمني، وبإذن الله السميع العليم الماتش هذا نتاعنا بحول الله. احنا متفائلين جدا وعندنا ثقة كبيرة في ملاعبينا، وكما تعرف احنا ما نقصروش كفيغاج مع في التشجيع، وان شاء الله مربوحة يا رب. في الفيراج وان شاء الله نشوف اي بسمين يا رب تعود كل بردي تديرو سوليدي في جو الكرباسور ترجع بينا الترجي متعود ديما مزهينا ديما معناها الترجي ديما لا محاله حتى بالخساره والربح ديما مزهيتنا الترجي، ان شاء الله يا رب ان شاء الله نبداو صفحه جديده توا بالانتصارات وبالتتويجات، ان شاء الله نبداو السيزون هذا بالكوب واللي يربح صح عليه. قمنا بانتتابات معناتها طيبه، قدره ربي ان شاء الله الدربي هذا يتعدى على خير، فما اسبقيه كبيره للترجي ما غير فهمت ما غير حتى معناتها استعمال العضلات وكل شيء هذاك فهمتني، لا الترجي فريق كبير وجهاز بقدره ربي باش نعطيه مقابله كبيره برشا. حلت عينيا في تونس المدينه نلقى ثنيه طويله حمراء وبيضاء، نلقى روحي في كل ثنيه معاها نتعب ونبكي كي نار نخليها. تحي الفريق الفريق يا دوله ان شاء الله مربوح. بلغ سليمي للناس اللي عشقوا ترجي العصمة يوبها وتغرموا حمرا والصفرا يو غيرها ما حبوا. كانت هذه جماهير الترجي وجماهير النادي الافريقي، ونشاهد ايضا في صور مباشره من حجرات الملابس بين الترجي والنادي الافريقي كابتن ناصر البدري لقاءات ديربي، انت تعرف جيدا هذه الاجواء وهذه المباريات، اعتقد هذه اصعب اللحظات بالنسبه للاعب كره القدم قبل الدخول للملعب، لانه تعرف في الملعب لما الكوره خلاص تمشي ممكن تتغير المعطيات، ولكن اعتقد انه هذه اصعب اللحظات بالنسبه للاعب كره القدم.
هو أصعب اللحظات هي قبل المباراة وقت اللي تكون في النزل قبل ما تمشي للميدان، لكن أنك باش تهبط الأحماء بعد الأحماء تجا تبدأ تدخل في الجو، خاصة الأحماء يصير قدام الجماهير اللي موجودة في الملعب، خاطر عادة في ملعب أخرى الأحماء ما تصيرش في الملعب، أيوة الإنرجي يخرج معناتها يخرج الإنرجي الملاعب يدخل في التركيز، لكن التركيز يكون معناتها تدرجي بشوية بشوية معناتها، لكن يوم المباراة معناتها دخلت الحجرة الملابس وبدت عملت الأحماءات تدخل في المباراة وتبدأ تركز في المباراة نتاعك. واضح طبيعي جدا. هذا رأي كابتن ناصر البدوي في اللحظات الأخيرة قبل مباراة الترجي والإفريقي. الآن كابتن ندخل في التوقعات، ندخل لو أنه قبل توقعات النتيجة، كيف تتوقع مباراة اليوم كابتن نادر داود؟ كيف تتوقع هذا الفاينل؟ لأنه مباراة الترجي والإفريقي ممكن تشاهد سيناريو نتاع جس نبض لمدة 30-35 دقيقة، مباراة مغلقة كما شاهدنا مباريات مجنونة في السابق. تذكر أن أهداف كانت في الدقيقة الأولى وأهداف في الدقيقة الرابعة، يعني السيناريوين متوقعين بالنسبة لديربي الترجي والإفريقي. السيناريو المتوقع اليوم كل شيء متوقع، تقدر أن تتوقع ألف سيناريو يجي سيناريو رقم ألف واحد. مثل المدرب لما يجهز المباراة يجهز كل شيء تقريبا، كل افكار، لو يصيب لورقه حمراء ورقه صفراء يسجل يقبل هدف تبقى المقاومه عاديه. انت من خلال قراءتك في عمار الصويح وقراءتك في قيس اليعقوبي الاكيد ممكن تكون تتوقع حاجات. هناك نقطه على مستوى الاحصائيات مهمه جدا، انه الترجي يبدا المقابله بقوه، الموسم الفات سجل ما لا يقل عن 10 اهداف في ربع ساعه الاول من المباراه، في حين الافريقي العكس قبل 8 اهداف في ربع ساعه الاولى، يعني وكانه عمار يحاول ان يدعم هذه الاسبقيه على مستوى الاحصائيات معنويا عند اللاعبين. وقيس اليعقوبي بالاكيد انه سوف يقضي الحساب لهذا المعطى الهام، في حين في نهايه المقابله العكس الافريقي عاده ما يسجل 9 اهداف في ربع ساعه الاخير من المباراه، والترجي قبل 10 اهداف بالتمام والكمال في ربع ساعه الاخير من المباراه. يعني هنا بعض نقاط قوه وضعف الفريقين، الاكيد انه كل مدرب قرا حساب نقاط قوه وضعف الفريق المنافس، لكن الاكيد حاليا بعض المدربين عملوا شغلهم أسبوع كامل، المدرب حاليا قراءة سليمة، تغيير، لكن المسؤولية الكبرى حاليا و 90% من المباراة حاليا في أرجل اللاعبين، مدى جاهزيتهم، تركيزهم فوق الميدان، وأنه كل لاعب يعطي فوق الميدان يعني مستواه المعهود. هيك الوقت اللي تورى الكرة اللي باش يلعبوا بها المباراة، فهمت اللي الترجي صور معناتها جاء للنادي الافريقي ان الكره باش تتلعب بها المباراه باش تكون من يعني دكه الاحتياط اللي دائما في العاده لاهميه الكره اكثر من دكه الاحتياط، اخذ الكره لا ولا حتى دكه الاحتياط عنده اهميه، لا عندها اهميه لكن الكره اللي يعني العديد الاشياء اللي صارت في الكواليس قبل هذه المباراه على دكه الاحتياط على فكره. المخرج مشكور ان باش تكون كره النادي الافريقي، كره النادي الافريقي ترمي في بعض، عندك جمله تحب ترميها باعتبارك انت كوتش النادي الافريقي، لكن انا نعرف كانك تحب تلمح ناصر الاشياء، نعرف يعني نعرف اهميه باعتبار ان الكره جات للنادي الافريقي كانك تحب تلمح لاشياء يعني بعدين تاخذ توقعات. لا انا مش نقول، بس توقعاتي ان الكره عندها اهميه وقت اللي تلعب بالكره نتاعك انت انك تعود عليها تتمرن بها عاده. نحن حتى كي نمشيو في منافسات معناتها تكون في تونس ولا خارج تونس نطلبوا حتى من فريق الخاصم يعطينا الكرات باش يتم بها احمال الحراس نتاعنا واللاعبين نتاعنا. يعني كره اليوم بالنسبه لنا دور النهائي ستكون كرات النادي الافريقي. نرجع لك كابتن ربيع العفوي، ممكن في الكواليس يقولوا انه الضغط مسلط اكثر على الترجي الرياضي التونسي، الترجي الرياضي التونسي في وضعيه استقرار، الترجي الرياضي التونسي له عمار الصويح منذ السنه الماضيه، الترجي الرياضي التونسي هو مطالب بتحقيق الانتصار في هذه المباراه. تشوف هذا العامل صحيح ام انه في مباراه ديربي ما فيش ضغط، الضغط مسلط سيكون مسلط على الجميع وامام هذه الجماهير وامام هذه الاجواء. انا اعتقد راي شخصي انه حتى النادي الافريقي امام ضغط كبير جدا في هذه المباراه. هو بكل تاكيد الضغط مسلط على الجميع، نشاهد هنا فقط في رئيسي صحيح الضغط مسلط على الجميع بحكم لانها مباراه ديربي، لكن بنسب متفاوته. اعتقد بان الترجي يمكن عليه ضغوطات كبيره مقارنه مع النادي الافريقي، والسبب يعني السبب واضح بان الترجي استقرار فني مع لاعبين وكانوا قاموا بموسم يمكن جيد، لان في اخر يمكن الدورات الاخيره فقد اللقب، وبالتالي هو في حاجه. تعقيب على هذه الصوره شيء جميل جدا، هذه تقريبا المره الاولى اللي نشاهد فيها رئيسي الناديين يدخلوا بطريقه حضاريه بطريقه رائعه جدا ومعهم ابنائهم، يعني شيء جميل جدا كانت بين حمدي المدب وسليم الرياحي، مثل ما شاهدنا منذ قليل مطربين يعني يغنيوا بتيشيرت الافريقي وتيشيرت الترجي الرياضي التونسي. الان نشاهد ايضا في رئيسي النادي بطريقه الى حد الان الامور 10 على 10 ونتمنى ان تبقى هكذا، يعني هذا بعد المباراه، يعني نتمنى وتبقى بعد المباراه
رجوعا للكلام اللي قلته، اكيد بان الضغط مسلط بشكل كبير على الترجي لعامل الاستقرار الفني واللاعبين، لانهم كانوا يعني بين قاب قوسين او ادنى قرابين من اللقب وفقدوه في الدورات الاخيره. بالنسبه لنادي الفريق اعتقد ان المدرب يمسك النادي تقريبا شهرين او ثلاث شهور وبالتالي يوصل به للنهائي. وكذلك ما نساوش بان الموسم الماضي كان موسم كارثي ولنسيان بالنسبه لنادي الافريقي. اعتقد بان نادي الافريقي وصوله مع قيس ليعقوب للنهائي فهو في حد ذاته نتائج او مشجعه، وبالتالي سوف نشاهد يعني يمكن المباراه من الذي سيكون له يعني او سيفوز باللقب. ندري يقول لي ملعب فول تقريبا، لانه تو شاهدت نصف ملعب الافريقي. شوف يعني تقريبا الا المدارس ال 50 قرب من 50,000 متفرج في هذه الماتش، لانه الادس فيه 60 وذاك الملعب حتى يدخلوا 60. المهم انا نتمناه، انا نتمناه ان شاء الله تتعدى في احسن. بالعكس انا على فكره انا مع الناس، مع انا مع مناصري انه العدد يكون اكثر من 40,000، ما عنديش مشكل ان شاء الله يكون نتمناه 60,000. ضد تحديد عدد الجماهير هناك ملعب فقط، ولكن لاسباب امنيه في بعض الاحيان وزاره الداخليه لها ايضا اسبابها. يعني ان شاء الله تكون هذه انطلاقه في بدايه موسم، ان شاء الله ما نرجعوش الى الوراء. انا نحب نزيد شويه على كلام ربيع على المباراة بالنسبة للترجي والنادي الافريقي، انه زاد الترجي ما تنساش انه ازاح النجم الساحلي في سوسه، تكون انه مسؤوليته اكبر انك تنجم تزيح النجم الساحلي في سوسه. وازاح الوصيف ملعب الجبس صاحب نهائي كاس ملعب الجبس الساحلي خاصه حامل لقب للسنتين الاخيرتين او الثلاث سنوات الاخيره صحيح، ومتحفظ محتفظ بالكاس واليوم كاس مع النادي الصفيقسي واحده مع ملعب الجبس صحيح فعلا. ومعناتها كانت باش تكون معناتها عنده ضغوطات اكبر باش يتحصل على لقب، على خاطر الصعيب صار، لكن يلعب ضد فريق زاد كيف ما يلعب ضد فريق اللي نجم يعمل رياكسيون في كلمه هيك. انت تكلمت على الضغط، الترجي لم يدخل لدوري المجموعات في الكاف، لم يفوز بالدوري، اذا لم يفوز بالكاس فانه بالنسبه للترجي موسم يعني خارج الصفر الذين، وهذا ما تعودش عليه الترجي. تبقى مهما كان الاداء او غير اداء الترجي فريق القاب. الافريقي عائد من بعيد مثل ما قال يعني عائد من يعني مهما كان يكفي انه يقدم اليوم اداء جيد، سوف يتكلم الجميع عن تحسن على مستوى الاداء وبالتالي العوده من جديد. نادي اللاعبين بده يدخل لارضيه الملعب باش ناخذ التوقعات، باش نخلي ربيع في الاخير طبيعي جدا ناخذ التوقعات ثم نمشي مباشره لعيسى الحربين. نبدا بالكابتن ناصر البدوي، توقعاتك بالنسبه للشوط الاول؟ بالنسبه للشوط الاول الترجي باش ينتصر 1-0. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. كابتن نادر داود والله نفس التكهن هنا، ويمكن يكون في العشرين دقيقة الأولى في هدف للترجي. 1-0 للترجي الرياضي تونس. إذا ناصر البدوي 1-0، نادر داود 1-0 للترجي دائما، كابتن ربيع عرف 2-0 للترجي. 2-0 للترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول. إذا طبيعي هذه توقعات كل من كابتن ناصر البدوي، كابتن نادر داود وكابتن ربيع العفوي. الآن مباشرة نجمنا المتميز في التعليق كابتن عيسى الحربين للتعليق على مجريات الفترة الأولى، ثم إن شاء الله نعود ما بين شوطي هذه المباراة. نعم نعم، هيكل يا لها من أجواء رائعة، أجواء مزيانة يا هيكل، أجواء مزيانة نعيشها الآن بكل ما تحمله الكلمة من معنى في الملعب الأولمبي هنا برادس. وكذلك هيكل الشعري لديك استوديو مزيان استمتعنا به في هذه الأجواء مع الزملاء ربيع العفوي وناصر البدوي ونادر الداود. ونحن نتحدث الأمانة حتى على توقعات الخبراء بأننا نشاهد في شوط أول أهدافا، وهذا أيضا أمر يدعو للمتعة. هذا هو الجو العام، الجو الرائع، أجواء 10/10 كما وصفها هيكل عندما ترى رئيس الترجي ورئيس الإفريقي على مستوى الحضور إلى الملعب معا يدا بيد، والالتقاء بكبار الشخصيات في عرس كروي جميل ومهيب أيها الأحبة هنا في تونس. حضور رسمي عالي الطراز، إنه يوسف الشاهد كما ترون الآن يتقدم الجموع، رئيس الحكومة المكلف الجديد بعد أن وافق مجلس النواب التونسي على منح الثقة لحكومته. هذا الحدث
هو الحدث الأول الذي يحضره يوسف الشاهد في أول مهام حكومته إلى جوار مجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة السيدة الشابة التي لا شك بأن عليها مهاما كثيرة السيدة التي تتقدم الجموع في وسط أجواء يعول عليها أن تكون في قادم الأيام فعل خير وسعادة وبركة على الرياضة وعلى شتى الأصعدة في تونس. أيها الأحبة في كل مكان، عيسى الحربين عبر قناة الكاس يدعوكم إلى الملعب الأولمبي برادس الخامسة بتوقيت تونس، السابعة بتوقيت الدوحة، المتعة بتوقيت الكاس. الإفريقي الترجي رهان رياضي كبير على شتى الأصعدة. الإفريقي الترجي حوار نهائي. الإفريقي الترجي صراع على الأميرة، ديربي العاصمة، ولأول مرة منذ الثورة قرابة 50,000 متفرج وربما يزيدون في ديربي الفاينل، الديربي العرس. لربما أن ما يحيي هذه الأجواء هو أمر أيضا جميل يحدث لدينا ولأول مرة هذا المساء، وهي الكأس الجديدة كما لقبوها بالأميرة، الكأس الجديدة. وكما تعلمون بأن الكأس القديمة كانت قد أصبحت من نصيب النجم الساحلي الذي حقق الثلاث الألقاب على التوالي الماضية. كأس جديدة صممت في إيطاليا، صنعت في فرنسا في باريس، طولها 78 سنتيمتر، وزنها 75 كيلوغرام. يا ترى لمين مربوحة؟ لمين مربوحة؟ الإفريقي يقولوا يا رب مربوحة، والترجاوية يقولوا يا رب يا عالي مربوحة للترجاوي. هكذا تبدو الأجواء المفعمة بالحياة والحيوية للأمانة هنا في رادس، وهنا تبدو الأجواء رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المهمة تأتي بالنسبة للإفريقي باستمرار على الأقل النجاحات الأخيرة مع مدربه قيس اليعقوبي، والأمر كذلك بالنسبة للترجي مع عمار سويح، الرجل الذي قال أنها مباراة مهمة بين الزوز أعرق فرق في تونس، يهمني النجاح والأهم نجاح الحدث. نعم يا عمار سويح، الأهم نجاح الحدث، الرجل الذي سبق وأن توج بكأس تونس من قبل، وتوج أيضا بكأس السعودية من قبل مع نادي الشباب، يأمل أن تكون ثالث ألقابة على مستوى الكؤوس في ألقابه الشخصية. عمار سويح وجها لوجه مع قيس اليعقوبي، والإفريقي وجها لوجه مع الترجي، وبينهم الحكم الشاب هيثم قيراط، الرجل الذي يرى فيه الإعلام أنه المدلل لدى اتحاد الكرة. هذا هيثم قيراط ليس غريبا عن نواميس الديربي وطقوسه، سليل عائلة رياضية أصيلة. هيثم قيراط والده الحكم السابق هشام قيراط، وبالتالي هيثم قيراط تستطيعون القول بأنه حكم بالفطرة كما ينادون أيضا بقيراط الصغير. هذا هو قيراط الصغير، قبل موسمين كان قد أدار لقاء الترجي والإفريقي، تقدم الإفريقي بهدفين مقابل لا شيء، لكن الترجي استطاع العودة وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدفين في الدوري التونسي. بعدها الإفريقي وضع قيراط الصغير في البلاك ليست، أي في القائمة السوداء، بعد عودة الترجي للمباراة متهمين بأنه كان ضالعا في عودة الأحمر والأصفر، لكن الخبراء أكدوا غير ذلك. والإعلام بالمناسبة هيثم قيراط، أنتم تعرفوا اليوم في تونس
في شغلتين على الاقل في المواسم الماضيه اللي عشناها. الشغله الاولى الحضور الجماهيري، هذا الحضور الجماهيري بعيدا عن مباراه منتخب تونس التي اقيمت من قبل كان حضور اكثر، هذا الحضور الجماهيري هو الاعلى منذ الثوره التونسيه الاخيره. انت تتكلم عن حدث عن 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 الجماهير وحدث اخر حديث الناس عن الحكام، لكن الشاب هيثم قيراط يوكل بهذه المهمة. صورة معبرة عن امتزاج لاعبي الترجي والإفريقي، وكانت وسائل الإعلام وجمعيات الجماهير وكذلك المسؤولين واللاعبين على شتى الأصعدة قد أمروا ومنحوا الرسائل الإعلامية بأن نستمتع بهذا الحدث. بإذن الله نستمتع يا عمار سويح، بإذن الله نستمتع يا قيس اليعقوبي، بإذن الله نستمتع بمباراة تليق بكرة تونس، الكرة التي افتقدناها لا شك على مستوى المنتخب منذ أيام، وأتحدث عن غياب لتونس التي اعتدنا مشاركاتها المونديالية التي غابت منذ 2006، ونحن كذلك من عشاق كرة التونسية التي لطالما أنجبت الأسماء التي تملأ العين متعة وإبداعا وفنا، ولطالما قناة الكاس تستضيفهم في الاستوديو التحليلي وفي أيضا حوارها الفني، ونحن في قناة الكاس دائما نستمتع. دعوات هيثم قيراط بأن ينجح في الحدث، دعواتنا بأن نستمتع بكرة قدم وأن يكون الحدث لائقا معبرا وجميلا وممتعا للكرة العربية التي انتظرت لا شك هذا النهائي ومنذ أيام طويلة، ومنذ تؤهل الأفريقي والترجي للحديث، كل الحديث في تونس، كل الحديث في الشمال الأفريقي، كل الحديث في المنطقة العربية عن الترجي الأفريقي، عن هذا الرهان الرياضي الكبير، عن الحدث، الصراع على الكأس الجديدة الملقبة بالأميرة. لمين الأميرة مربوحة؟ للترجاوية ولا للإفريقية؟ خلينا نشوف. الترجي اليوم يدخل هذا اللقاء بهذه الأسماء: معز بن شريفية في حراسة المكشخة، إيهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، هشام بالقروي، فرجان الساسي، غيلان الشعلالي، سعد بقير، آدم الرجايبي، وأنيس البدري، وطه ياسين الخنيسي، المهاجم الدولي الهداف الكبير في قائمة المكشخة. في الجانب الآخر الإفريقي الكبير على مستوى القارة وليس حتى على مستوى تونس فحسب، نحن نتحدث عن أيام وذكريات رائعة للنادي الإفريقي: فاروق بن مصطفى في حراسة المرمى، حمزة العقربي، وسام الحدادي، بلال العيفة، فخر الدين الجزيري اللي وعد بالتتويج اليوم، وسام بن يحيى، أحمد خليل، بسام السرارفي، بالإضافة إلى إبراهيم الشناحي، وصابر خليفة اللاعب الدولي، وجاك بيسون في قائمة المدير الفني قيس اليعقوبي. مباراة كبيرة وأجواء كبيرة لا شك في هذه اللحظات، ونحن ننتظر نهائيا رائعا بلا أدنى شك ما بين الترجي والإفريقي، والحديث كل الحديث عن هذه المباراة. لينطلق الحديث، لينطلق الحوار، حوار نهائي، حوار نهائي انطلق الآن. كرة على طول لخط الدفاع بالنسبة للترجي، إيهاب المباركي يرسل كرة فيها تغطية مباشرة للاعبي الإفريقي على طول في خط الوسط، البحث مستمر عن سعد بقير والشعلالي وفرجاني ساسي، الكل يخدمون تماما لياسين الخنيسي، التقدم الآن للترجي، تسديدة تصطد على طول لمصلحة الترجي، تعود تمريرة في العمق، التقدم حاضر والانطلاقة موجودة والمحاولة قائمة من الخنيسي، الدفاع يتقدم وينجح في إبعاد الكرة الماضية بالنسبة لدفاعات الإفريقي. عادت الكرة من جديد، هالكرة فيها خطأ لمصلحة الإفريقي، لاحظ الكرة الماضية والالتحام في الصراع الماضي،
تقدم الآن من الجهة اليسرى بالنسبة للإفريقي البناء، لكن الكرة الطويلة فيها تغطية حاضرة في الوقت المناسب في إبعاد الكرة الماضية بالنسبة للدفاع مع إيهاب المباركي وخليل شمام وشمس الدين ذوادي وهشام بلقروي بالنسبة لدفاعات الترجي. التغطية موجودة بعودة الدفاع الترجاوي، العمل أمام معز بن شريفية في الصورة، والهجوم للإفريق الآن حاضر، لكن الكرة في النهاية ذهبت بعيدة وذهبت إلى الخارج وذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة الترجي. فخر الدين الجزيري في حوار إعلامي أكد على أن الرغبة حاضرة للذهاب بعيدا في المنصة بالتحديد والحصول على الكاس، بينما عدد من الغيابات في الجانب الآخر في الترجي. الآن هنا محاولة، الكرة مقطوعة على طول إلى الخارج. لدينا فوسني كوليبالي الغائب عن الترجي في مباراة اليوم لقرارات تأديبية، وعندنا أيضا فخر الدين بن يوسف يغيب للإصابة، الأمر كذلك لمالك الميلادي المصاب. بقية اللاعبين على ذمة الإطار الفني المشاركة بالنسبة للترجي. هجوم، هجوم للمكشخة، أوهو 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 أوهو، بدأ الديربي، بدأ بالجدل، بدأ بالهجوم الترجاوي، بدأ بتسديده في أحضان فاروق بن مصطفى. يا بداية ترجاوية بلقطة كانت في داخل الصندوق ثم سددت مرة أبعدها الدفاع ثم في ثانية ونجح فاروق بن مصطفى بالحصول عليها على مرتين في الأولى. شوف الكرة بالكعب، يا سلام اتحضرت، والكرة فيها كلام صراحة، فيها كلام، لكن الكلام لا يجب أن يكون مني أو من المحللين، لا كلام حاضر بالنسبة للحكم اللقاء السيد هيثم قيراط. قيراط الصغير أمر باستمرارية اللعب ولم يعلن عن شيء. الكرة على طول بتروح وتوصل إلى ركلة مرمى لمصلحة الترجي. مباراة كبيرة وأجواء كبيرة وأجواء لا شك أنها رائعة في هذه اللحظة. عندنا الكبير جدا معز بن شريفية المستدعى لقائمة المنتخب التونسي مع ثلاثة لاعبين آخرين، أي أربعة ترجاوية في المنتخب التونسي: معز بن شريفية، فرجاني ساسي، سعد بقير، وطه ياسين الخنيسي. هذه هي الأسماء التي تم استدعائها بالنسبة لقائمة الترجي الذاهبة مع المنتخب الوطني. في الجانب الآخر الإفريقي فقط تم استدعاء أسامة الحدادي بالإضافة إلى صابر خليفة اللاعب الرائع في خط الوسط بالنسبة للمنتخب، والمهاجم أيضا يعمل أعمالا هجومية بالنسبة للمنتخب التونسي. لكن لا شك عندما يكون عندك صابر خليفة الذي يرغب بإثبات وجوده كرأس حربة مع جاك بيسون، وكذلك لديك في الجانب الآخر تتكلم عن طه ياسين الخنيسي والدعم الموجود من سعد بقير، لا شك بأن أمامنا نهائي على المستوى الفني. طبيعي جدا أن تحصل على ماذا؟ على هجوم، على إمتاعه. هذه العرقلة الواضحة وبعد ذلك ردة فعل بصراحة لقطة في هذا الحدث النهائي أمام أنظار حكم اللقاء هيثم قيراط كانت بهذه الصورة وبهذه اللقطة اللي حاول من خلالها الترجي الوصول إلى مرمى الإفريقي، لكن العرقلة كانت موجودة. أجواء رهيبة، أجواء رائعة، أجواء فظيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذه اللحظات. خطأ لمصلحة الترجي، الانتظار، التمهل،
المتابعة الترقب كل ذلك يحضر ويحدث الآن كرة ملعوبة وفرصة والإبعاد موفق في الوقت المناسب من دفاعات الإفريقي. لاحظ الانطلاقة لمباركي والتغطية حضرت في الوقت المناسب من دفاع الإفريقي من الدفاع في هذه اللحظة اللي نجح بإنقاذ الكرة الماضية. دفاع الإفريقي مع العيفة والحدادي والعقربي كل هؤلاء حتى مع عودة وسام بن يحيى، لا شك بأن هذا الوضع سيكون على حمل كبير جدا في المحاولات على مرمى فاروق بن مصطفى بالنسبة من هجمات الترجي. حوار متجدد بين الفريقين الترجي والإفريقي الأكثر تتويجا بالأميرة، 14 لقب للترجي 11 لقب للإفريقي، وهذا هو النهائي الثامن بينهم على الأميرة على كأس نهائي كأس تونس عام 69 و 76 فاز الإفريقي بلقبين من أصل 11 لقب في كأس تونس، لقبين في النهائي على الترجي 69 و 76 فاز الإفريقي، وتفوق الترجي في المقابلات الخمس آخرها عام 2006 بركلات الترجيح بعد أن تعادلوا بهدفين مقابل هدفين. يتذكر الترجاوية آخر جيل فاز باللقب وكان ذلك على الإفريقي مع الحارس جون جاك تيزي وأيام العربي جابر وكمال زعيم وسام البكري ومراد المالكي ورضوان بن والناس وسيف المحجوبي والعديد من الأسماء في عام 2006. لكن آخر ألقاب حققها الترجي على مستوى كاس تونس كان عام 2011، 2006 كانت أمام الإفريقي، لكن 2011 كانت أمام النجم الساحلي عندما فاز الترجي بهدف مقابل لا شيء. أما آخر ألقاب الإفريقي وهذا يعود قبل 16 عام، الله تسديدة حلوة قوية كانت، بن بقير سدد بأمناخ لكن الكرة على طول تعتلي العارضة وذهبت مباشرة إلى ركلة مرمى لمصلحة الإفريقي. يبدو أن الترجي يرغب بإعادة أيام 2006 عندما أطاح بآخر الإطاحات الخمس من الترجي على الإفريقي عندما أطاح خمس مرات منها آخرها في 2006 بركلات ترجيح، لكن هذه المرة يرغب بأن يكسب من الهجمات الأولى. لكن الإفريقي والله زمان كنت أتحدث وهذا يحدث يعني في حوارات الإفريقي والترجي من مع أحد الترجوية المتعصبين للترجي، يقول الإفريقي يتذكروا إن آخر لقب جابوه في نهائي كأس أو لقب كأس تونس كان عام 2000، وانظروا من الشخصيات العامة والمشهورة والسياسية والرياضية من كانت على قيد الحياة ومن غادرت. يتحدث عن الزمان البعيد التي حتى الآن الإفريقي بعيد عن الأميرة لكنه يبدو الآن قريب فعلا، ويحاول والكرة وفي أحضان معز بن شريفية. الحوار لا يمل لما تجلس مع ترجاوي وواحد آخر عاشق للإفريقي للأمانة، يعني انت تاخذ حوار من اصعب الحوارات لكنه في النهايه لا يمل لان لقطات العبارات من هنا وهناك. لا شك بانك امام مباراه، وهذا اتحدث عن حوار بين مشجع
بين عاشق للترجي واخر للافريقي، فما بالك في الملعب، فما بالك في رادس. بالمناسبه بالمناسبه بالمناسبه، وهذا حيعجب الترجاويه، النادي الافريقي لم يتوج بكاس تونس في الملعب الاولمبي برادس منذ افتتاح هذا الملعب في عام 2001. وبالتالي الحوار اللي يحدث ما بين الحديث في الكره بين الافريقي والترجي، هذا كوم خارج الملعب، فما بالك امام 50,000 متفرج، فما بالك بحديث الذكريات بين الترجي، ما بالك بعمار سويح اللي سبقا حقق هذا اللقب من قبل، ولكن ما كان ذلك مع الترجي، امل ان يكون ذلك مع الترجي اليوم. الان كره توصل وفرصه وفرصه حاضره، والكره في الجانب الايمن ومتاحه، ولا قرار لقيراط التقدم الان. معركه معركه، بس تبغوا الصراحه، وانا متاكد ان يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف الجديد، ومتأكد أن مجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة مستمتعين، وأتأكد أن الناس سواء في الملعب أو خارجها رغم الالتحامات رغم الاحتكاكات هي عايشة جو كورة. يعني أوكي دعوات نلعب مباراة نظيفة، نلعب مباراة حبية حلوة، لكن لا يصل هذا مثلا لدرجة أن لا نشاهد كرة قدم حقيقية. باعتقادي أن الترجي والإفريقي يقدمون كرة قدم حقيقية تليق بنهائي، تليق بالكأس الجديدة المصممة في إيطاليا والمصنوعة في فرنسا في باريس، وتستحق أن تسمى بلقب الأميرة. وأعتقد أن لقبا وحدثا مثل هذا لا شك أن يكون فيه الترجي والإفريقي بهذا الوضع الجميل وبهذه الصورة الحسنة على مستوى كرة القدم، والاحتكاكات باعتقادي أنها طبيعية وأنها تثري حتى الآن الديربي الديربي الكبير. عندنا خطأ لمصلحة الترجي، الكرة توصل والكرة لا زالت عند الخنيسي المهاجم الفتاك الرائع، الكرة مقطوعة من أمام طه ياسين، على طول في الجانب الأيمن، محاولة من امام وسام بن يحيى في خطأ يتم احتسابه لمصلحة الترجي، على طول ملعوبة، فرصة فرصة فرصة، اوهو ضاعت ضاعت الكرة. كان في انطلاقة حلوة للترجي واختراق من العمق بالتحديد، لما تتكلم التحرك من سعد بقير وادم رجايبي وانيس البدري والتقدم باتجاه طه ياسين الخنيسي، لكن الكره الاخيره اللمسه الاخيره كان فيها ازدواجيه في التحركات، وبالتالي الكره وصلت سهله عند فاروق بن مصطفى. الجميل انك تتكلم عن حراس ثقال، للامانه للامانه أصعب مهمة ستواجه اللاعبين فيما لو وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح على سبيل المثال، لأنك تتكلم عز بن شريفية حارس دولي حارس كبير، وفاروق بن مصطفى قدم الموسم الماضي وما قبل، أن تتكلم عن عروض كانت مذهلة ونالت استحسان وإعجاب المحبين لفاروق بن مصطفى. انت تتكلم حتى على مستوى المباراة، باعتقادي مثل هذول الحراس معز بن شريفية وفاروق بن مصطفى باعتقادي نهائي هدف هدفين مش اكثر مش اكثر مش اكثر، لا شك ان هدف هدفين مش اكثر يا عمار صويح للقيمة العالية اللي يمتلكها حراس المرمى معز بن شريفية وفاروق بن مصطفى. كرة في المنتصف لمصلحة
الترجي فاز في آخر لقاء جمع الفريقين، حدث ذلك في لقاء الرابطة التونسية المحترفة الأولى بهدفي شمس الدين الذوادي وهيثم لجويني، هدف وحيد كان للإفريقي في عن طريق غازي العيادي، كان ذلك في الأسبوع العشرين في ملعب المنزة في الدوري. ولما تتكلم عن آخر لقاء أيضا عندما نجح في على المستوى في الجو في الموسم الأسبوع الخامس ما قبل الأخير، الأخير فاز الترجي واللي قبله كان الترجي قد فاز بهدفين مقابل لا شيء عن طريق فخر الدين بن يوسف وإدريس المحيرسي 2-0 في مباراة طرد فيها ياسين المكاري. لكن ما هو ومتى آخر فوز للنادي الإفريقي على الترجي؟ حدث ذلك في 2015 أي في الموسم ما قبل الماضي، حدث ذلك في الدوري عندما نجح عماد المنياوي في مباراة أيضا طرد فيها العربي جابر لاعب الترجي وفاز الإفريقي بهدف عماد المنياوي بهدف مقابل لا شيء، وكان ذلك في هذا الملعب في رادس. عندنا التقدم للخنيسي، طه ياسين الهداف بيحط كرة تصطاد وتبعد على طول من دفاع الترجي، عادت الكرة من جديد، البناء يمر وحكم اللقاء لربما كان في حالة تسلل على هجوم الترجي والراية كانت قد رفعت. مساعدي حكم اللقاء هيثم قيراط في مباراة اليوم هو مساعد أول مروان سعد ومساعد ثاني وهو من رفع الراية قبل لحظات حسن عبد العال. أجواء حلوة، ترجي صاحب 47 فوز على الإفريقي، الإفريقي صاحب 30 فوز على الترجي، أي أن الكفة للترجي بانتصار 47 مقابل 30 في 122 مباراة جمعتهم على شتى الأصعدة. لكن كما ذكرت لكم أيها الأحبة، الترجي يأمل أن يكون لقبها 15 من الكأس الغالية كأس تونس، والإفريقي يأمل أن يكون لقبه اليوم اللقب 12 بعد أن حقق 11 لقب من كأس تونس. لاحظ الخطأ، وللأمانة أنت تشاهد عزيزي المشاهد في هذه اللحظات عدد من الالتحامات والاحتكاكات الموجودة في هذا النهائي. كما ترون قرابة 20 دقيقة، قيس اليعقوبي اللي يمني نفسه بأول ألقابه، لكن في جانب آخر أمامنا اسم كبير مثل عمار سويح، الرجل الذي كان قد قاد تونس في مونديال 2002، الرجل الذي كان له صولات وجولات في عدد من الفرق في المنطقة العربية، الرجل الذي له تاريخ رائع واسم محفور في الذاكرة التونسية على مستوى الأندية والمنتخبات. تقدم الآن للترجي على طول للعقربي، إفريقية بناء للعيفة للخلف، البناء للإفريقي، البحث باعتقادي أن الترجي طوال العشرين دقيقة الماضية كان أفضل وأكثر استحواذا على الكرة وأكثر محاولات، ولكن الإفريقي يبادر الآن من الجهة اليمنى، عودة للتغطية من الذوادي شمام والبلقروي، تقدم الآن آخر عند فخر الدين الجزيري، الكرة بالطول على طول وتصل لمصلحة لاعبي
الترجي رمية جانبية. الله الله على الأجواء، أجواء حلوة، أجواء رهيبة، وزي ما نقول في الخليج فظيعة فظيعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مزيانة، لا مش بس مزيانة وأكثر يا تونس، مزيانة بين الترجي والإفريقي في حوار كروي رائع وجميل على الأميرة. رمية جانبية عند الترجي، الكرة توصل، فيها تحضير وبناء، وفي النهاية ذهبت الكرة إلى يبدو خطأ في تنفيذ التمس. المواجهات السبع السابقة في نهائي كأس تونس عام 69 الإفريقي نجح بالفوز 2-0، وعام 76 الإفريقي نجح بالفوز بركلات الترجيح، وهو فقط الفوزان الوحيدان للترجي للإفريقي على الترجي في نهائي كأس تونس، عام 69 2-0 و 76 بركلات الترجيح. عام 80 نجح الترجي بالفوز 2-0 وهو أول فوز للترجي على الإفريقي في النهائي، بعد ذلك توالت. عام 86 فاز بالترجيح الترجي، 89 فاز الترجي 2-0، 99 فاز الترجي 2-1، 2006 كان آخر نهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت 2-2، فاز الترجي بركلات الترجيح، وهي كما ذكرت لكم خمس انتصارات على التوالي في النهائي كأس تونس بين الترجي والإفريقي، انتهت الترجاوية بعد أن كسب الإفريقي أول مواجهتين. وبالتالي هذا هو النهائي الثامن ما بين الترجي والإفريقي، والكل يبحث إما 15 للترجي للكأس الأميرة أو 12 للإفريقي من هذه الكأس الأميرة الغالية. كرة على طول تصل ترجاوية، مباراة سجال سجال سجال، وحكم اللقاء يأمر بسهولة اللعب، والكرة ملعوبة والبحث مستمر، وفرصة فرصة فرصة فرصة، جول تلحق لخليسي وتبعد الكرة من أمام طه ياسين. محاولة جادة وكان فيها الترجي أقرب من أي وقت مضى. شوف لبقير والتسديدة، التجلي من فاروق بن مصطفى، وبعد ذلك العودة للتسديد والمحاولة اللي استمرت بالعرضية، لكن قبل ما توصل لطه ياسين الخنيسي نجح الدفاع في الإفريقي من إنقاذ الموقف. للأمانة 25 دقيقة حية، بطاقة صفراء على طه ياسين الخنيسي وعلى فاروق بن مصطفى، كان لابد من ذلك، كان لابد من ذلك. لماذا؟ لنجاح العرس، لنجاح الحدث. مباراة شاهدنا فيها شد وجذب، وتحدث بأنني أستمتع بهذا الشد والجذب. نعم نهائي على الرأس والعين، نعم وزارة الداخلية معبي الملعب بالحراسات الأمنية خشية أن يكون هذا الحدث يعيد للأيام الماضية ما بعد الثورة والاشتباكات بين الجماهير، وبالتالي عشنا مواسم كثيرة بحضور جماهيري محدد ولا يزيد عن 6 إلى 7 آلاف، وكان هذا مخيبا للآمال للكرة التونسية. اليوم الدولة الجمهورية الشعب الناس الحكومة تعول على هذا النهائي بعودة الحياة لكرة القدم التونسية، وعودة الثقة بالجماهير، وعودة تونس الخضراء الحبيبة الجميلة الممتعة بأن تعود لوهج الكرة لوهج الحياة الطبيعية. كل ذلك لا شك بأنه يحظى باهتمام، وبالتالي مسؤولية حكم اللقاء
الشاب قيراط الصغير هيثم قيراط بأن يدير هذه المباراة كما يجب وحمايتها، وبالتالي حاول إيقاف الشد الجذب. بس بشكل عام بصراحة مستمتع. أوكي في بعض العرقلات، هذه كورة يعني في النهاية احنا نبغى نستمتع بكورة، وهذا نهائي وفي كاس ومربوعة لمين؟ حتكون للترجي ولا للإفريقي؟ كرة أبعدت على طول من دفاع الإفريقي، وصلت رمية جانبية لمصلحة الترجي على طول. الكرة فيها تقدم والبحث مستمر، والكرة تبعد من الحدادي. عادت الكرة لدفاع الترجي، ترسل الكرة عالية إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة الترجي. كرة في الجانب الأيمن. أجمل الحوارات استمتعت فيها هو حديث الجزيري الذي وعد الإفريقي أنه يتوج الليلة باللقب، ولكنه يقول المهم تونس وأن نستمتع ونقدم كرة. والتقدم الآن للترجي والكرة ملعوبة. الترجي أحسن أفضل، هذا الحديث هذا التعبير لا أعلم. صابر خليفة واقع على أرضية الملعب، بالسلامة إن شاء الله لصابر خليفة مهاجم الإفريقي. لاحظ صابر والالتحام والاصطدام في الكرة الماضية، بالسلامة إن شاء الله لصابر خليفة. لا شك أن ربيع العفوي، ناصر البدوي، نادر داوود خبراءنا في مباراة اليوم في الاستوديو التحليلي مع الزميل العزيز هيكل الشعري، لربما وربما أيضا أنتم أعزائنا مشاهدي قناة الكاس تتفقون معي على أن الترجي لديه محاولات جادة، كان أقرب غير مرة. تذكروا اللقطة المثيرة للجدل داخل الصندوق، تذكروا التسديدة من بقير اللي اعتلت العارضة الأخرى اللي نجح إنقاذها فاروق بن مصطفى. بعض اللقطات بعض المؤشرات تشير بأن الترجي أفضل، وكان هذا متوقع للأمانة. الخبراء تحدثوا عن أفضلية للترجي، وحتى وسائل الإعلام والمحللين على مستوى الصحافة والتلفزة التونسية تحدثوا عن أفضلية فنية للترجي في عطفا على الأسماء عطفا على نتائج الموسم الذي ينتهي هذا المساء بهذا الحدث. العالم بادئ موسمه وتونس تو تخلص، لكن حتبدا موسم ودور جديد ان شاء الله على 10 سبتمبر وتعود فيه الحياه من جديد، وبالتالي يعول كثيرا على هذا النهائي لعوده الكره الحيه. انا عاجبني اليوم للامانه هيثم قيراط، قيراط الصغير، وزي ما قلت لكم انه حكم بالفطره لأنه سليل عائلة رياضية أصيلة، والدها الحكم السابق هشام قيراط، ورجل وإن كان الإعلام يلقبوه بأنه مدلل اتحاد الكرة وهيئة الرياضة، لكن للأمانة رجل ابتسامة مريحة للاعبين، ورجل عنده شخصية، ورجل باعتقادي حتى الآن رغم كم حالة جدلية لكنه يمسك بزمام الأمور كما يجب. كرة توصل على طول عالية من فاروق بن مصطفى، الكرة من أمام جاك بيسون تصل لخطأ يبدو لي لإيهاب المباركي. هذا هو جاك بيسون، سلام ان شاء الله للمباركي.
الطريق إلى هذا المكان بالنسبة لعمار سويح. بدأ في الدور الاثنين وثلاثين في ملعب قصور السف عندما نجح الترجي بالفوز برباعية مقابل لا شيء على اتحاد قصور السف. إلياس الجلاصي، هيثم الجويني، ومحمد علي اليعقوبي وإدريس المحرصي سجلوا الأهداف الأربعة في افتتاح مشوار الترجي للوصول إلى هذا المساء. في المشوار وفي الطريق مر الترجي بملعب محمد القمودي وهو ملعب سام قصر قفصة، ونجح هيثم الجويني من تسجيل هدفين، والمحرصي والخنيسي والمباركي ثلاثة أهداف ليفوز الترجي بخماسية على سهم قصر قفصة. في الطريق الثالث أي في ربع النهائي طه ياسين الخنيسي، وفي الدقيقة 63 نجح بالإطاحة بالنجم الساحلي في مباراة طرد فيها فوسيني كوليبالي وكذلك دييغو فارياس لاعب النجم الساحلي. مباراة كانت مثيرة في الملعب الأولمبي بالسوسان. في الدور نصف النهائي أي قبل هذا اليوم نجح الترجي بالإطاحة بالملعب القابسي بهدفين لطه ياسين الخليسي هداف الترجي وهداف كأس تونس حتى الآن، عندما نجح بتسجيل هدفين مقابل هدف أمام الملعب القابسي. هدف القابسي الوحيد كان لهشام السيفي من ركلة جزاء، وكان القابسي قد تقدم في ذلك اللقاء، لكن طه ياسين الخليسي كانت له كلمة بإعادة المكشخة. كرة على طول وصل بالتالي الترجي إلى هنا، الإفريقي صابر خليفة، صابر وراضي على اللي نسيني، صابر خليفة اللي كان صابر طوال 33 دقيقة القائد والليدر، لكن الإيقاف من قائد آخر وليدر آخر هو معز بن شريفية. ألم أقل لكم أن الصعب الوصول إلى مرمى معز بن شريفية، صعب الوصول إلى فاروق بن مصطفى، بس شوفوا في فاول للإفريقي، في فاول للإفريقي في مكان اللي حوش في الإجازة، جمع له فلوس طوال الموسم يدفع هالفلوس، المكان تحويشة عمر، فيه كاس، فيه الأميرة، الكاس الملقبة بالأميرة المصنوعة في روما، المصممة في روما، المصنوعة في باريس، يمكن تكون إفريقية. وزي ما يقولوا يا ربي يا عالي، يا ربي يا عالي، مربوحة لمين؟ إفريقي ولا ترجاوي؟ خلينا نشوف. هكذا يدعون الإفريقي، الإفريقي. بعيدة بعيدة، كرة من صابر خليفة أيضا، حاول وكذلك المحاولة من التقدم الماضي لخليل، لكن الكرة في النهاية أرسلت بعيدة كل البعد عن المرمى الترجي، وذهبت الكرة إلى الخارج، ركلة مرمى لمصلحة الترجي. جو حلو وشوط حلو، 35 دقيقة باقي 10 عن الشوط الأول، صراحة مستمتعين بهذه الأجواء. ذوادي على طول حول كرة، الكرة محاولة إيصالها للشعلالي وغير، لكن الكرة مقطوعة وخطأ يحتسب لمصلحة الترجي، خطأ عند الشعلالي. الكرة ملعوبة على طول لجهة اليمنى، البناء لمباركي في الجهة اليمنى، البحث مستمر، كرة مقطوعة فيها تقدم
للترجي، كرة مقطوعة، حكم اللقاء في احتجاج واعتراض على القرار. لاحظ الكرة اللي فقد فيها الكرة لاعب الترجي، وكانت جماهير الفريق لا ترى ولا تجد فيها وجود خطأ، لكن الحكم احتسب ذلك. كرة توصل على طول لفاروق بن مصطفى. المكشخة حتى الآن والمحاولات المستمرة على مرمى الإفريقي، والمكشخة جماهيرهم كان عندهم لافتات، كذلك الإفريقي باعتقادي أن الأجواء اللي تسبق الله الله، يعني هذا النهائي، هذا النهائي بيحليه هدف، بيحليه هدف، بيحليه هدف، بيحليه هدف، تقدم وحط الحظ، الله انقذ ببراعة وبإبداع في اللقطة الماضية. بس صراع حلو، صراع حلو، صراع حلو بين السيئة والمكشخة، بين الترجي والإفريقي في الديربي الفاينل. كرة على طول، دوادي تعود للخلف، قيس اليعقوبي يبحث عن أول النجاحات، وكان قد تحدث قبل ذلك لوسائل الإعلام أن طبعا المسيرة مستمرة بالنسبة له على مستوى البطولة الإفريقية، والإفريقي اللي بدأ مشواره في كأس تونس حال حال الترجي في الدور الاثنين والثلاثين، لكنه بدأ مشواره في المنزه، أي في ملعب بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد على اتحاد بن قردان. بلال العيفة وصابر خليفة سجلوا هدفي الإفريقي أمام اتحاد بن قردان في مباراة انتهت 2-1، هدف وحيد لبن قردان عن طريق جاكوب يومبي. بعد ذلك الإفريقي في دور الـ16 وخارج الموقع وأراضيه عن طريق إبراهيم الشناحي وعماد المنياوي نجحوا بتسجيل هدفين في الملعب البلدي بمساكن على هلال مساكن. الدور ربع النهائي صابر خليفة ووسام بن يحيى سجلوا هدفين أمام نجم المتلوي ونجحوا بإيصال الإفريقي إلى الدور نصف النهائي، وهناك بركلات الترجيح فاز على مستقبل المرسى. هجوم الآن والكرة ملعوبة والكرة بتروح إلى حلو 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 حلو، يعني 40 دقيقة. بصراحة أنا كنت متوقع، هذا هو الطبيعي، مباراة نهائية إنك ما تشوف فيها معز بن شريفية وفاروق بن مصطفى وإنهم ما يصيدوا كور، توتر الوضع الطبيعي، لكن الآن نرى غير ذلك، غير ذلك. جول جول أضاع الترجي ما لا يضيع، فرصة عمر، فرصة كاس، فرصة لقب بالضيع على الترجي. المكشخة ضاعت ضاعت ضاعت، والكرة توصل على طول على طول وبعدت. الله على فاروق بن مصطفى، الله 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 على فاروق بن مصطفى. نعم هذا هو الفاينل، ولا فلا ولا فلا، كنت أقول أن الوضع الطبيعي كان يفترض بأن نرى نهائي متوتر، لكن الترجي والإفريقي في شوط أول قدموا كل شيء من الهجمات، من المتعة، من الفرص،
إلا الأهداف حقيقة نهائي بعيدا عن التوقعات أو الظروف الفنية. تكلم عن ضغط جماهيري كبير قرابة 50,000 نهائي عياتينا بعد قرابة 10 سنوات طال انتظارها بين الترجي والإفريقي. تتكلم عن الظروف اللي عقبت أو كانت قبل هذا الديربي، الحيثيات، الأمور السياسية الجماهيرية، الصخب الضجيج، توقعنا التوتر، توقعنا مثلا أن لا نرى فرص أن تكون مباراة وضعها الطبيعي محفوفة بالحذر، لكن ذلك غير كذلك في الملعب. الهجوم للترجي، الفرص موجودة، الرغبة موجودة، المتعة موجودة، المحاولات موجودة. جماهير الترجي الآن تطالب فريقها باستغلال فترة الفوز الفنية، فترة الفوز الفنية، فترة فيها يسيطر، يسلطن، يهاجم ويكسب كمان كورنر، ويكسب كمان كورنر. 3 دقائق فقط باقي على الشوط الأول. شوف شوف ضاع ما لا يضيع، والفرصة اللي وضعت في هكذا لقطة وفي هذه اللحظة. والله الله على فاروق بن مصطفى ينجح بإنقاذ الإفريقي والأفارقة. الآن لا شك بأن جماهير الإفريقي خاطرها تنزل الملعب وتقبل راس فاروق بن مصطفى لنجاحه بإنقاذ مرمى الترجي. بصراحة لما تقول واسمع نهائي مزيان وفوق المزيان 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 ولكم المسامع. جو حلو وجو جميل وجو ممتع. كرة توصل على طول ملعوبة. أوهو، كرة إلى رمية جانبية لمصلحة الإفريقي. بسلامة إن شاء الله للاعب الإفريقي واقع على أرضية الملعب. لاحظ اللقطة الماضية والتدخل الماضي. جماهير الترجي في الصورة في الحدث. أجواء رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وباعتقادي أن الحدث حتى الآن ناجح وأن الجميع يعطي الإضافة ويسهم في نجاح هذا العرس التونسي الكبير. ولا شك أننا في قناة الكاس أيها الأحبة نضعكم في الحدث و نسعى لأن تكونوا في الصورة الحية الجميلة الممتعة. وأعتقد أنكم استمتعتم بشوط أول انتهى في وقته الأصلي ودقيقتين مقدرة في ساعة قيراط. مخناسي بيحاول في كرة التغطية حضرت في الوقت المناسب بالنسبة للجزيري وللدفاع بالنسبة للإفريقي. عادة الكرة للترجي، محاولة قائمة مقطوعة، لا زالت الكرة بحوزة الإفريقي، كرات متبادلة حلوة حلوة حلوة، انطلاقة على اليمين ولا على الشمال ولا في العمق، وين تنحط وين تنحط؟ صابر
الدفاع، وقبل ما توصل لصابر خليفة ينجح بإنقاذ الموقف دفاع الترجي. محاولة محاولتين تقدر تقولوا الإفريقي، لكن الترجي كان أفضل. هذا صابر خليفة، ويبدو أن هناك خطأ تم احتسابه على صابر خليفة في الكرة الماضية. لاحظ يبدو لمسة يد كانت قبل ذلك، لمسة يد بقرار حكم اللقاء هيثم قيراط. البناء الترجاوي في آخر نصف دقيقة مقدرة في ساعة هيثم قيراط. شوط أول، دعونا نتذكر ماذا حدث. محاولات بداها أنيس البدري وسعد بقير، والنجاح للإنقاذ لفاروق بن مصطفى. لقطة ربما داخل الصندوق للترجي مثير الجدل، لكن الإمتاع والإبداع حضر بهجمات متتالية للترجي، ومحاولات أيضا وإن كانت قليلة لكنها كانت أيضا خطيرة. إنقاذ منها واحد لمعز بن شريفية. هذه الكرة هي الأخطر أيها الأحبة، والتجلي والتألق لفاروق بن مصطفى. شوط أول وإن لم تحضر الأهداف لكنها موعودة في الشوط الثاني، كما كانت قد حضرت المتعة والإثارة والقوة في الشوط الأول. هيكل الشعري، شوط أول بالنسبة لي استمتعت وإن لم تحضر الأهداف. باعتقادي أن خبرائك استمتعوا، ومشاهدي قناة الكاس ينتظرونك وينتظرون الشوط الثاني. هيكل، لك الكلمة. شكرا كابتن عيسى حربين. اذا نهايه الشوط الاول نتيجه التعادل السلبي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. شوط حضرت فيه الروح الرياضيه بامتياز، وفنيا عرف سيطره ترجيه واضحه، والترجي الرياضي التونسي كان الاخطر في هذا الشوط الاول الذي انتهى نتيجه التعادل السلبي. سنبدا تحليل هذا الشوط الاول. نبدا بكابتن نادر داود، نغير بيد كابتن ناصر البدوي في بدايه الاستوديو بين الشوطين. نبدا بكابتن نادر داود في اخر الاستوديو، نبدا بالمحايد الاول كابتن ربيع العفوي. كابتن نادر داود، بالنسبه لهذا الشوط الاول، يعني سيطره ترجيه، صحيح غابت الاهداف ولكن الترجي سيطره بقوه، ولم نشاهد النادي الافريقي تقريبا. النادي الافريقي اليوم حضر دفاعيا فقط. فعلا دخول في المباراه كان ممتاز جدا من طرف الترجي، حسن استعداد للاعبين، ظهر هناك انتعاشه بدنيه واضحه بالنسبه للترجي، الضغط على حامل الكرة، الانقضاض على حامل الكرة، ثنائيات فضائية هوائية. هناك لاعبين يعني قدموا الشوط أول يعني بامتياز، 4-2-3-1 واضحة بالنسبة للترجي. لاعبي الترجي في المستوى الوسط والهجوم كلهم لاعبين عندهم مهارات فنية، وبالتالي كانت هناك سيطرة وتحكم فني في المقابلة. ناهيك أن الترجي قادر أن يعمل 10 و15 انتميرة متتالية، حاول أنه يبني الهجمة من خلال العمق، ثم على الأطراف من خلال صعود إيهاب المباركي الذي يحاول أنه يخلق التفوق العددي على الجهة اليمنى مع أنيس البدري. والممتاز في الترجي، كان ممتاز أنيس البدري اليوم في أول مباراة. نعم مع الترجي. والممتاز هيك هو أنه أنيس البدري والجابي ما هو مش لاعبي رواق على الخط، يعني يدخلوا إلى وسط الميدان يحاولوا أنهم يساهموا في التنشيط الهجومي في تغيير المراكز مع بقير، لكن يبقى لاعب مؤثر جدا اليوم. تفاجأت به، تفاجأت يعني لأنه حتى المقابلة الأخرى عدنا مقابلة طيبة، وفي نهاية الموسم لما استغنى عمار الصويح على كوليبالي ولعب مع ذاقد الشعلالي كلاعب ارتكاز ثاني، جاءت الحلول أفضل بالنسبة للترجي وتحسن الأداء، لأنه ذاقد وكوليبالي يعني الاثنين كانوا بنفس الخصال. الشعلالي اليوم كان متميز على مستوى بناء الهجمة، على مستوى التمركز، على مستوى الكرة الثانية الدفاعية. يعني بصراحة الترجي اضغط، عرف كيفاش يلعب، الفرص كانت موجودة، الحظ واشياء اخرى خلت الترجي ما يسجلش. يعني المفروض الترجي كثير اشياء اخرى، لا الحظ يعني اشياء اخرى، مثلا سوء تمركز لاعب ماهوش موجود في نفس وضح مثلا كوت الجيبي المفروض ان يحط الكره، يجعل الكره في الزاويه المعاكسه تكون هدف. بالنسبه للافريقي كنت لمحت انا منذ بدايه المقابله انه هناك، تكلمت على وسام بن يحيى، مش نمشي مباشره لوسام بن يحيى. اول شيء تغيير في الخطه التكتيكيه من 4-4-2 مقابلات الفارطة في شكل معين وسط الميدان إلى 4-3-3. قلت أن وسام بن يحيى لا يقدر أن يقوم
بالدور الدفاعي المناط بعهدته كلاعب ارتكاز محوري امام محور الدفاع. هناك الوذرفي افضل منه، هناك خليل افضل منه، هناك الغلفي افضل منه. اليوم كان يكفي انه خليل يكون هو موجود على في المكان هكا ويقدم وسام يحيى. كانت تمريره ممتازه جدا كابتن ناصر البدوي، تمريره في بالنسبه لانه الشيء الواضح ممكن لادري اذا تشطر الراي كابتن نادر داود انه وسام يحيى كان نقطه ضعف في تشكيل النادي الافريقي اليوم، ولكن ايضا الخصال الفنيه لوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي كان ارفع اليوم، وكانت كان تشعر انه الفريق من في وسط الميدان افضل، يتحكم افضل في الكره، لما يقوم بالضغط العالي يفتك الكره بسرعه، لما يمسك الكره هناك اكثر ثقه. صحيح انه الترجي اليوم اللي ميز الترجي انه كان ضغط عالي في وسط الميدان نتاعو من عن طريق البدري والشعلالي، وخاصه معناتها فرجاني ساسي في وسط الميدان معناتها خلاو النادي الافريقي ما لقاش المساحات الكافيه باش ينجم يخرج الكره نتاعو كما يلزم. نزيد على هيك انه وسام يحيى كما قال نادر معناتها عنده ما عندوش الثقل الدفاعي اللي خلاه حتى في المباراه في اكثر من وضعيه شفناه تبدل المركز نتاعو خليل ولا بريسك في فترات يلعب كلاعب ارتكاز في وسط الميدان وهو بيدو ولا يمشي على الشارع اليمنى. معناتها شفنا النادي الافريقي وكانه بيه انه يعرف قوه الترجي في الشوط الاولاني، وانه الترجي معناتها لازم يخرج الاوقات الصعيبه، تعرف المباريات هذوما لازمك تعرف تتعدى الفترات الصعيبه والاوقات اللي ما تكونش انت مسيطر فيهم. النادي الافريقي بالرغم انه ما جازفش في الهجوم، ما حاولش باش يخلي مساحات، لكن قبل شويه اللعب بلعب بامكانيات، ونشوفه باستثناء الكره اللي خليل شمام ما تعاملش معاه كما يلزم، اللي كان ينجم يتعامل معاه صابر خليفه خير من هكاكا في الدقيقه 33، ما شفناش النادي الافريقي اللي اوجع وطلع بثقل كبير، خاصه من الاطراف من سيره حمزه ومن سيره اسامه ما كانوش ما ساندوش برشا وما خلاوش مساحات، يعرفوا اللي فما لاعبين ماهرين سعد فقير وياسين النجم. نحاول دائما نخرج من كلام اللي قاله النادر والان الكلام اللي قاله ناصر. ناصر قال النادي الافريقي يلعب بامكانياته وامكانياته لا تسمح له بالمجازفه، تقريبا هذا اللي فهمت بكلام ناصر البدوي اليوم. كابتن ربيع، هذه هي امكانيات النادي الافريقي، لانه ما نتحدث النتيجه، من حيث النتيجه تعادل سلبي الى حد الان، ولكن من حيث الامكانيات وما شاهدناه صراحه كانت سيطره ترجيه واضحه. هل هذه هي امكانيات الافريقي ام حسب رايك كيف تفسر معنى هذا المردود السلبي؟ نقوله سلبي الافريقي باعتبار انه لم يجازف ولم يحاول. هي يعني الملوهله الاولى يتضح لك بان امكانيات الترجي تكون افضل من امكانيات الافريقي، معناته ان ممكن يكون هناك تكتيك لعب يكون مختلف. يعني نشوف ان النادي الافريقي لو لعب بدفاع متاخر واعتمد على المرتدات كان يكون افضل، لكن هذا لم يكن. يعني هو يمكن حاول انه يلعب على بناء الهجمه، لكن من الصعب على النادي الافريقي في ظل السيطره خاصه على مستوى وسط الميدان للترجي انه يلعب على بناء الهجمه، وبالتالي لو هو يمكن حاول ان النادي الافريقي يلعب بدفاع متاخر وبمجرد استخلاص الكره محاوله دائما اللعب للامام خاصه الى اللاعب الصرارفي، ممكن كان تكون نتيجه او يكون اداء مختلف اللي شفناه حاليا. شفنا الصرارفي ملمس ولا كره، يعني الصرارفي عرفنا لما تكون مساحات تكون عنده كره في رجله ممكن انه يصنع الفارق واحد ضد واحد وبالتالي يقوم ببعض المحاولات. اعتقد بان الترجي سيطرة مطلقة سواء على مستوى اللعب أو حتى على مستوى الفرص، وهذا واضح جدا مثلا لقوة وسط ميدانه. قوة وسط ميدانه كحجم لعب من ناحية استخلاص الكرة، من ناحية تدخل قوي، وكذلك قوته في الحفاظ على الكرة، لأن عنده يعني بروفايلات أو نوعيات لاعبين جيدين مهاريا، تكلم على الساسي الشعلالي بقير، حتى لو تلاحظهم يعني مع الخصم ما يفقدوش الكرة بسهولة، وبالتالي مكنتهم أنهم يسيطروا سيطرة مطلقة. أنيس البدري شفنا أنه يدخل مع هؤلاء اللاعبين، مع الثلاثي اللي تكلمت عليه الساسي بقير والشعلالي، واضح أنه عنده شخصية أيضا. هو لما يقابله هو شفنا لما يدخل يكون لاعب مساند خاصة ناحية المترابطات. شفنا في كذا مرة فريق الترجي يلعب الواحد اثنين ثم تغيير الجهة لرقيبي اللي دائما يكون فاتح عرض الملعب وبالتالي يستلم الكرة ويذهب للتثبيت. أعتقد بأن الترجي يمكن قام بكل شيء إلا التسجيل، ولم اذا لم يسجل اعتقد بيقظه الحارس نعطيه حقه. فاروق بن مصطفى كان وراء تصدي لكرتين لو انهم سجلوا ممكن تكون مهمه صعبه على الافريقي. ملاحظه فقط، تكلمنا عن السيطره الفنيه وعن المهارات للاعبي الترجي، هذاك علاش مسك الكوره، نسبه امتلاك الكوره، التحكم في الكوره، التدرج السليم بالكوره من الدفاع للوسط موجود. لكن للاسف انا ضد الفكره انه الافريقي ليس لديه اللاعبين القادرين على فعل نفس الشيء، لا بالعكس، الصرافي
شنيحي، صابر خليفة، لو كان معاهم الوسلاتي خليل، هذوما يقدروا أن يفعلوا نفس الشيء. لكن هناك سوء توظيف اللاعبين هذوما. اليوم لو كانوا وسام يحيى مثلا وخليل مع بعض، لأنه لو ما يكونش خليل لعب ارتكاز محوري ما يكون وسام يحيى، كان يقدر يخليهم الاثنين مع بعض ويخلي الشنيحي كصانع ألعاب خلف بيسون. على فكرة الشنيحي لما أحسن توظيفه قرار كصانع ألعاب سجل 5 أهداف في الدوري وهدفين في الكاف. مش نرجع بعد قليل للحلول المطلوبة بالنسبة للشوط الثاني، إن أمكن عدنان نكتفي بهذا القدر من الصور ونأخذ ركلة الجزاء، لأنه كانت فيها حالة ممكن ناخذها حتى لن ياخذها من ناحية تحكيمية، ولكن على الأقل ناصر ونادر وكابتن ربيع العفوي يعلقوا على هذه الحالة. أنا ممكن شاهدوا اللقطة اللي أثرت احتجاج لاعبي الترجي الرياضي التونسي، كانت في الدقيقة الثالثة ضربة جزاء أم لا، إن أمكن عدنان شاهدها من زوايا أخرى ثم ناخذ رأي الكابتن في هذه العملية. هذه الحالة آدم الرجيبي يتدخل مع وسام يحيى، هل هناك لمس أم لا؟ ممكن من زاوية أخرى، من زاوية معاكسة توضح أكثر العملية. هذه ناخذ هذه المحاولة، هذه نعيدها من هذه الأمكان، نعيدها من هذه الزاوية، أي الزاوية الأخيرة آخر واحدة نعمل عدنان من أول وهلة ضربة جزاء. لكن آخر لقطة لو تعودها وسام يحيى ما تساقه في الأخير، كأنه من بعد الساق حاول أنه يسحب رجله هنا، شوف مش يخلي رجله ومن بعدين شوف مش هذه الزاوية، الزاوية في زاوية، في زاوية أخرى، لا ليست هذه، اللي بعدها، اللي بعدها الزاوية اللي بعدها هذه الزاوية. نعم شوف السحب كانت جاية رجل ثم سحب رجل الوراء. ضربة جزاء أنا حسب اعتقادي أنا كانت من عنده النية، معناتها حتى تشوف يده اليسار، معناتها بالنسبة لسامي يحيى ما لمسوش، لا لمسوا هناك التحام، هناك التحام، هناك التحام تعرف. نادر أي شوف ركز على اللقطة، شوف وين وصلت ساقه، هنا هنا خلاص راح يسحب رجله، شوف سحبها رجله ما وصل ما سحبها لما بعد الالتحام، لا ما أعتقد أنا أقل كونتاكت في الصورة هذه ما شفت أنه في التحام. أنا حسب اعتقادي أن ضربة جزاء ما فيهاش حاجة. عيدها آخر مرة عدنان، عيدوها آخر مرة، ممكن الزاوية اللي قبل الأخيرة، الزاوية اللي قبل هذه الأخيرة تنجم تبين. شوف سحب، شوف سحب الرجل، شوف سحب الرجل وعمل نص دائرة، معناتها النية من الأول كانت فما أوكي تقدر تكون عندك النية من الأول، لما تلاقي نفسك راح تلمس رجل اللاعب هو سحبها رجله، لا هو وقت سحب الالتحام. انت الهدف نتاعك شوف راه سحب هنا في هذه الزاويه هذه، لاحظ معايا في هذه الزاويه، اذا كان بامكان نعيد هذه الزاويه لاحظ معايا، لاحظ معايا، لاحظ هو يبين لك انه سحب بعد اللمس، لاحظ 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 لمس وين اللمس، هاو اغسل ساقه وين، معناتها مستحيل ما يكونش لمس في هذه اللقطه بالضبط، مستحيل ما يكونش لمس. حسب اعتقادي انا فيها ضربه جزاء. عدنان نكتفي بهذا القدر. كابتن ناصر البدوي، كابتن ربيع العفو يقولوا الاثنين ضربه جزاء، كابتن نادر داود لا وجود لضربه جزاء، هذا حسب الصوره، واحمد هاشم في الكواليس يقول ضربه جزاء. انا على فكره الزاويتين تغلط، الزاويه الاخيره كانها ما فيش ضربه جزاء، الزاويه اللي قبلها تشعر انه الالتحام موجود، يعني تغلط شويه، يعني شاهدنا الزوايا كيف تغير من زاويه لزاويه، ممكن تتغير المعطيات، لكن هي كلاسيكيه في الحكم ما يكون موجود على الميدان، كانت المساحه قدامه ينجم يشوفها. لو انا في الدقيقه الثالثه تعرف نهائي كاس الدقيقه الثالثه ما فماش، الدقيقه الثالثه لا صحيح معك، هما نفس الدقائق معناتها ما نجموش ان المفروض بدون حسابات، المفروض بدون حسابات. ما زلت لنا تقريبا 4 دقائق نحاول نتحدثوا فيها على الشوط الثاني، بان امكن اعطيني اخطر فرصه كانت في هذا الشوط، ان امكن عدنان الفرصه الاخيره كانت في الدقيقه 41 تقريبا او 44 لمصلحه الترجي الرياضي التونسي، باعتبارها كانت فرصه واضحه. كابتن ربيع العفو خليك تتكلم على هذه الفرصه. والله يعني هذا اللي شفناه تقريبا في الشوط الاول هو ما يميز هذا الفريق، لكل لاعب يتحرك وكاين لا مركزيه في اللعب، تشوف كل لاعب عنده الكره يلقى حلين ثلاث حلول، وهذا اللي شفناه من خلال هذه اللقطه. شفنا الكره كانت عند سعد بقير، تحرك جيد لطلب الكره من انيس البدري، يعني قام بعرضيه جيده، ما استطاعش في الاول ان ياخذها الخنيسي، ثم يعني المفروض يفتح رجله اكثر، يعني المفروض يفتح رجله، كان عنده الوقت يعني الكره وصلت للاعب، لكن الترويض لم هنا الفرق ما بين المهاجم الجيد والمهاجم الكبير، يعني لا نشوفوا نعاوده، الترويض لم يكن جيد، لان الترويض لما قام بعمليه الترويض ما مشاتش يمكن مترين او مترين على اساس يفتح رجله، اذا شفنا الترويض تقريبا تبتت الكره، وبالتالي ممكن نعيد العمليه، ممكن عدنان اذا كان ممكن ان نعيدها، تشوف لان عمليه الترويض لم تكن بالطريقه الجيده، كان ممكن ان في عمليه الترويض يدفع الكره امامه شيئا ما، وبالتالي لم يسهل التسديد، لم يسهل التسديد بالضبط، صح انا فهمت، يعني لو كان الترويض كانت الكره مشات متر
كان ممكن يفتح اكثر وبالتالي ترويض الكره بعيدة. انا عنده الوقت في نوع ترويض. ما متسرع فما نوع فما نوعا ما بعض التسرع انه نلقى روحه في وضعيه تسجيل ما خذاش الوقت الكافي باش يسجل. نحاول نكسبوا ثلاث دقائق المتبقيه دقيقه بالنسبه للشوط الثاني باعتبار تحدثنا خاصه عن النادي الافريقي لانه لقى اكثر مشاكل. كابتن نادر داود، ما هي الحلول بالنسبه للنادي الافريقي حتى يعود في اللعب؟ لانه في النتيجه لحد الان نتيجه متعادله، ولكن حتى يرجع في اللعب ان صح التعبير ويقدر يجاري نسق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لي انا دخول اول شيء تغيير، يقدر يسوي تغيير من غير ما يعمل ما يدخل لاعب جديد. لازم يرجع 4-2-3-1، لازم الشنيح يكون اقرب للبيسان، لازم 4-2-3-1 لازم خليل يرجع باش يعطي اكثر صلابه دفاعيه واكثر توازن مع وسام من يحيى اللي هو تائه، يعني مع بقير مع الشعلالي مع فرجاني ساسي وسام يحيى وجد صعوبات كثيره، لازم يكون لاعب ثاني ارتكاز معه. ولما لا دخول الوسلاتي اللي اعطى اكثر لمسه فنيه اكثر تحكم في الكره، وكذلك على مستوى الضغط اتحادنا الافريقي في الاخير يعني استسلم للواقع وهو اللعب في نصف ملعبه في دفاع، يعني واصبح يلعب دفاع المنطقه ثم يحاول هجمه سريعه او هجمه مرتده. واضح. عندك تعقيب ربيع بالنسبه للنادي الافريقي؟ لا، انا مع تغيير وسام بن يحيى ودخول وسلاتي بين الشوطين ويرجع كلاعب كمتوسط ميدان محوري، فاذا يكون يكون اكثر توازن يمكن اكثر عدم المجازفه، يلعب بخليل والوسلاتي كامام مدافعين ثم الشنيحي امامهم ويبقى على الاصرار في جهه اليمين وصبر خليفه جهه اليسار وبيسون كراس حربه. نرجع لك للترجي الرياضي التونسي كابتن ناصر البدوي. الترجي لانه الترجي الى حد الان صحيح نجح من حيث اللعب، حجم لعب افضل من النادي الافريقي، ولكن الترجي الرياضي التونسي لم يتمكن من تسجيل اهداف في هذا الشوط الاول. ما هو الحل للترجي حتى يتمكن من الوصول لشباك النادي الافريقي؟ لانه تقريبا كل شيء ماشي في الترجي الا تسجيل الاهداف. انا حسب اعتقادي ان الترجي انه الربع ساعه الاولى عمار سواح مش بيقوم تغييرات، خاطر الترجي كانت نقصته اللمسه الاخيره، جات فرص فما ضغط في وسط الميدان، فالترجي مع تنوع في اللعب نتاعو انه الترجي مطالب باش يستغل الفرص اللي تجيه. معناتها الترجي نعتقد ان عمار سوايح في ال 20 دقيقه الاولانيه وال 25 دقيقه الاولى باش نستحفظ على نفس التشكيل، على خاطر فما امكانيه في كل وقت قاعد ينجم يسجل الترجي، معناتها وحسب اعتقادي بعد ينجم باش يتفاعل مع المباراه. واضح. على كل نسمعنا في الزملاء في الماستر لو يحبوا ياخذوا فاصل اعلان نعطيهم 50 ثانيه في المباشر هلا، مش مشكل معناها باعتبار كنت نسمع فيهم يتحدثوا، نعطيهم 50 ثانية ونرجعوا لتقديم الشوط الثاني على الأقل تفضلنا دقيقة أو دقيقتين. Have you ever wished for more time to enjoy something? Oh yeah. Well, now with BeIn, you can have it. Now just watch TV. Subscribe to BeIn's package and get 2 months for free. Oh. Enjoy more blockbuster movies. No, do it! The best sports events and amazing family content while saving money. Subscribe now and make the fun last longer. نعود من جديد لهذا الاستوديو الخاص بمباراة الترجي الرياضي والنادي الافريقي. الشوط الثاني يبدو انه سينطلق ناخذ التوقعات. على فكره ثلاثة توقعات كانت خاطئة في الشوط الاول ولا واحد توقع نتيجة التعادل السلبي. الان ناخذ التوقعات الخاصة بالشوط الثاني. نبدا بنصر. حسب اعتقادي الترجي بيسجل باش يقدر يصير 1-0 للترجي الرياضي التونسي. ما بقيت محافظ على نفس التوقعات. نفس التوقعات. الانتصار للترجي لانه الترجي يخلق الفرص، عنده مشكلة تجسيم، يعني مشكلة ليس لهيدايه مشكلة صنع العاب. قدم شوط أول متميز بصراحة في شوط أول في نهائي كأس بهذا الأداء وهذا الكم الهائل من الفرص. الترجي قدم أداء جيد، يجب التركيز أكثر للاعبين، يأتي الهدف. نتوقع أن الترجي يفوز لما لا هدفين لصفر. 2-0 للترجي. كابتن ربيع، كابتن ربيع رافع على فكرة التنهيد اللي عملها أنت واحد مش يغير توقعاته يعني. لا، نبقى على 2-0. مش توقع 2-0؟ أي لمصلحة مين؟ الترجي. لمصلحة الترجي على كل. كابتن عيسى حربين،
هذه توقعات كل من كابتن ناصر البدوي ربيع العفوي ونادر داود. هذه المرة 2-0 للترجي بين نادر داود وربيع العفوي، 1-0 للترجي من قبل كابتن ناصر البدوي. أرجع لك للتعليق على بقية فعاليات هذه المباراة الشوط الثاني، وسنشاهد هل ستنجح هذه التوقعات. عيسى الحربين من جديد للتعليق على الشوط الثاني. نعم نعم هيكل، وللأمانة أنني أتفق بما ذهب إليه الخبراء ربيع العفوي وناصر البدوي نادر داود، لأننا شاهدنا الترجي وإن لم يسجل في الشوط الأول لكنه قاب قوسين أو أدنى من الوصول لولا براعة حارس الإفريقي فاروق بن مصطفى. شاهدنا فرص كانت أمام المرمى وأقرب، واللقطة التي عرضتموها المثيرة بالجدل، كل ذلك كان منصفا فنيا لأن يتحدث الخبراء عن أفضلية وعن قرب للتتويج بالنسبة للترجي عطفا على ما شاهدناه في الشوط الأول وإن لم يسجل حتى الآن. لا شك هيكل بأن قيس اليعقوبي الذي يطمع بالتتويج بأول ألقابة من الكاس الأميرة كما يلقبونها، لا شك بأنه درس الشوط الأول وأنه يسعى جاهدا لترتيب الصفوف الفنية وأن يبادر في الشوط الثاني، ولربما يحدث ذلك مع مطلع الشوط الثاني. في النهاية أيها الأعزاء مشاهدي قناة الكاس، مرحبا بكم دائما وأبدا إلى الكرة التونسية، إلى نهائي كاس تونس، إلى أرض ملعب الأولمبي برادس، إلى هذه القوة والإثارة، إلى الحوار النهائي على الأميرة ديربي العاصمة، ولأول مرة بهذا الحضور الجماهيري الكبير منذ الثورة، لكنه بحاجة إلى ثورة فنية، ثورة للأهداف والمتعة والأداء الجميل. ولدينا الحدادي بيحاول، والجميل للأمانة في هذا الديربي الممتع والخاص أنه لا يتعلق مثلا بتونس فحسب، الجماهير العربية تراقب، ولعل أيضا هناك أنظار حتى في الجزائر، لأن لدينا إبراهيم الشنيحي لاعب الإفريقي اللاعب الجزائري، ولدينا جزائري آخر وهو هشام بالقروي لاعب الترجي، وبالتالي وجها لوجه بين لاعبين جزائريين هنا. كما توقعت الإفريقي يبادر بالهجوم في هذا الشوط، وأن قيس اليعقوبي يعمل بالمبادرة الهجومية أمام عمار سويح. قيس اليعقوبي بقائمته المستمرة، فاروق بن مصطفى، حمزة العقربي، وسام الحدادي، بلال العيفة، فخر الدين الجزيري، وسام بن يحيى، أحمد خليل، بسام صرارفي، إبراهيم شنيحي، صابر خليفة، وجاك بيسون. بينما الترجي المستمر بأدائه والضغط الهجومي والفرص اللي شاهدناها عن طريق سعد بقير، بالإضافة إلى محاولة لأنيس البدري وطه ياسين، يستمر مع معز بن شريفية، إيهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، هشام بالقروي، فرجاني ساسي، وغيلان أشعلالي، فضلا عن سعد بقير آدم الرجايبي وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي. جو كروي جميل. أوهوهو. مرحبا بك يلي طلة تفرح الناس. الله على كرة، كرة كانت موجودة وملعوبة لمين؟ لمصلحة إيهاب المباركي، لكن الكرة بالطول وبالضيع. شوف الكرة الملعوبة جميلة باتجاه المباركي لكن ما سيطر عليها ومرت. لقطة حلوة، إرسال جميل من غيلان الشعلالي، لكن بعد ذلك طالت الكرة على إيهاب المباركي، وحضر وتسيد المنظر أمام هذه الجموع الغفيرة من الناس. وعلى قناة الكاس يحضر الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وبالتالي المشهد الرسمي عالي الطراز قد اكتمل الآن
أيها الأحبة في رادس، قد اكتمل الآن بحضور الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، وبحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف الجديد بعد أن وافق مجلس النواب التونسي على منح الثقة لحكومته. وهذا هو الحدث الأول الذي على يحضره تتكلم على المستوى المشهد الرياضي، وهذا حضور يحسب لشكة لوزيرة شؤون الشباب والرياضة الأميرة الصغيرة كما يلقبونها في تونس مجدولين الشارني. هكذا إذا المشهد اكتمل بالكأس الجديدة، الكأس التي صممت في روما وصنعت في باريس، تكون ترجوية ترجاوية لمكشخة لمكشخة ومين غيره. نعم، هداف كاس تونس يعلنها الآن، الترجي أولا، ويا ربي يا عالي تنصر الترجاوي. هكذا هو الآن، طه ياسين الخنيسي كما رددت جماهير المكشخة سجل الأول. صاروخ صاروخ المدفعجي طه ياسين الخنيسي بيسجل الآن أول الأهداف. انطلاقة حلوة وتقدم موجود، وطه ياسين الخنيسي، نعم الصاروخ طه ياسين الأسرع الأقرب الأعلى دائما، شعاره بأن يكون في كاس تونس للترجي، بأن تكون في هذا اللقب ل15 للترجاوية. ترجي زمان ترجي زمان، ترجي 2006 وما قبل عاد عندما طاح في الإفريقي يفعلها الآن طه ياسين الخنيسي بيسجل الآن أول الأهداف. الله الله الله، هكذا إذن مربوحة الكاس المصممة في روما والمصنوعة في باريس، هي الآن للمكشخة للمكشخة. هكذا إذن تقدموا بالهدف الأول، وهكذا لربما توقع الخبراء لدينا في الاستوديو التحليلي كان صائبا وحاضرا في قناة الكاس، اللي تابع الشوط الأول يدرك تماما بأن الترجي هو الأفضل هو الأقرب، وقد أعلنها باشتعال وأشعل الديربي، أشعل الحوار النهائي، حوار انتهى حتى الآن إلى أقدام طه ياسين وفي شباك فاروق بن مصطفى، هدف للترجي. الله يا طه ياسين، الله على القوة التهديفية، الله على هذا اللاعب الذي مارس هوايته التهديفية في الفرق التي واجهها، بدأ أهدافه في هذه البطولة في شباك السهم قصر قفصة، فكان كالسهم وتقدم بالفوز الخماسي، وبعد ذلك حسم مباراة النجم حامل الألقاب الثلاثة المالك للكاس القديمة. فقال طه ياسين الخنيسي بأن الكاس الجديدة ترجاوية، أخرج النجم بهدفه الجميل، وبعد ذلك ثنائية لطه ياسين الخنيسي في ملعب القابسي، والآن أيضا يمارس حسه وكذلك هوايته التهديفية العالية جدا بتسجيل أول الأهداف للترجي. هو طه ياسين، طه 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 سيطر وحط كرة، والكرة على طول إلى فاروق بن مصطفى. حلو النهائي، أكيد حلو، حلو الديربي، احلو 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 احلو، مش بس بتقدم الترجي الا بحضور رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، وبحضور يوسف الشاهد، وحضور وزيرة شؤون الشباب والرياضة مجدولين الشارني. هكذا اكتمل المنظر بتسجيل هدف، وهذا اعلان بان النهائي قد بدأ الان بتقدم الترجي
بهدف مقابل لا شيء، لربما يسير للثاني. الكرة على طول للجهة اليسرى والمحاولة من بقير بيسدد وتعود. مربوحة يا ترجي، مربوحة مربوحة. الله 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 الله، أجواء لا تصدق الآن في رادس. الترجي بصاروخين ضرب معقل الإفريقي. يا يبدو لي هو سعد بقير الدولي الكبير بيسدد من نفس مكان، صاروخ طه لنفس المكان ولجت في الشباك. الترجي صواريخ، الترجي صواريخ، ينجح الآن بالتسجيل بالسعادة بالفرح بالتقدم الكبير. الآن هو آدم الرجايبي بيسجل إذن هدف الآن لمصلحة الترجي. 2-1 طه ياسين والثاني لآدم الرجايبي، وبالتالي يسجلون أهداف. ولع ولع رادس، ولع الترجي، ولع مربوحة ترجاوية بالثالث، حط الثالث، تبعد الكرة. يا 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 يا، كملنا 10 دقائق بس من الشوط الثاني، حوار لا يصدق وجو لا يصدق ومنظر قد حول الآن بصاروخين، أولا من طه ياسين وثانيا عن طريق آدم الرجايبي. هكذا إذن يتقدم المكشخة بهدفين مقابل لا شيء. ماذا عن الإفريقي؟ هل انتهى الأمر؟ هل انتهت المباراة؟ هل من كلمة الكرة؟ والكلمة الأخيرة لرفاق معز بن شريفية، تصل الكرة إلى المعز. جو رهيب وأداء فظيع وأجواء مفعمة بالحياة والحيوية والإثارة والمتعة أيها الأحبة، هنا بتوقيت قناة الكاس، بتوقيت الدوحة، وبتوقيت تونس هنا في رادس. نحن نستمتع لا شك بنهائي خيال ولا في الأحلام. وبالنسبة للترجاوية أصبح فوق السحاب، فوق المنصة إلى الكأس الجديدة. حتى الآن أقرب حالة تسلل على هجوم الترجي، حالة تسلل في هذه الآونة. لا شك أن الرجل قيس اليعقوبي عليه أن يتحرك، وهو الآن يتحرك فعلا لتحسين الأوضاع. ها هو يدفع في هذه اللحظات بعماد الملوي، وكذلك يضيف في هذه الآونة بالوصلات، يدفع بهم إذن بالنسبة للنادي الإفريقي. عبد القادر الوصلات، ورقة أخرى كذلك يدفع بها قيس اليعقوبي. الكل يتابع الآن ويترقب، وعليه أن يبادر للهجوم، وهذا وضع طبيعي. كرة أبعدت من بلال العيفة، وصلت في منتصف الملعب. عندنا التقدم حاضر بالنسبة للإفريقي من الجهة اليسرى، التقدم إلى المحاولة، والكرة على طول من صابر خليفة، لكن يكسب من هذه الكرة رمية جانبية. الإنقاذ كان موجود من شمس الدين الذوادي، رمية جانبية عند النادي الإفريقي. كرة على طول تصل من وسام بن يحيى إلى الجهة اليسرى، انطلاقة من وسام الحدادي. الكرة على طول إلى رمية جديدة عند وسام الحدادي. أجواء رائعة وجو جميل وبهي وكروي رائع هنا في تونس. لولا بعض اللقطات في الإخراج والتصوير، يعني أكيد حيتكلم عن طبعا
من التلفزة المحلية في تونس، ولكن على مستوى المباراة المشاهدة المتعة الترجاوية الحلوة، الكرة تتحول فرصة فرصة فرصة، تسديدة تصطاد، كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن العودة والكرة والمحاولة وفيها خطأ تم احتسابه لربما حالة تسلل على هجوم الترجي في الكرة الماضية، لكن عمل وجهد وأداء في قمة الروعة بالنسبة للترجي الرياضي. كرة على طول في الجهة اليمنى، فيها بناء يمر في هذه اللحظات على الشمال، تصل كرة، اوهو حكم اللقاء يعطي الاستمرارية في اللعب، فرصة من جديد، عادت تقدم توغل حلوة، اوهو خطأ، خطأ للترجي وخطأ في هذه اللحظات لغلال الشعلالي. شوف المغامرة لغلال الشعلالي، غلال تقدم وتوغل والتدخل في الثنائي في اللقطة الماضية، خطأ في مكان، فرصة ثالث، مكان حلو، مكان مش حيفوته سعد بقير الدولي وهو في هذا الحوار مع البدري مع لاعبي الترجي ساعة كاملة. أيها الأحبة مشاهدي قناة الكاس في كل مكان، ونحن ننقل لكم هذا الحدث وسط أنظار الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، ووسط عرض رسمي رفيع المستوى، ووسط حضور جماهيري جميل ومعبر كما ترون أيها الأحبة هنا في الملعب الأولمبي برادس. خطأ لمصلحة الترجي اللي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، طه ياسين الخنيسي وكذلك آدم الرجايبي، والخطأ اللي حمزة العقربي اللي تدخل في هذه اللقطة. شوف إعادة للهدف الثاني الجميل اللي نجح بتسجيله آدم الرجايبي. أجواء حلوة جميلة ورائعة، نعم في الدقيقة 50 طه ياسين الخنيسي و54 أي 4 دقائق فقط، وآدم الرجايبي يعد بالثاني ويسجل ويجعل هذه الكاس 15 كيلو جرام وزن، 78 سنتي طول، وبلون الذهب، مربوحة حتى الآن للترجي بجولين حلوين. هل من كلمة للإفريقي حكم اللقاء هيثم قيراط؟ يعيد الجدار ومرة أخرى سعد بقير، الآن سعد بقير في الجدار الأحمر والأبيض، الإنقاذ موجود، الكرة ملعوبة، تستمر الهيمنة الترجاوية على مستوى مواجهاتهم في الفاينل، الديربي الفاينل في نهائي كأس تونس، بعد أن سيطر الإفريقي في أول نسختين عام 69 2-0 و76 بركلات ترجيح، استلم الترجي بالفوز على الإفريقي من عام 80 إلى 2006، ويحدث ذلك في 2016 بهدفين حتى الآن. لكن الإفريقي وقيس اليعقوبي وتطلعاتهم، عندنا ورقة أخيرة كذلك للإفريقي، ورقة أخيرة بإخراج اللاعب حمزة العقربي في هذه الصورة، والبديل يبدو لي سيدو
ساليفو الآن، بينما نظرات عمار سويح كما ذكرت لكم، عمار اسم كبير على مستوى الكرة التونسية. نحن نتحدث عن رجل لديه الألقاب ولديه النجاحات، كما ذكرت لكم كان مدربا لتونس في مونديال 2002 ودرب الحمام ودرب كذلك المنتخب ودرب في السعودية شباب السعودي، ورجل لديه نجاحات على مستوى الإدارة الفنية والشخصية الرائعة. عمار سويح تحدث عن رجل من مواليد 11 يونيو عام 57، برز في فريق مستقبل وادي الليل، حقق معه الصعود أواخر الثمانينات من الدرجة الثالثة إلى الأولى، في ظرف عامين درب في التسعينات عدة فرق في القسم الأول والثاني كقنباليا الرياضية وجمعية أريانيا والملعب القابسي وأولمبيك الكاف. في 2001 تمكن من الظفر بكأس تونس، أول ألقاب مع في تونس مع نادي حمام الأنف، والآن يكررها مع الترجي. حتى اللحظة حتى اللحظة حتى اللحظة، الإبعاد من الحدادي، إبعاد من الحدادي، كرة بتوصل على طول لمصلحة الإفريقي. 59 سنة بالنسبة لعمار سويح، يواجه رجل عمره 50 سنة وهو قيس اليعقوبي اللي أجرى التبديلات الثلاثة بغية العودة إلى المباراة، العودة للفوز، العودة لتسجيل هدف على الأقل، تقليص الفارق بالنسبة لقيس اليعقوبي مدرب الإفريقي. قيس اليعقوبي لديه كلاعب لاعب مهاجم، كان لديه أياما طويلة للرجل الذي يبلغ من العمر 50 عاما، بدأ كلاعب قضاء ليعقوبي كمهاجم مسيرة مع النادي الإفريقي، وقد دخل التاريخ بتسجيله الهدف الذي مكن الإفريقي بالفوز بالبطولة عام 90 بعد طول 10 سنوات في آخر جولة من المواسم أمام المستقبل الرياضي بالمرسى، 1-0 في المرسى. كذلك شارك في نهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري التي خسرها الإفريقي أمام الاتفاق السعودي، ولعب كذلك، أتكلم عن قيس اليعقوبي، لعب لصالح المستقبل الرياضي بوادي الليل، ولربما هذا يجمعه مع المدرب عمار سويح، وإن كان كمدربا عمار سويح، لكن قيس اليعقوبي على مستوى اللعب مع المستقبل الرياضي بوادي الليل وخاض تجربة في الملعب القابسي. تكلم عن قيس اليعقوبي صحبة صديقه محمد الهادي عبد الحق ل3 سنوات، وبعد ذلك لعب المنتخب التونسي وكان شارك مع المنتخب عام 88 في كأس الأمم العربية في الأردن وفي تصفيات كأس العالم عام 90، وكان ضمن المجموعة الوطنية في الألعاب الأولمبية BCOL عام 88. الحديث هنا كلاعب بالنسبة لقيس اليعقوبي، لكن على مستوى التدريب قيس اليعقوبي عامل في بداية مشوارك فني مدربا لشبان فريق النجم الأولمبي لحلق الوادي والكرم، وكذلك درب الاتحاد الرياضي المنستري فريق أكابر كمدرب للنجم الأولمبي وكذلك المستقبل الرياضي بالمرسى، ودرب كما درب عمار سويح كذلك قيس اليعقوبي درب في السعودية، درب نادي الشعلة السعودي ودرب الإفريقي خلفا لمراد محجوب في 2010، وبعد ذلك قدم استقالته بعد هزيمة النادي الإفريقي أمام ترجي جرجيس
بهدفين مقابل هدف. لو تذكرون سيرة طويلة كذلك لقيس اليعقوبي الذي يمني نفسه بالعودة الآن في المباراة أمام عمار سويح. المحاولة الماضية من أمام لاعبي الإفريقي، الترجي كان أفضل في الشوط الأول للأمانة ونجح بإدارة الأمور، ولاحظ الكرة اللي سددت وبعد ذلك ذهبت بعيدة من غيلان الشعلالي. نحن نتحدث عن يعني المعلق يسهب على الأرقام الإسهاب، لأن الكرات البعيدة لربما لا تشد الأنظار، الترجي شد الأنظار في الكرات اللي تلعب بهكذا صورة في العمق في الأطراف في الأجنحة في التوغل. لدينا محاولة وصابر خليفة، لا زال الصابر وحيدا في خط المقدمة ينتظر الجهة اليمنى. المحاولة من إبراهيم الشنيحي بحضر كرة، والكرة الملعوبة بعيدة بعيدة بعيدة، الكرة الماضية راحت وطالت. لاحظ التقدم والإرسال الموجود في الكرة الماضية من البديل عماد الملولي، الكرة على طول توصل إلى الخارج. لكن لاحظوا حتى الآن أيها الأحبة السعادة الجزائرية في الملعب لهشام بالقروي أمام اللاعب الجزائري الآخر إبراهيم الشنيحي اللي يحاول ويبادر، وكرة تبعد تصل، الترجي حيخلصها بالثالث، يخلصها بالثالث، يقفلها بالشمع 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 الأحمر بالشمع الأحمر، تصطد تعود وتنحط، وفرصة التغطية حضرت وعادت الكرة إلى فاروق بن مصطفى. فاروق بيلعب كرة في المنتصف، البناء يمر، محاولة صابر يتقدم ويركض ويسيطر على الكرة، يبذل طاقة كبيرة في مباراة اليوم. صابر خليفة هجوم للإفريقي، هدف سيولع الديربي، هدف للإفريقي لربما يقلب الطاولة، يقلب شكل المباراة، يقلب هذا الفاينل. لو تتذكرون عندما كانوا في 2006 وهكذا انتهى المنظر بركلات الترجيح بعد الأداء الإيجابي الرائع، لكن نحن الآن نتحدث عن تقدم فقط للترجي بهدفين مقابل لا شيء. هل من عودة الإفريقي؟ لا يبدو ذلك. القوة الفنية، الصلابة، العرض والتفوق الفني من نصيب حتى الآن الترجي. عندنا خطأ، خطأ لمصلحة الترجي ولقائده خليل شمام. ملعوبة الكرة توصل، ملعوبة تصطد، إبعاد من بلال العيفة، وتغطية مثالية من هشام بالقروي على طول للجهة اليمنى، تدخل عن طريق اللاعب غيلان الشعلالي ويكسب منها الإفريقي الآن خطأ. ملعوب الخطأ على طول في بناء، للأمانة لا أستبعد عودة الإفريقي، صفات الديربي أشكال الديربي دائما فيها من النفس الطويل ومن الإثارة ومن الصخب الجماهيري الذي بإمكانه أن يغير شكل ونتيجة المباراة. وبالتالي عمار سويح شعر بالخطر ويبدأ باستخدام بعض أوراقه حتى الآن. الإفريقي بيحاول، وكرة بقبضة اليد من معز بن شريفية، الكرة ما طالت، لا زالت بحوزة الإفريقي، والمطالب بالتوغل والتقدم أكثر من فاروق بن مصطفى. فاروق يرسل كرة عالية،
زيادة عددية للإفريقي. صابر خليفة بيحضر وفرصة، الله يا 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 صابر خليفة يا على الكرة اللي شكلها جول، لعبتها جول، لقطتها جول، فكرتها جول. آه يا لاعب، أين أيامك التي قضيتها في أولمبيك مارسيليا؟ الأيام التي قضيتها في العديد من الأندية مع الحمام ومع أهلي بنغازي والعديد من الأندية والفترات الذهبية. نحن نتحدث للأمانة عن لاعب هداف صابر، أيامه عندما بدأ مع الملعب القابسي وكان قد لعب لغريمه اليوم الترجي، وكان لديه حس تهديفي بأن يسجل في الترجي كما سجل للترجي 15 هدف من أصل 29 مباراة عندما كان لاعباً للترجي، كما لعب لنادي حمام الأنف بنفس الأرقام، وإفيانتونو جيلارد الفرنسي ومارسيليا، واليوم مع الإفريقي. نحن نتحدث عن اللاعب صابر خليفة. بالسلامة إن شاء الله. بالمناسبة كان قد لعب صابر خليفة لنادي الشحانية هنا في قطر، وكان قد مثل على مستوى 2016 وهو الانتقال الرسمي، ولكنه لم يلعب حتى الآن على مستوى الملعب. المفاوضات والقائمة الرسمية بأنه يذهب إلى نادي الشحانية هنا في دوري نجوم قطر. كلام عن صابر خليفة، لكن صابر خليفة حتى الآن وإن ترك الإفريقي فهل يتركه خاسرا للنهائي فاقدا لأغلى الكؤوس، أم أنه استطاعة إعادة الإفريقي؟ لم يعد الكثير من الوقت، فقط 14 دقيقة وإعلانا للترجي. الله، شوف البعض يقول لك والله المناظر يا جماعة، أوكي ألعاب نارية وأجواء تاتي في هذه النهائي وربما، لكن أعتقد أن الجماهير التونسية كانت تواقة لأن تحضر مباراة من هذا النوع، وأنها سعيدة بذلك بعيدا عن الفاز والخاسر، وإن كان الفاز سيعبر عن فرحة بالألعاب النارية، لكن أعتقد أنها هذه هي الأجواء. الزميل العزيز هيكل الشعري يؤكد لي بأن صابر خليفة كان سيأتي للشحانية، لكن المفاوضات تعثرت وبقي رسميا مع الإفريقي، إذن لا انتقال لصابر خليفة ولن نراه في دوري نجوم قطر، لأن المفاوضات ما بين الشحانية وصابر خليفة قد تعثرت في مراحلها الأخيرة، وبقي إذن صابر خليفة مع الإفريقي. بقي ليخسر حتى الآن النهائي بهدفين مقابل لا شيء. والله نتمناه، كنا نتمناه في دوريات الخليجية، في الدوري القطري، في الدوري السعودي، في الدوري الإماراتي، في الدوري. صابر من اللاعبين الهدافين الرائعين، لكن باعتقادي أن اللي خطف الأضواء بعرضه وأدائه هو طه ياسين الخنيسي. هذه هي اللقطات. لا شك أن جماهير الإفريقي غاضبة في هذه اللقطة، وهذا وضع طبيعي في كرة القدم أيها الأحبة، بالذات يعني في فترة تونس مرت بسنوات لا شك أنها حرجة بعد الثورة، ولكن باعتقادي بأن النهائي لعب في أجواء أمنية رائعة
وفي أجواء كروية جميلة، ولا زالت باعتقادي أن لا بأس بها هي في أجواء كرة قدم، وهذا يحدث حتى في بلدان لا يحدث مثلا فيها ثورات. طبيعي أن ترى الشد حتى في الدوريات الأوروبية، ولطالما رأينا ذلك، وحتى في أمريكا الجنوبية، وحتى في 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 بلدان عربية. نهائي غضب جماهيري، فريق خسران، هذا وضع طبيعي، واعتقد ان على المنظمين، على المتابعين لهذا النهائي اللي ننقله لكم في قناة الكاس، ان يتعاملوا بان فريقا خاسرا، وبالتالي عبر عن رأيه، عن استياءه، عن العرض اللي قدمه. وبالتالي للأمان الافريقي لم يكن أفضل من الترجي، وأن هذه النتيجة هدفين للترجي كانت نتيجة طبيعية ومتوقعة قبل وكذلك بعد العرض اللي شاهدناه في الشوط الأول، قبل لأنه الأكفأ فنيا والأقوى عناصريا، ومن شاهد الشوط الأول أيضا كان الترجي أقرب دائما وابدا من المرمى، لم يحالفه الحظ، حالفه في الشوط الثاني وسجل هدفين ولربما الثالث الان. لكن الكره تبعد، الكره تبعد، بولبو مايكل النيجيري، برندران برنارد بولبو بيحاول كمان، الورقة التي دفع بها عمار سويح للاعب النيجيري الشاب ذو 19 سنة، وهو رسميا مع الترجي الرياضي من البداية، لاعب 19 سنة واسم يقدم في النادي الرياضي الترجي. الترجي الرياضي بيدافع عن مرماه الآن، كرة توصل الإفريقية، خاطرهم جول، لكن أمامهم 10 دقائق فقط لإحداث ذلك، جول لربما يغير الشكل، لكن أمام رفاق خليل شمام لا يبدو ذلك. خليل في المنتصف على طول، أرسلت، انطلق خليل من الجهة اليسرى ليبادر بالبناء، من شمام على طول في المنتصف، فيها تغيير لعب، لكن كرة بالخطأ، البحث مستمر من الإفريقي وخطأ من نصيب النادي الإفريقي. أوامر بالتقدم للأمام والرغبة في الهجوم للنادي الإفريقي، تعود الكرة من جديد عند وسام الحدادي، أسامة يفكر المرور، مهارة عالية بالمراوغة والتقدم وإرسال كرة عالية، لكن لمن المتابعة بيسيطر عليها، سيطر على كرته قبل ما تطلع. الحديث عن عبد القادر الوصلاتي، محاولة قائمة والكرة لا زالت وعادت للإفريقي، يكسب منها الإفريقي رمية جانبية، لا، الترجي هو من كسب من أمام الوصلاتي هذا التمس. السجل بالألقاب بالأداء، نحن نتحدث عن السنوات الأخيرة، النجم الساحلي 2014 و2015، قبله البنزرتي، وقبله 2012 للنجم، 4 سنوات غاب الترجي عن آخر ألقابه عام 2011 عندما توج بلقب البطولة في المباراة النهائية عام 2011 أمام النجم الساحلي وبهدف أسامة الدراج. الآن هو أقرب لأن يكون في منصة الباجي قائد السبسي، وأن يستلم خليل شمام الكأس الملقبة بالأميرة من رئيس الجمهورية التونسية السبسي،
كرة على طول إلى الخارج بعد أن توج في هذا الملعب الملعب الأولمبي برادس بهدف أسامة الدراجي في شباك النجم الساحلي. لكن وهذا ما يقوله الآن الترجاوية، النادي الإفريقي اللي طول عمره لم يتوج بلقب كأس تونس في هذا الملعب هنا برادس، لم يتوج باللقب لأن آخر تتويج له حدث في نسخة 99-2 أي عام 2000 عندما فاز في المباراة النهائية على الصفاقسي بركلات الترجيح وتوج عام 2000 بلقب البطولة. لم يكن ذلك هنا، الآن هنا خطأ لمصلحة الإفريقي، لم يكن ذلك في هذا الملعب وكان يمني نفسه الإفريقي بأن يتوج في الملعب الذي أنشئ عام 2001 وهو ملعب رادس في افتتاح عام 2001 ولم يتوج منذ ذلك الحين. وتستمر بإعلان الترجي غياب الإفريقي بأن يتوج بكأس تونس في الملعب الأولمبي. كرة ملعوبة على طول، الوقت يمضي 5 دقائق فقط، الترجي يبادر الآن، بالبوغ بيحاول، بالبوغ للخلف مقطوعة للإفريقي، تعود عند الجهة اليسرى بناء للترجي. أوهوهو خطأ، خطأ للترجي والغضب موجود في هذه اللقطة من بلال العيفة والتدخل الماضي من نصيب نجم الترجي طه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي بصراحة هذا المهاجم هو مهاجمي المحبب مشاهدته في الدوري التونسي، محب له منذ أن كان هنا في الترجي في بداياته إلى أن انتقل للسي اس اس للنادي الرياضي الصفاقسي وقدم أوراق اعتماده ونجاحاته مع الصفاقسي قبل أن يعود إلى هنا. يعني سجل 16 هدف مع الصفاقسي من أصل 69 مباراة لعبها مع السي اس اس، وبعد ذلك سجل 11 هدف من أصل 19 هدف فقط من أصل 19 مباراة، 11 هدف في 2015 يسجلها حتى 2016 بالنسبة لطه ياسين الخنيسي. لديه مشاركات 10 مع منتخب تونس ولديه هدفين، لكنه هو اللاعب الأفضل حتى الآن في هذا النهائي. سجل هدفين مع منتخب تونس، الأول في الجابون في هذا الملعب في رادس في مباراة انتهت 3-3 مباراة ودية، والثاني كان في مرمى جيبوتي في ملعب فيلي في جيبوتي في التصفيات الذاهبة إلى إفريقيا 2017، ويومها نجح منتخب تونس بالفوز بثلاثية. لكن هذا هو الحال وهذا هو الوضع بأنه يقدم مع الترجي الأهداف التي تؤدي، وتكلم عن 3 مباريات أو مباراتين يعطي فيها الأهداف الدولية، لكنه دائما ما يسجل مع الترجي. كرة ملعوبة على طول، مباراة إذن ستعلن حتى هذه اللحظة اللقب 15 للترجي من كأس تونس واللقب الذي يتوج به
لثاني مرة هنا في رادس. لاحظ الهدف الجميل لطه ياسين الخنيسي، افتتح التهديف للمكشخة ونجح بإعلان التقدم قبل أن يضيف آدم الرجايبي الهدف الثاني. لم يبقى الكثير، النادي الإفريقي وجماهيرهم الآن بدأوا بالمغادرة لرادس، والكرة الماضية لم تكن كما يجب بالنسبة للاعبي الترجي وبالتحديد للمحاولة الماضية للجلاسي. كرة من فاروق بن مصطفى، أجمل أمر لا شك أنه في هذا النهائي أنه مر كما توقعنا بأن يكون نهائيا ممتعا سليما. الآن الكرة توصل، ولربما البعض خالفوا التوقعات بأن لا يكون كذلك، ولكن شباب تونس الجماهير الرياضية التواقة العاشقة لكرة القدم التونسية سواء كانت ترجاوية أو إفريقية أو كل العشاق، ولدينا هجوم للإفريقي. الكرة تبعد للأمانة، شباب تونس تعاونوا بتعاون جميل لنجاح الحدث. تونس تحب الكورة إلا تموت في الكورة، تموت في الكورة، حياتها كورة. الخضرة لطالما كانت ترفع الراية العربية في محافل رائعة. إن أردتم من الذكريات عام 98 في مونديال فرنسا وبعده في مونديال ألفين واثنين في اليابان، ومن ثم في 2006 في ألمانيا، تونس مشتاقة لأن تعود. الآن هنا محاولة تعود والكرة على طول للحارس معز بن شريفية. تونس مشتاقة لأن تعود إلى الذكريات الرائعة للأساطير الكروية الفريدة التي لطالما قدمتها الكرة التونسية. عد واغلط، عد واغلط من الكرة التونسية ومن الأساطير ولمن أباطرة كرة القدم بلا استثناء للأمانة. حتى ما نسهب ونعرف لطالما قدموا الأسماء الكبيرة ونحفظها كأساطير عن ظهر قلب. وبالتالي تونس، شباب تونس كأنهم بهذا الحدث، باعتقادي الشخصي هذا الحدث الرياضي أنهوا السنوات الخمس الماضية وما حدثت من أحداث، وبدأوا الصفحة الجديدة كما بدأت الترجاوية الآن بالاحتفال. باعتقادي أن هذا إعلانا وصفحة جديدة من شباب تونس. الجميل في شباب تونس وهذا ما نعرفه أنهم إضافة على الخلق الجم وعشق كرة القدم أنهم ذو علم، العلم التونسي وأبناء تونس المتعلمين، لذلك تجاوزوا سريعا الثورة التونسية لأن لديهم العلم وهم المتعلمين، ولديهم نخبة من لا شك من أبناء تونس. العلم نجح من إنقاذ تونس ونجح بإعادة المياه إلى مجاريها كما يتمنى شباب تونس. ولا شك بأن الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلف الجديد يوسف الشاهد وكذلك المسؤولين الجدد في تونس قادرين على الذهاب إلى تونس لإعادة حضارتها الكروية والاجتماعية والبنائية والمعمارية والعلمية
والإعلامية والاقتصادية وكل ذلك على شتى الأصعدة بإعادة تونس إلى مكانها الطبيعي كحضارة كفن كبناء كعمار. وعمار يا الخضرة عمار عندنا خطأ خطأ لعل الإفريقي على الأقل أن يترك بصمة قبل النهاية. وبعد أن بدأت الاحتفالات الترجوية محاولة الآن الكرة ترسل وتبعد وتذهب إلى ركلة الزاوية للنادي الإفريقي. محاولة الأخيرة جاءت عن طريق عبد القادر الوصلاتي لتذهب إلى ركلة الزاوية. الإفريقي بيحاول وكرة بالرأس والكرة على طول تبعد تبعد. الآن النظرات من هيثم قيراط لإعلان نهاية المباراة أم لا. كرة تبعد من الحارس فاروق بن مصطفى. نعم الترجي بطلا للأميرة، الترجي بطلا لكأس تونس أمام غريمه التقليدي وفي الحوار النهائي في ديربي العاصمة أمام الإفريقي، وللمرة السادسة في تاريخ أمام الإفريقي وللمرة الخامسة عشرة في تاريخ يحمل الكأس الغالية كأس تونس. يستحق الترجي لأنه كان الأفضل الأقوى الهداف بهدفي طه ياسين خنيسي وآدم الرجايبي لأنه تسيد هذا النهائي الرائع هذا النهائي الجميل. الترجي إذن يعلنها المرة الخامسة في تاريخه، المرة السادسة أمام غريمه التقليدي الإفريقي، لهذه المرة يعلنها للمرة الثانية يكون هنا من هذا الملعب الملعب الأولمبي برادس. النهائي يعلنه الترجي أيها الأحبة هو حوار نهائي. أنا البطل أنا المكشخة. 13 مرة نجح الترجي هذا اللقب، ومرة كان قبل الاستقلال، وبهكذا ينجح الترجي بأن يتسيد هذه البطولة لا شك من ألقاب كأس تونس. يستاهل الترجي مربوح الكأس الجديدة، مربوح الكأس التي صممت في روما وصنعت في باريس. أما الآن الكلمة للزميل العزيز هيكل الشعري. جزيلا للزميل عيسى الحربين. طبيعي الصورة في الأخير هي من المصدر. إذا الترجي الرياضي التونسي يفوز بكأس تونس عن جدارة، يفوز بهدفين مقابل صفر على حساب النادي الإفريقي. الترجي الرياضي التونسي كان الأفضل على جميع الوجهات. إن أمكن نذكر بهدفي المباراة، هدف الأول كان في دقيقة 50 كمان وتابع عن طريق اللاعب ياسين الخنيسي، تمريره من انيس البدري. ياسين الخنيسي يراوغ ويسدد بطريقه رائعه جدا، ويؤكد قيمه ما يقدمه طه ياسين الخنيسي في الاسابيع الاخيره. تقريبا اللاعب الذي سجل في كل مباريات الكاس بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، احسن هدافيه الترجي في الكاس. ثم ادم الرجيبي في الدقيقه 54 يسدد في مره اولى ثم مره ثانيه ويسجل الهدف الثاني. تنتهي المباراه هدفين مقابل صفر لمصلحه الترجي الرياضي التونسي. انتصار مستحق للترجي. على فكره كنت نشاهد في ياسين بورقيبه، لما يكون ياسين بورقيبه جاهز ناخذه مباشره. فقط ايضا ملاحظه اخرى بالنسبه للاجواء العامه، الاجواء كانت رائعه جدا على كل المستويات، خاصه من حيث الامور الامنيه. ياسين بورقيبه يقول لي جاهز عدنان. مباشره ياسين بورقيبه للقيام بلقاءات بعد نهايه هذه المباراه. وياسين انتصار مستحق على طول الخط بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. بالفعل هيكل انتصار وتتويج مستحق للترجي الرياضي التونسي. اليوم انتصر عن جدارة واستحق لقب الكاس 14 في تاريخ فرجاني ساسي المنتدب الجديد بالنسبة للترجي الرياضي، وأول كاس مع دخولك للترجي. أول شيء الحمد لله على هذا الانتصار وعلى الكاس. في بالي اليوم الترجي قدم مردود ممتاز جدا، معناها أداء ونتيجة، كنا نجم نسجل أكثر من هدفين، لكن الحمد لله نعرف معنا حكينا مباراة الشوط الأول والشوط الثاني. أهم شيء هو الانتصار، اليوم حقنا انتصار، هذا معناها أول ثلاث مباريات لعبتهم وأول معناها بطولة أول كأس مع الترجي. الحمد لله نكمل إن شاء الله بالخدمة هذه، وإن شاء الله معناها مازال قدام نخدم إن شاء الله في الترويات ديما تجي إن شاء الله.
إيهاب المباركي هيك اللي التحق مباشرة بالمباشر. إيهاب تتويج مستحق للترجي، كان الأفضل طيلة ردهات المباراة، وأخيرا الترجي يتوج بالكأس 14 في تاريخه. صحيح هذول بريسيون كانت كبيرة علينا، الترجي ما عرفتش زوج مواسم ورا بعضهم بعيدة على القاب. الحمد لله هذول عملنا ديفي ما بيننا وبين رواحنا، قلنا نمشيو نلعبوا في سوسه نربحوها، اللي فات نربحوا سوسه ما عادش نجم توقف الإطوال في سوسه بالذات، ما عادش نجم توقفنا حتى ايكيب الكوب هذه. الحمد لله هذول ثمرة تعب وريكروتمونات كبار صاروا سنة، نهديوا الكاس هذه الهيئة الكل واصحابنا الكل سيرتو المصابين واللي جاوا جدد معانا، وخموا زاد في دريس، دريس اللي بعث لنا ميساج اليوم فيديو يشجعنا، ان شاء الله نشوفوا الترجي. واضح يعني بعض في بعض المشاكل التقنيه يبدو بالملعب الاولمبي برادس، لما تكون الصوره افضل نحاول ان نعود لياسين بورقيبه ونحاول ان نعود نرجع ياسين جاهز، نرجع لياسين من جديد. نعم خليل شمام قيدوم الترجي، العائد للترجي بلقب مسحق اليوم بالنسبه للترجي، وكان الافضل امام النادي الافريقي. الحمد لله معنا نتصور عادينا عام صعيب. ترجي بعد مدة على تيتروات اليوم ان شاء الله هذه البدايه، معناها جوارات جدد جينيراسيون جديده، خدمنا كما يلزم، ما لازمناش نوقفوا لهنا. كما شفنا اليوم سي با فاسيل باش تسيطر على النادي الافريقي بالطريقه هذه، جات اليوم اداء ونتيجه، ان شاء الله تكون هذه البوابه لعدة تتويجات اخرين. كملوا نخدموا على رواحنا ان شاء الله، ترجع على خير ان شاء الله. دربي بجمهور الفريقين يظهر لي نكهه خاصه اليوم، واجواء يعني غابت كثيرا على الملاعب التونسيه. صحيح والله الينا برشا، ماذا بين نزيدوا نشوفوها دار هذه نتصور توا. انا شفنا تعدى الماتش كما يلزم، ما صار حتى شيء. ان شاء الله من هنا القدام نشوفوا دربيات من زوج جمعيات ان شاء الله. شكرا خليل شمام، هيكل نرجع لك بعد قليل. طبيعي كل ما توفرت الفرصة تبقى الأولوية لياسين بورقيبة المتواجد في أرضية الميدان، في أرضية ميدان ملعب أولمبي بلادس. سنمر أيضا بعد قليل بصوت الكابتن عيسى الحربين مراسم التتويج، تتويج الترجي الرياضي التونسي. كابتن ربيع العفوي باش نبدا بيك، وعدتك بعد على فكرة نهني كابتن ربيع وكابتن نادر داوت، توقعوا النتيجة صحيحة للمباراة 2-0، كابتن ناصر البدوي كان قريب 1-0 للترجي، ولو أن الأمور كانت قريبة. به نرجع لياسين وبعد نتحدث على راحتنا، نرجع لياسين بورقيبة ويبدو معه لاعب آخر من الترجي الرياضي التونسي. به واضح في انتظار أنه يكون ياسين جاهز، نرجع لياسين لما تكون الأمور جيدة. كابتن ربيع العفوي انتصار مستحق على طول الخط، والترجي الرياضي التونسي كان بامكانه حتى انه يحقق انتصار عريض اليوم على حساب النادي الافريقي. صحيح يعني تقريبا تكلمنا على الشوط الاول والشوط الثاني تقريبا مطابق، اللهم الاختلاف هو في النجاعات التهديفيه اللي حضرت في الشوط الثاني ما حضرت في الشوط الاول. واعتقد بانه الترجي كان وفي كذلك في الشوط الثاني نفس نهجه التكتيكي، ضغط المتقدم، محاولات استخلاص الكره، تدريج الكره ما بين اللاعبين، وتكلمت على نقطتين مهمتين يمكن شاهدوهم في الاهداف في الهدفين. باش نرجع لك ياسين فقط من ارضيه الميدان. ياسين تفضل لك الخط من جديد. شكرا هيكل. رياض بن نور، الترجي اليوم استحق اللقب 14 في تاريخه، وكان الافضل امام النادي الافريقي رغم ان المباراه كانت صعبه على الفريقين في بدايه المباراه. والله واي استحقاق، الترجي الذي التونسي خاض كل مباريات الكاس خارج ارضه، معناها في الملاعب الفرق الاخرى ما عدا النهائي اكيد. الترجي الرياضي التونسي فاز على النجم الرياضي الساحلي، فاز على فريق الملعب القابسي في ملعبه، ما هو فريق موش سهل، صاحب معناها النهائي نتاع الموسم اللي شارك في النهائي الموسم الفارط، فريق ممتاز، واليوم مباراة دور نهائي. على كل هذايا اجمالا يخلينا اليوم نجمو نعملوا تحليل للموسم الرياضي اللي تعدى. مرتبة ثانية وفوز بكأس تونس، الترجي العام نتاعو هذايا منعوا بلقب، مع درجة مع مرتبة ثانية تخليه يلعب رابطة الأبطال الأفريقية. هذا تخطيط الترجي الرياضي التونسي في ظرف عام، فهو في إطار في معناها بصدد أعداد فريق للمغامرة الأفريقية. أنا نتخيل بإذن الله مع الانتدابات اللي قمنا بهم، مع الفريق الروح اللي قدم فيها، وانتم اليوم شفتوا معناها الترجي الرياضي التونسي كان الأفضل فوق الميدان، معناها إن شاء الله بإذن الله
المشوار مازال متواصل وان شاء الله نوعدوا فريقنا باش نحاولوا نمشيوا لبعيد في رابطه الابطال الافريقيه اللي تقعد هي معناها الهدف للترجي الرياضي التونسي. مبروك لكل احباء الترجي الرياضي التونسي ونقول لهم ترجي دوله ديما لاباس ان شاء الله. شكرا رياض بن نور. هيكل عمار السويع مدرب الترجي الرياضي التونسي يلتحق بي الان على المباشر. كوتش مبروك بالتتويج، هي الكأس الثانية هيكل بالنسبة للمدرب عمار السويح، الأولى كانت مع نادي حمام الأنف والثانية مع الترجي. أحسن بداية بالنسبة للموسم الجديد كابتن عمار؟ هي أحسن نهاية الموسم الفارط، الحصاد تاع الموسم الفارط، ثم أحسن بداية للموسم هذا. عموما الشيء اللي واحد فرح له هو الحضور المكثف في مباراة هذه، خلينا رجعنا معنا الفرحة على الأقل والروح لكرة قدم التونسية بهذا اللقاء. كما قلت يعني هنالك التتويج ومعاه الأداء، وهذا شيء كان مطمح من المطامح متاعنا بفضل معناها الانتدابات اللي قمنا بها، وهنالك تركيز على الموضوع على الكأس هذه، وكان العمل ونتصور اللي انتصار منطقي ومستحق. أهم شيء كونه كان في مناخ طيب مع عمل معناها جماعي قام به اللاعبين، نشكرهم على المردود هذا، على الحضور الجماهيري كيف كيف. والترجي الرياضي يبقى فريق كبير، القدر نتاعه هو الألقاب والتتويجات، وان شاء الله مازال ديما ينتظرنا عمل، وان شاء الله ربي يقدرنا باش نرجع الاشعاع نتاع الترجي اللي يبقى شيخ الانديه التونسيه. شكرا سيد عمار السويح مدرب الترجي الرياضي التونسي. هيكل مراسم الاحتفال وتتويج الترجي الرياضي التونسي ستكون هنا بجانبي على ارضيه ملعب رادس، وسنتابعها طبعا في المباشر على قنوات الكاس الرياضيه. شكرا جزيلا ياسين بورقيبه. نرجع للاستوديو نحاول نكسب بعض الوقت قبل انطلاق مراسم التتويج. نرجع لك ربيع العفوي حتى تكمل فكرتك الخاصه بسيطره الترجي الرياضي التونسي، سيطره تكتيكيه وفنيه على طول الخط. صحيح، ونضيف عليه بان يعني اللقب فهو مستحق. اذا ما شفنا يعني الموسم الماضي كان موسم اعتقد جيد بالنسبه للترجي، وصافه البطوله كانت عن جدارة واستحقاق نفس الشيء. ثم اذا شفنا مسار الكاس اعتقد بانه فوزه على احسن فريق في الثلاث سنوات الاخيره وصاحب اللقب ثلاث مرات متتاليه وعلى ارضه كان يمكن كانت هي يعني المنعرج الحقيقي لتتويج فريق الترجي. ثم في نصف النهائي يفوز على الوصيف العام الماضي في هذه البطوله، وبالتالي يمكن هذه المباراه كانت تاكيد لما يعني حققه فريق الترجي، وكذلك يعني الفلسفه اللي قام بها صراحه بانتداب لاعبين من خيره لاعبين المتواجدين في الدوري التونسي، والاهم من ذلك انهم كانوا صغار السن. واعتقد مع تتويج باللقب لاعب عمره 21 22 سنه يفوز باول لقب له، هذا ما يعطيه الا انه ينضج، وبالتالي يكون انه استحقاقات اخرى كما قال داود يمكن في بدايه الاستديو، هو الاستحقاق الافريقي الذي لازم على ان الترجي التونسي يرجع له كما عود نفس السابق. صحيح، هو كابتن ناصر البدوي هناك فكره قالها ربيع وهي اصبحت موضه في تونس، هي استقدام اللاعبين التونسيين اللي يلعبوا خارج وينشطوا خارج حدود الوطن، وشاهدنا هذه الفكره بدات مع النادي الافريقي مع سليم الرياحي. صحيح. والان تواصلت مع الترجي، انيس البدري، فرجاني ساسي، انتداب هؤلاء اللاعبين من فتره كان حسين الراقد، يعني بن محمد بن محمد ايضا من ايرلندا. يعني هذه الفكره كيف تراها انت كاخصائي ممكن كمدير رياضي واخصائي في الانتدابات، كيف ترى هذه الفكره بالنسبه لبعض الانديه التونسيه؟ هما باستثناء معناتها فرجاني ساسي وفخري بن يوسف اللي هما كانت عندهم تجربه معناتها في تونس قبل ما يمشيوا يحترفوا، والاحتراف نتاعهم ما قعدش فتره طويله معناتها، ففخري بن يوسف قعد ستة أشهر فرجاني سنة ونص معناتها ما كانش النجاح نتاعهم معناتها متوقع، بالرغم انه كي مشاو من الاولى على اهداف معناتها انه باش يحققوا نتائج طيبه وينجموا ياخذوا الاماكن نتاعهم، لكن في ساعه ما رجعوا لتونس هذا هو. لكن باستثناء انيس البدري هذوما ملاعبيه متكونين لبرا، معناتها الفرق ما بيناتهم انهم لاعبين. اي انت الفكره تشوفها ممتازه انك تنتدب تجيب لاعبين تكونوا خارج تونس واحترفوا خارج تونس وعقليه تقريبا عقليه اوروبيه بالاساس. صحيح، هو وقت اللي اللاعب يكون عنده طموحات انه باش يلعب في فريق هو توا، فما حاجه اللي هي مهمه برشا من الناحيه الماديه، اللاعبين هذوما ماش يلقوا ما ينجم يوفر لهم امكانيات كبيره برشا، باستثناء الفرق الكبرى كما النادي الافريقي قبل اللي اعطاه رواتب كبيره برشا، الترجي الرياضي التونسي زاد كيف كيف في نفس المنهج هذا،
لكن ما يمنعش انه اختيار نتاع اللاعبين اللي تم انتدابهم الترجي. انا كما قلت في اول المداخله نتاعي انه الانتدابات قيمه بالنسبه للترجي باش تعطي اضافه معناتها. وشفنا اليوم الاضافه اللي اعطاها انيس البدري لاعب من اللاعبين اللي كانت مشكله كبير في الترجي. اليوم انيس البدري اعطى الاضافه وشفنا التمريره الاولى نتاع الهدف الاولاني ما نجم نحكيوا عليه. استفزني سؤالك حاب تجاوب عليه انت. اي هي لانه اي لاعب داخل تونس خارج تونس المهم القيمه الفنيه والمقطع على الاضافه، لكن اللاعبين هذوما تكونوا في فرق كما قلت انت اوروبيه، الاكيد ان التكوين افضل من التكوين في تونس، هذا مؤكد. مثل لاعب يعني اللاعب انيس البدري متكون في اليوم لا وتاقلم غير عادي من البدايه في دور نهائي يدخل بهذه الكيفيه بهذه الصفه شيء ممتاز جدا. شاهدنا الموسم شاهدنا بالعيد، شاهدنا ناطا، شاهدنا الغندري، هذا من الكل الوسلاتي توسكار، هذم كلهم كانوا في الافريقي السنه قبل الماضيه وفازوا بالبطوله. اضافه الى الزاد الفني والنضج التكتيكي والتكوين السليم هناك العقليه، لانه اللاعب اللي يجيك من اكيد انه في عقليه مختلفه على عقليه اللاعب التونسي هذا باي، لكن زاد ثم بعض عقلية مختلفة مختلفة مفسر للسادة المشاهدين يعني عقليه افضل من عقليه اللاعب التونسي على مستوى على كل المستويات. في بعض الاحيان في النادي الافريقي صارت برشا مشاكل من اللاعبين اللي كانوا متواجدين خارج الحدود وقت اللي توجدوا في مجموعه واحده خلقوا برشا مشاكل. ربيع على فكره ربيع ضد هذه الفكره، نعرف افكاره من السنه الماضيه هو ضد فكره انك تكون فريق كل لاعبين انهم كانوا او تكون حتى انا معك حتى انا بنفس التفكير باش نفرقوا اليوم في فرق اليوم في فرق انك تستقدم لاعب او لاعبين يعني شفنا الراقد الراقد كان يعني يستقدموا الفريق وبالتالي كمثال وقدوه وما كانش الفريق يعني 7-8 عناصر العدد نتاعهم كبير لازم يكون العدد نتاعهم محدود. لكن مش معنى هذا ننتدب بالنويبي لموسمين لم يلعب ولا مباراه. هيد نرجع لمباراتنا. اعطيني الهدف الاول على الاقل ندخل نحلل على الاقل اهم الاهداف واللقطات في هذا الشوط الاول. نبدا بناصر بالنسبه للهدف الاول. نبدا بناصر البدوي ثم نمشي لنادر داود وبعد ذلك نرجع للكابتن ربيع العفوي باعتبار مش نرجع لك في حوصله ورجل المباراه تعطيني اليوم باعتبار في الكواليس منذ قليل اعطيتني رجل المباراه. ان امكن عدنان اذا الصوره جاهزه ناخذ الهدف الاول نشوفوا معناتها الكره كيفاش خرجت من وسط الميدان تخدمت كما يلزم معناتها من باش نشوفها بعد ما رجعت الكره تشوف ما تشوف معناتها كيفاش قلنا من الاول وسط الميدان نتاع النادي الافريقي معناتها ترجع اللقطه نتاع الهدف كيفاش وسط الميدان نتاع النادي الافريقي يخلي برشا مساحات وما يعملش الضغط الكافي على اللاعب حامل الكره وهذا اللي من جر انيس البدري باش خذا المساحه الكافيه وبعد الى شنو يعطى الباس التمريره كما يلزم اغزر هنا شوف المساحات اللي موجوده معناتها باش نجم يعطي القنيسي وزيد هنا شوف الضغط على ياسين القنيسي ما عملش بالنسبه للحمزه ما عملش الضغط الكافي على اللاعب باش ما يخليلوش الوقت باش ينجم يعمل الكنترول كما يلزم ويسدد باش يلقى روحه في وضعيه نجم يسجل هدف. معناتها شفنا اللاعبين النادي الافريقي في وسط الميدان وفي وسط الدفاع ما عملوش الضغط الكافي باش يمنعوا اللاعب ياسين الخنيسي حتى في الهدف نقطه يمكن جيده. شوف كل مره كان اللاعب اللي عنده الكره تحرك اللاعبين يعني اذا كان في امكانيه انه يعيد يعني اللقطه من الاول صح تشوف تحرك اللاعبين تحرك يعني ما يبقاوش واقفين يعني في حاله ما فيش تحرك في حاله سلبيه. فلاحظ معي انا يعني تقريبا هنا تشتيت الكره ثم هنا اضاعتها من بيسون وارجع الكره في شعلالي. لاحظ تقريبا تحرك لاعبين لما الشعلالي يمرر الكره ما في طلب كره في المساحه. فلاحظ معي انا تقريبا اللاعبين اللي غيتحركوا هناك انيس البدري الصبر في بناء الهجمه الصبر في بناء الهجمه. لاحظ تقريبا ثلاث لاعبين يتحركوا ثلاث لاعبين اغزر معناتها لاعبين النادي الافريقي ستاتيك الحلول موجوده. سعد بقير هو اللي جبد نفسه لوسط الميدان وترك المساحه لانيس البدري انه ياخذ الكره يعني تقريبا هذه التحركات اللي تصنع المساحات في الاخير يعني اللاعب اللي من غير كره هو اللي يجبر اللاعب. شو رايك نعطيك الهدف الثاني يعطيني عدنان ان امكن الهدف الثاني بالنسبه للترجي الرياضي التونسي الهدف الثاني اللي سجله بامتياز ادم الرجيبي على المره الثانيه يعني كنت اتذكر هيك قلت لك كان هناك هدف للرجيبي وهدف لانيس البدري في الشوط الاول انا قلت لك واشياء اخرى الاشياء الاخرى هي التركيز هي الدقه هي المهاره الفنيه. شوف من الحارس كوره يعني كوره طويله من بن شريفيه من
هنا ماشي يقع افتكر الكره. شوف بناء الهجمه من ايهاب المباركي، الشعلاني اللي قدم مقابله كبيره، متواجد في كل مكان، طلب الكره، مهاره فنيه من البدري، تمريره، الصبر، التدرج السليم بالكره، البحث عن الحلول، عادت الى لاعب المحور. يمكن كل لاعب الترجي يلمس الكره، تمشي لبقير، تدخل الكره الى وسط الميدان مره اخرى، تعاود تخرج الكره مره ثانيه على الرواق الايسر. الرجابي يبحث عن واحد ضد واحد، هو يروح، هو يحاول انه يبحث عن مراوغه، يبحث تعود بالكره والتسديد. يعني نقدر نقول انه جمله كرويه تعاودت كثير المرات في المباراه. به كابتن ديدو باش نرجع لك، ربيع باش نرجع لك بعد قليل ايضا للتعليق على رجل المباراه، باش نرجع لك انت في البدايه، ولكن قبل هذا مش نرجع لكابتن عيسى حربين للتعليق على فعاليات التتويج، ثم نعود لاستكمال هذا الاستوديو وايضا لقراءة مستقبلية لما قدمه الترجي الرياضي التونسي اليوم ولما قدمه أيضا النادي الإفريقي. من جديد عيسى الحربين. شكرا للزميل العزيز هيكل الشعري وللخبراء اللي اتحفونا اليوم حقيقة بآرائهم الفنية، ربيع العفوي وناصر البدوي ونادر داود. هيكل لك الكلمة. شكرا جزيلا عيسى الحربين. ممكن في بعض الأحيان على فكرة لما هو المفروض أنه لما تكون هناك إشارة تعطى لتلفزيون ثانية، المفروض أنه مع مراسم التتويج مباشرة لنقطع هذه المراسم من أجل اللقاء. في الأخير احنا لا نستطيع أن ننقل ناخذ اللقاء الخاص بتلفزيون آخر على قناتنا، يعني حتى تكون الأمور واضحة. لهذا مش مشكل بعدين لما تنطلق إن شاء الله فعاليات مراسم التتويج إن شاء الله نشاهدوها كاملة بدون أن تقطع، لأنه حتى تكون الأمور واضحة. ونرجع بعد قليل لعيسى الحربين ونرجع لك لرجل المباراة إن أمكن. إذا كان أمكن فقط في الهدفين، عم طلب الهدف الثاني لا في الهدفين، لأن الهدفين تكلمنا على نقطتين ما بين الشوطين، وصراحة أدوار اللاعبين كان هناك انضباط على مستوى أدوار اللاعبين. تكلمت على أنيس البدري، أنيس البدري رغم أنه كان يلعب أقصى اليمين لكن كان دائما يسقط يشارك اللاعبين الثلاث اللي كانوا هما بقير وفرجاني الساسي وكذلك الشعلالي، ثم الرقيبي كان دائما يفتح على اقصى اليمين، وهذا اللي تجسد من خلال الهدفين. شفنا انيس هو اللي كان استلم الكره من وسط الميدان، وبالتالي يعني توغل الى العمق وتمريره جيده، وفي الهدف الثاني للرقيبي يعني فتحوا لعرض الملعب تقريبا. هنا هذا الهدف الثاني اللي غادي نشاهده تقريبا للاعب الرقيبي، يعني الرقيبي هنا استخلاص الكرة يعني بعد هذه الهجمة. ثم تلاحظ معي دائما تغيير جهة اللعب، رغم أن تغيير جهة اللعب كان تقريبا من خلال التمريرات، وفي مرة أخرى كان يكون دائما بالكرات القطرية أو العرضية. فلاحظ معي هنا رقيبي دائما ما كان يفتح الملعب، لا يتوغل ولا يأتي نحو العمق، وتلاحظ معي بمجرد أنه يستلم الكرة يحاول التوغل. في الوهلة الأولى كان تسديد، ثم ارتدت، ثم تسديد مرة أخرى، ردت فعل كانت ممتازة لدى اللاعب، وأعتقد بأن كان هذا هو السر اللي تكلمت عليه يمكن فهم بين الشوطين. كان صراحة في رأي الشخص المتواضع أنا نشوف الشعلالي رجل المباراة، لأنه قدم مباراة أعتقد بأن بالنسبة له مباراة يمكن تكون يعني مباراة ممتازة في مشواره الكروي، نهائي مشواره الكروي، مستوى حجم اللعب، على مستوى تدخلاته، على مستوى استخلاص الكرة، على مستوى تمريراته، على مستوى حفاظه بالكره، وما كانش يخسر الكره تقريبا، ما شفناش يمكن ضيع كور. وبالتالي في رأي الشخصي نشوف شعلالي بانه هو رجل مباراه يعني بالنسبه لهذا النهائي. الحاجه اللي باهيه معناتها غياب كوليبالي ما شاهدناش وما حسيناش انه الترجي معناتها كوليبالي ما خلاش المكان نتاعو معناتها بشعلالي وبساسي وزيد اليوم بنيس البدري، معناتها الترجي لقى الحلول الكافيه الدفاعيه والهجوميه ومازال جلاسي الضغط العالي اليوم اللي نجم نقول انا في الترجي معناتها باش البلايص باش تولي غاليه معناتها في الترجي بالحق معناتها باش يولي فما منافسه كبيره ما بين اللاعبين خاصه في وسط الميدان معناتها والهجوم باش يكون التنافس كبير باعتبار 20 ثانيه. لا انطلاقه طيبه هذه التتويج هذا للشعلالي، تتويج البقير اللي قادم من الملعب القابسي ممتاز جدا، يعطيهم دفعه معنويه، يعطيهم شحنه معنويه كبيره، ثقه في امكانياتهم، يعرفوا انهم جاوا في فريق كبير، فريق نتاع تتويجات، يعني للمتدبين حسن انهم يندمجوا اكثر، يبداوا بلقب وراحه في العمل. خلي لي الفرصه باش نسال على المستقبل بعدين. انا جاي من المستقبل. ما عادش عندي اسئله بعدين. لا في على كل انا الشاهد طبيعي جدا رئيس الحكومه التونسيه، ايضا مجدولين الشاني وزيره الرياضه، اذا كنت نشاهد في وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي لكره القدم،
والآن طبيعي نرجع أيضا الزميلنا ومعلقنا المتميز عيسى الحربين للتعليق على بقية فعاليات ومراسم التتويج. للأمانة هيكل كان عرسا جميلا، عرسا بهيا رائعا من طراز عالي ونهائي يليق بفخامة ومكانة تونس الرياضية في الوطن العربي وأفريقيا. كان جوا جميلا ورائعا من البداية، كان قد حضره في المنصة طوال المباراة في وقت خلال المباراة الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية. واليوم نرى كما ترون الآن يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف الجديد يبدأ بالتوقيع، وإلى يساره تقف مجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة أيضا المكلفة ضمن حكومة الشاهد ببناء شباب جديد، وطن جديد، تونس جديدة. وليلة كانت كبيرة للأمانة عشناها في تونس كروية بين الترجي والإفريقي، وهكذا توج الأكابر الترجي باللقب بعد أن نجح طه ياسين الخميسي وكذلك آدم الرجايبي من تسجيل هدفين مقابل لا شيء. هذا لا يقلل من مكانة الإفريقية، وهذا أيضا لا يقلل من مكانة هذا الفريق على مستوى رغبته ببداية موسم لأن يذهب بعيدا. ففريق الذي قاده قيس اليعقوبي مدربا لا شك بأن طموحاتهم أكبر وأبعد. الجميل في هذا المساء هيكل أننا استمتعنا بمباراة حقيقية بالديربي العاصمي الكبير كما كان في السابق على مستوى الكرة الحية، والرغبة بالفوز والرغبة بالفرح والرغبة برفع الكأس التي سينالها الترجي. وأيضا استمتعنا بالحضور الجماهيري الجميل. أعتقد من هذا المنظر عادت الحياة كاملة، مكملة الحياة الرياضية تحدث لتونس، وإنها لبداية لأن يرى الناس كرة تونس التي عرفناها بأسمائها ببطولاتها بأجيالها الذهبية سواء على مستوى القارة. الكل يتذكر أيام رادس الجميلة عندما رفعوا من هنا الكأس الإفريقية أمام المغرب. للأمانة تونس الحبيبة، تونس الجميلة، تونس الخضراء قدمت اليوم الورقة الأولى لعودة الكرة وللحياة. تعرف هيكل أننا طوال الموسم ننقل الدوري التونسي، أتمنى أن هذه البداية هي بداية لإعادة الثقة بالشباب. نحن نقدر مسؤوليات وكذلك مخاوف وزارة الداخلية والجهات الأمنية، لكن أعتقد أن هذا المنظر اليوم وهذا النهائي اليوم كانت بمثابة أوراق اعتماد لعودة الثقة والحياة الرياضية الكروية في تونس. الإفريقي الذي كان قد حقق من قبل 11 لقبا لم يكن بمقدوره أن يرفع اللقب هذا المساء أمام الترجي، وكما يصفونه ترجي دولة. الإفريقي مع فاروق بن مصطفى وحمزة العقربي وأسام الحدادي وبلال العيفة وفخر الدين الجزيري ووسام بن يحيى وأحمد خليل وبسام السرارفي وإبراهيم الشنيحي وصابر خليفة وجاك بيسون والبقية القائمة التي قادها قيس اليعقوبي. لربما جماهير الإفريقي لم تكن راضية، لكن الوصول إلى النهائي لا شك بأنه حدث يبشر بأن الموسم فيه عادة للنادي الكبير جدا
النادي الإفريقي، النادي الذي لا شك بأنه كان له صولات وجولات وألقاب. نحن نتحدث عن الدوري التونسي 13 مرة وعن 12 للكأس تونس بدءا من عام 64. نتحدث عن الألقاب الإفريقية الكبيرة جدا، نتحدث عن ألقابه الرائعة بالنسبة للنادي الإفريقي، الفريق الذي حقق الكأس المغاربية للأندية البطلة 3 مرات وحقق الكأس المغاربية للأندية الفائزة بالكوس عام 70 والبطولة العربية للأندية عام 95 ودوري أبطال العرب عام 97 وكأس شمال إفريقيا للأندية البطلة 2009 و2010 ورابطة الأبطال الإفريقية 91 والكأس 92 وكأس إفريقيا 99 وكأس الاتحاد الكونفدرالية 2011. هذا بالنسبة للإفريقي. الترجي يتقدم، ولاحظوا معي أيها الأحبة هشام البلقروي الذي يرتدي ويتوشح بالجار الحبيب الجزائر بعلم الجزائر الذي تفوق اليوم على جزائري آخر. أتحدث عن فوز هشام البلقروي لاعب الترجي الجزائري الذي فاز على الجزائري إبراهيم الشنيحي لاعب الإفريقي. لكن في المنظر الأكابر، في المنظر أيها الأحبة، ترجي دولة المكشخة اللون الأحمر والأصفر مع تاريخ طويل وعريض، الفريق الذي كان بطلا لتونس على جميع المستويات دوري وكاس، الفريق الذي له أجيال وأجيال وأجيال مروا عليه على مستوى الأساطير الكبار، لاعبين ونجوم، تكلم عن لاعبين مروا على هذا النادي، عبد المجيد تلمساني، نور الدين بن فرج، وزبير بن غنية، وعبد القادر بن الأحسن، بالإضافة إلى الكثير من الأساطير، مراد المالك، العيادي الحمروني، وطارق ذياب هذا اللاعب الكبير، كذلك نبيل معلول الذي اشترك بالمشاركة في الناديين الترجي والإفريقي، والكل الآن طارق ثابت كذلك، الكل الآن خالد بن يحيى بالرخيصة الراحل الكبير. لكن لا شك بأن الترجي يفوز بكأس تونس لكرة القدم للمرة 14 في تاريخه ومرة قبل الاستقلال. الترجي، ترجي دولة والمكشخة ينتظرون اللحظة التاريخية، الفريق الذي لطالما كان مهيبا ورائعا واسما كبيرا، أكابر الكرة التونسية هنا يستلمون الكأس الغالية من يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف وفي أول حدث له، الآن أيضا يتقدم في هذه اللحظات التاريخية، اللحظة المنتظرة، اللحظة التي يحلم بها الشباب الرياضي التونسي، اللحظة التي ينتظر فيها الترجي أن يتقدم، يتقدم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي ليتوسط الجموع ويكون في المنصة حاضرا إلى جواره يوسف الشاهد في أول حدث يحضره
وإلى جوار مجدولي الشارني وحوله وحواليه المكشخر، حوله وحواليه الترجي، حوله وحواليه الكاس الغالية، يعلنها الترجي إذن بطلا لكاس تونس 2016، بطلا للكاس المصنوعة في باريس. هو الفرح، الفرح الترجي للمرة الرابعة عشرة في تاريخه. رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتوج الترجي بطلا للكاس. يا لها من لحظات، لحظات فرح، لحظات معبرة، لحظات جميلة حول السبسي. يحتضن الكاس ويسلم الكاس، كاس صممت في روما وصنعت في باريس وتليق لأن تكون في دولاب نادي مثل الترجي الكبير، الترجي الرياضي. إنها اللحظات الجميلة. تهانينا لكل عشاق الترجي، تهانينا لنجوم الترجي، تهانينا لعمار سويح الذي يحمل هذه الكأس المرة الثانية في تاريخه بعد حمام الأنف. وقت الاحتفال، وقت الفرح، وقت السعادة للترجي الأكابر. هيكل، أنقل لك الكلمة في هذه اللحظات المعبرة، مقدما شكري لك وشكرا لعشاق كرة القدم ولمشاهدي قناة الكاس الذين اختاروا هذه اللحظات وهذه المباراة ليلة للسمر والسهر على أنغام الكرة التونسية التي عادت اليوم بهية كما عرفناها في السابق. شكرا جزيلا عيسى الحربين. يفاجئونا يعني في بعض الأحيان الواحد يرجع بسرعة. شكرا جزيلا. اذا كان هذا تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب الكاس. والشيء الجميل ايضا كابتن ناصر البدوي، كانت صوره جميله وصوره مشرفه لتونس، ليس فقط لكره القدم التونسيه ولكن كانت صوره مشرفه لتونس في هذا الدور النهائي. والله على مده نتمنى في تصويره مزيانه كي من هكا، معناتها بكل امانه، معناتها كنا نتوقعوه اللي تمنيناه قبل النهائي هذا، معناتها باش يوفى بكل الوعود نتاعو. معناتها رياضيا كانت المباراة على الميدان ممتازة، بالرغم كرويا ديما عندنا ما نحكيو بالنسبة للزوز فرق، لكن اللي وفى معناتها الفرحة كيفاش وفات، وكيفاش احنا في حاجة في تونس انه بعدد 50,000 متفرج يكونوا حاضرين في مباراة كناكا ويكون ناجح على جميع الأصدى، تكون مهمة معناتها برشا. مبروك للفايز، هرد لك للفريق اللي ما تحصلش على اللقب، لكن وصول النادي الافريقي في حد ذاته هو تتويج، خاصة في مرحلة انتقالية النادي الافريقي ينجم يثبت روحه، خاصة في بعد 3 مباريات رسمية لقى روحه في دور نهائي، ينجم يقيم التجربة هذه ونجم يزيد من عليها. وضح الكل ياسين بورقيبة من أرضية الملعب من جديد جاهز للقيام بلقاءات. تفضل ياسين بورقيبة. شكرا هيكل. هذه المرة معي رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم السيد وديع الجري. حضوره لا شك حول تنظيم مباراة دور النهائي. لأول مرة نشاهد مراسم تتويج على أرضية الميدان بحضور رئيس الجمهورية، كذلك كأس خاصة اليوم. هل أنت راض على التنظيم عموما اليوم في هذا النهائي؟ والله إن شاء الله نكون راضين، هو أنتم تحكموا أكثر على كل واضح أنه في بعض المشاكل التقنية اليوم. كنا نود أن نستمع لرئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم السيد وديع الجري، ولكن نعرف جيدا في رجعت الصورة. لو رجعت الصورة نرجع لياسين بورقيبة. والنادي الافريقي بزوج جماهير من العاصمة، أكثر من 40,000 متفرج، معناها الميدان افتقر للجماهير بالعدد هذا تقريبا سنوات طويلة. اليوم كي نشوفوا المتوج بالبطولة مدرب تونسي، المتوج بالكأس مدرب تونسي، المتوج الفيناليست معناها قيس يعقوبي تونسي. نقولوا أنه كرة القدم التونسية قاعدة تنجب، ومش بالزهر ومش بالحظ أنه كرة القدم التونسية تكون ترتيبها على مستوى عالمي الأولى عربيا وأفريقيا و26 على مستوى دولي. إن شاء الله تكون الصورة إيجابية، إن شاء الله الرياضيين أعطوا صورة أمنية جيدة، وقدرة الله إن شاء الله، إن شاء الله من حسن إلى أحسن. ومبروك لأخذ الكأس الترجي الرياضي التونسي، مبروك على النجم الرياضي الساحلي لأخذ البطولة، مبروك على النادي الأفريقي لأنه تتويج في حد ذاته أنك تكون فيناليست ويحلك أبواب المشاركة في
مناسبات إفريقية ومبروك لكرة القدم التونسية. هذا السبيكتاكل اللي صار والحمد لله إلى حد الآن مثلا كان الأشياء الإيجابية وإن شاء الله نبنيه عليه باش في المستقبل نفكر شوية حتى أنه إمكانية أن تعود الجماهير متاع الفرق المنافسة للملاعب إن شاء الله. ياسين فقط باعتبار أنها كانت صورة مميزة جدا شاهدناها اليوم في ملعب الأولمبي براد، الصورة مميزة لكرة القدم التونسية ولتونس. أيضا احنا قنوات الكاس نريد أن نستفيد من هذه الصورة ونحب وعد في المباشر من وديع الجري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أن إن شاء الله 3 سنوات القادمة الدوري التونسي سيكون على قنوات الكاس الرياضية. هيكل شعري في الأسود والزملاء في الأسود يقولون لك هل تعدنا اليوم على المباشر أن قناة الكأس ستواصل لمدة 3 سنوات المقبلة في نقل الدوري والكأس؟ هو أولاً أنت قصيت علي بسؤال العرس كملوا تحكيم تونسي، يعني حكام كل تونسيين، حكم شاب عمره 27 سنة، مراقبين الخطوط معناها للمساعدين حكام والحكم الرابع زاد دولي كلهم صغار السن، يعني عرس تونسي وان شاء الله تكون مراره في العالم العربي الافريقي. اليوم اذا كان النوع ده كان ولي ارتكبت خطا قانوني كبير لانه المسائل هذه تخضع الى مناقصات واذا حيث المبدا احنا ما لقينا منكم كان الخير وكان الصوره الطيبه وكان التعليق الموضوعي وما ثماش علاش اذا كان ثم ما يسمح لنا القانون نعود معاكم لانه فرحانين حقيقه بالتجربه معاكم خاصه انه لقينا حياد وموضوعيه في النقد وفي التحاليل وهذا الشيء مش غريب عليكم. شكرا سيد وديع الجري. هيكل هكذا نصل الى نهايه هذا البث المباشر من هنا من ملعب اولمبي بيرادس. السيد وديع الجري لم يعطينا وعد لكن من حيث المبدا هو سعيد جدا بهذه العلاقه وهذه الشراكه مع قناه الكاس الرياضيه. هو فقط ياسين الشيء الجميل اليوم هي كانت صوره رائعه وصوره مميزه لتونس قبل كره القدم التونسيه، هذا ما اكدناه من قليل وهذا ممكن ما يعطي مجال اخر انه لتسويق الدوري التونسي لكره القدم وان شاء الله تسويقه يكون ايضا من جديد على قنوات الكاس الرياضيه باعتبار قناتنا حتكون واضحه هي فتحت المجال للدوري التونسي لكره القدم خارج تونس وخارج حدود الوطن. ونحن ايضا سعداء جدا انه الدوري يسوق على قنوات الكاس الرياضيه، طبيعي قنوات الكاس الرياضيه فتحت الابواب لكل الدوريات العربيه وان شاء الله تكون بادره خير حتى نفتح الابواب لقادم السنوات. تحدثت مع ناصر منذ قليل على الصوره المميزه، صوره ناصعه ايضا كانت اليوم كابتن نادر داود. اعتقد ان النجاح لم يكن نجاح رياضي بالاساس، كان ايضا نجاح سياسي ونجاح امني من الطراز الاول. اليوم نجاح على كل المستويات فعلا، يعني المقابله كانت طيبه وكانت طريقة فيها مستوى كبير، الحظوظ الجماهيري، الحظوظ الامني، اكيد الامنيين تحيه كبيره لهم لانه باش يقطوا. انا نقول اليوم اكثر من 50,000 متفرج في ملعب رادس، انا متاكد من الشيء هذا انهم يقطوا المجموعه هذه الكبيره في الاجواء نتاع تونس، يعني حاجه مميزه جدا. رئيس الجمهوريه عنده مده ما هبطش حتى منزلش باش يسلم الكاس هو يعني بنفسه، يعني كلها اشياء ايجابيه. قال وديع الجري هذا المشهد الرائع سوف نبني عليه، نبنيه عليه بعوده الجماهير للميادين في الدوري التونسي منذ انطلاق اول جوله، ما نعطيه نخليه الامور تمشي طبيعيه ونعاقب ونحاسب المخطئ، هذا هو الحل. يعني حتى لما اي جماهير تتجاوز القانون، تتجاوز الحدود، تقوم باشياء يعني خارجه عن نطاق الاخلاق والروح الرياضيه، عقوبه خاصه الا بجمهور هذا الفريق. وبالتالي اليوم سعداء جدا ان نكون نقدموا نهائي في هذا بهذا المستوى فنيا تنظيميا وعلى كل المستويات. صحيح. به ربيع العفو نرجع لك للمباراه ونرجع مازلتنا تقريبا كم مازلتنا عندنا 5 دقائق هيك دقيقتين ثلاثه به دقيقتين ثلاثه نحاول نكملهم. تحدثنا على الترجي الرياضي التونسي منذ قليل وقلنا أن الترجي الرياضي التونسي بامكانه ان يبني على هذا الفريق. بالنسبه للنادي الافريقي ما هي النقائص التي شاهدتها؟ ما هي الاشياء اللي ممكن النادي الافريقي مطالب انه يصلحها حتى يقدم موسم يليق بقيمه النادي الافريقي الذي سيشارك نذكر في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم بصفه رسميه باعتبار انه لعب النهائي امام الترجي الرياضي؟ صحيح النادي الافريقي كما ذكرنا مقارنه مع النتائج اللي حققها الموسم الماضي فهو في مرحله انتقاليه، وبالتالي اعتقد بان الفريق يمكن نقول نتائج كانت مشجعه في مباراته ضد الترجي، يمكن الترجي تكلمنا عليه بانه كان متفوق على جميع الاصعده سواء من ناحيه خاصه من ناحيه اللاعبين ونوعيه اللاعبين المتوفرين اليوم في الترجي. الترجي كذلك يعني كان لازم انه بعد موسم يظهر بهذا الشكل، اعني بذلك نتيجه واداء. اعتقد النادي الافريقي لازم بعد الوقت اكيد بان لازم تكون هناك بعض الانتدابات، لازم هناك لاعبين ممكن تعطاهم فرصه اكثر. في راي الشخص المتواضع اعتقد بان وسام بن يحيى ليس له مكان في النادي الافريقي، عندك الودرفي، عندك احمد خليل، عندك الوسلاتي،
رأيي الشخصي أعتقد بأن هؤلاء اللاعبين ممكن أن تعطاهم فرصة. الودرفي أكد ذلك فأكثر من مرة لما تعطى الفرصة، حتى في مباراة الديربي لاحظنا، يعني في مباراة الديربي الذهاب الموسم الماضي كان من أبرز العناصر في صغر سنه، ممكن أن بتتالي المباريات أو بتوالي المباريات أنه يكتسب الخبرة. فممكن أن نبني على العناصر كما قلت وتدعمها بعناصر أخرى، وعرفوا بأن النادي الإفريقي كذلك عنده خزان، لا أنسى كذلك اللاعب السرافي. اللاعب السرافي قد لأنه يصنع الفارق، لكن اليوم إذا ما أدش بشكل جيد فهذا راجع للاعبين وليس راجع له هو، لأن ظل منعزلا وبعيد وبالتالي لم يتحصل على كور، ومن الشيء الطبيعي أنه ما يظهرش بالمستوى اللي يظهر به السرافي. لاعب جيد، لاعب متميز، لاعب واعد، لازم أن تركيبة البشرية تسنده وبالتالي ممكن يعطي أكثر. يعني نفس الشيء اللي شفناه يعني في الموسم الماضي في مباريات مهمة حتى في مباريات الديربي. خلصوا دقيقتين، ما فكرت انك عطيتني دقيقتين كلها. شكرا جزيلا قد لبيع العفو. طبيعي نذكر ان الترجي الرياضي التونسي هو من فاز بكاس تونس عن جداره بعد تحقيق انتصار النادي الافريقي 2-0. هذه الكاس هي رقم 14 للترجي الرياضي التونسي، رقم 15 اذا احتسبنا كاس قبل الاستقلال. على كل، كابتن ناصر البدوي كنت متالقا كالعاده، وكنا سعداء جدا بوجودك معنا على قنوات الكاس الرياضيه. شكرا جزيلا كابتن. عايشك هيك كابتن ربيع العفوي، كالعادة متميز كابتن. العفو، وإن شاء الله نلتقي في برنامجنا إن شاء الله بإذن الله. الكرة بين قوسين تنشيكوا عليه بعد أيام إن شاء الله. أيضا كابتن نادر داود كالعادة متميز ومتألق كابتن، ودائما أيضا سعداء بوجودك في الدوحة وسعداء بوجودك في قنوات كاس الرياضية. شكرا هيك، شكرا لك. إذا هكذا نصل إلى ختام هذا النقل المباشر الخاص بنهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. لكم في الأخير أجمل تحيات، عدنان حجازي في الإخراج، أحمد هاشم في الأعداد، كامل الفريق الفني والتقني. نلتقي في قادم المواعيد الرياضية على قنوات الامتياز، قنوات الدوري والكأس. إلى اللقاء.